السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شرفنا أن أستاذنا الفاضل المهندس حسين القاضي يكون متواجد معانا ويشرح لنا إدارة مشاريع بشكل قوي وبشكل متوسع. إزاي الواحد يكون مدير مشروع محترف انترناشونال؟ المهندس حسين القاضي هو حاصل على ماجستير هندسة مدني إنشاءات في المباني العالية، ومدير مشروع دولي معتمد وخبير تحكيم دولي واستشاري إدارة مشاريع والإشراف على التنفيذ من نقابة المهندسين المصرية، ومهندس مستشار في الهيئة السعودية للمهندسين، وقام بالتدريس في كلية الهندسة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وقام بتدريب المهندسين شهادة مدير مشروع دولي معتمد، وأكثر من 50 محاضرة عامة في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية، ودورات تدريبية في الإدارة، ومدرج في الموسوعة الأمريكية للعلوم والهندسة والموسوعة الأمريكية العالمية وموسوعة القرن 21 كامبريدج إنجلترا، وكذلك في الموسوعة البريطانية للإنسان الدولي لـ 2003. جزاكم الله كل خير أستاذنا الفاضل، ومتشوقين لسماع حضرتك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي. يسعدني أن أنا أكون معاكم في تاني لقاء في سلسلة الموضوعات عن خارطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. أول كلمة هقولها لكم ان اللي يعرف حد ويهمه دلوقتي يلحق يقول له ادخل على المحاضره دي، لان دي هتبين لنا كل الشهادات الانترناشونال البي ام بي والبرنس 2 والاي بي ام اي، وهتبين لنا البدايه ازاي ندخل على اننا نمشي في الرود بقى. يعني النهارده دي محاضره هامه جدا، وانا بنصح ان اللي يهمه اي حد او اي حد مهتم بإدارة مشروعات يلحق يكلمه واحنا شغالين. انا بشكر الباشمهندس عمر كتير جدا، وبشكر الباشمهندس محمود الحقيقه، يعني انا بسعد بيكم جدا، وعلى غير كل الناس كتير، يعني انا متفائل جدا 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 بوجود الباشمهندس عمر وامثاله وحضراتكم المهتمين وبتحضروا وقاعدين وبتسمعوا، وان شاء الله كلنا يعني نستفيد ونستفيد كويس من اللقاءات دي. اللقاء الأول تم استعراض أربع نقاط. خلينا نتحرك من هنا عشان نبين الأجندة بتاعت المحاضرة. استعرضنا الأول 16 points to reach the project management maturity. هارد كيرشنر ده من أكبر علماء إدارة المشاريع في العالم، وعمل 16 نقطة يقيس بيها نضج اداره المشروعات، عمود النضج مدير المشروع او اداره المشروعات في المكان اللي هو بيعمل. تاني نقطه جلوبال فيو ذا امبورتنس تو ساي بوينت هام اين ثينك انترناشونالي، اهميه دراسه اداره المشروعات وازاي تفكر بمستوى انترناشونال مش مستوى لوكال او مستوى يعني على قد ولا لا. ذا ديفينيشن اند كاركترستيك اوف مانجمنت تيرمز، اتكلمنا عن تعريفات وخصائص التيرمز بتاعت المانجمنت عموما. يعني النقطه الرابعه ذا بروجكت فيزز اند لايف سايكل، اللي هي مراحل المشروع، مراحل المشروع وايه ودوره حياته. فاضل لنا بقى النقطه الخامسه اللي فيها سيرتيفيكيشن، هنستعرض فيها ثلاثه سيرتيفيكيشنز، اللي هي البي ام بي اللي هي اشهر واحده، والثانيه اللي هي برنس 2 اللي هي البريتش، ثاني واحده في الصوره عالميا الاي بي ام اي، وهي يعني ثالث واحده في الشهره، لكن الحقيقه هي هامه جدا لان هي بتحدد بالظبط خصائص مدير المشروع، ودي اللي هنتكلم عليها في الاخر خالص. الرود ماب بقى في النمره رقم 6، هاو تو ستارت رود ماب تو بي ان ريسبورتنج مانجر، يعني ازاي هبدا وايه الموضوعات اللي انا محتاج لها عشان ابدا اقول ان انا ماشي في الطريق الصحيح انني ابقى انترناشونال بروجكت مانجر. اول شهاده او اول ما بتكلم فيها اللي هو اللي هي البي ام بي اللي هي انترناشونال سيستم بروجكت مانجر انستيتيوت، بروجكت مانجر انستيتيوت
في البرايفت ماجيك بادي اوف نوليدج بن بوك ده الاختصار بتاعه. دي الحقيقه طبعا في ناس كتير عارفينها يعني ناس كتير قوي دي اكتر يعني اكتر شهاده مشهوره في العالم كله اللي هي ايه بروجكت ماجيك بروفيشنال. وفيها دلوقتي حاليا 10 اريا اوف نوليدج. نمبر 1 انتجريشن سكوب مانجمنت تايم كوست كواليتي اتش ار او اتش ريسورس اتش ار مانجمنت كوميونيكيشن ريسك مانجمنت بروكيورمنت ستيك هولدرز مانجمنت. دي شهاده يعني اهم يعني اكثر شهاده مشهوره في العالم كله. والحقيقه هي ميثودولوجي جميله وبتعرفك فيها حاجات كتير هنستعرضها دلوقتي. ملحوظه عايز اقولها لبعض الناس وبعض الشباب كتير قابلتني في الفيسبوك ناس كتير جدا حصلت على البي ام بي وجت في الاخر جت زعلانه بقى وبتشتكي بتقول ما اضافتليش حاجه انا شغلي زي ما هو انا 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 ما ترقيتش انا ما استفدتش حاجه بالكلام ده. فانا الحقيقه ردي انا بقول اوعى حد يظن هذا يعتقد هذا الاعتقاد. انت البي ام بي ميثودولوجي وممتازه وانت بتتعلمها وانت على الطريق الصحيح لانك تبقى بروجكت مانجر انترناشونال بروجكت مانجر. وهنتكلم في الاخر خالص هيبان بقى ان شاء الله نتابع المحاضره او نتابع اللقاء. انا بحب اقول لقاء دايما لان احنا كلنا مع بعض احنا يعني ايه ما احناش مش كلكم ما شاء الله عليكم يعني. ف هنتكلم على هنتكلم على الكاركترستكس طبقا للمطلوب يعني ايه في مدير المشروع الدولي هيلاقي كل ال 10 نولج ارياز موجودين فيهم. في الامريكان سيستم في 5 فيزز الانيشيتنج اللي هو الاعداد في البلاننج اللي هو التخطيط الانيشيتنج في 2 بروسيدرز يعني ده البروسيدرز اللي موجوده في البي ام بي وكلهم 49 بروسيدرز. الناس طبعا اللي دخلت اخذت دوره البي ام بي وامتحنت وخدت شهادات ما شاء الله عليها نكمل وماشيين في الطريق الصحيح ولازم ما نقفش ونكمل ونكمل مش قصه نكمل في بروجكت مانجمنت ما نكملش في حاجات ثانيه كتير وهنفهم الكلام ان شاء الله واحنا ماشيين باذن الله تعالى. فاول بروسيدرز او في الفيز الاولانيه المشروع في الانيشيتنج في 2 بروسيدرز البلاننج 24 بروسيدرز. ده تطبيقا لايه؟ احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت قلنا ايه الفور فانكشنز اوف مانجمنت اللي مدير المشروع لازم يعمله. مدير المشروع بيعمل ايه؟ بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. فالبلاننج هو ده الاساس اول فانكشن الفانكشنز بتاعت بروجكت مانجر اوف في البروجكت مانجمنت. فهنا بقى البلاننج اخذ 24 بروسيدرز يعني ده اكبر عدد من البروسيدرز الموجوده في البي ام بي ودي تبين كويس قوي اهميه البلاننج. وزي ما بنقول النجاح كيوميوليتيف زي ما الفشل كيوميوليتيف. لو انا في الانشيتنج وفي البلاننج عملتهم صح عملتهم كويس وممتاز بقيه المشروع هيمشي معاك. هلاقي بعد كده الاكزكيوشن يعني البلاننج ده مش السكيدولنج خلي بالنا يعني البلاننج ما يعنيش التايم مانجمنت والريسورس مانجمنت بس تبين حاجات كتير جدا. فالبلاننج بياخد 24 بروسيدرز دي اهم حاجه لان لو اتعمل صح الباقي بيبقى يعني ان شاء الله بيبقى يعني نسبه النجاح فيه عاليه جدا. الاكزكيوشن 10 بروسيدرز التطبيق تخيل بقى التخطيط 24 بروسيدر الاكزكيوشن 10 بروسيدرز بعدين مونيتور اند كنترولنج 12 بروسيدرز اكثر من الاكزكيوشن. ده بيبين الفانكشنز اوف مانجمنت اللي هي بلاننج اورجنايزنج ليدنج كنترول. كلوزنج اوت 1 بروسيدر التوتال دلوقتي في البي ام بي 49 بروسيدرز. طبعا مش هدخل في التفاصيل بتاعت البي ام بي ما شاء الله انا شايف ماشيين كتير قوي شغالين عليه ممكن تدخل اي وقت على الـ اليوتيوب شباب كتير جدا كلهم اجمل من بعض الحقيقه مش عايز اقول اسماء يعني كلهم شباب ما شاء الله عليهم زي الفل وبيشرح بمنتهى الاخلاص وبمنتهى الحب وبمنتهى الرغبه في نشر العلم وتقدروا تدخلوا تعرفوا البي ام بي.
طيب الماجيك سكسسفول بروجكت وذ برنس 2. البرنس 2 دي بريتش ميثودولوجي، الثانيه كانت امريكان ميثودولوجي، دي ايه بريتش ميثودولوجي يعني شهاده انجليزيه برضو، عباره عن زي البي ام بي بالظبط، ميثودولوجي برضو، دي طريقه لاداره المشروعات برضو، الناس كتير برضو اخذوها وزعلوا، لكن الحقيقه فيها برضو مميزات كثيره جدا وايه وحلوه جدا، وقائمه اساسا على المانجنج فيزز. يعني انا بخلص فيز باخد الريزلتس بتاعتها، بقعد على الفيز اللي وراها وهكذا، ودي قد يكون الطريقه دي هي اللي اعطت الميثودولوجي بتاعت الاجايل. الاجايل بقى ميثودولوجي لوحدها او بقى سيستم لوحده، فدي ان شاء الله برضو اذا في ان شاء الله اذا احيانا ربنا سبحانه وتعالى هنتكلم في الاجايل، بس مش دلوقتي. انا عايز الاول ناسس التراديشنال بروجكت مانجمنت اللي احنا نعرفه ده، وبعدين نبتدي نتكلم بقى على الاجايل، على اي حاجه ثانيه بقى، على لين، على الكلام ده كله اول اخر. برضه بالمناسبه هم بيسموا التراديشنال مانجر دلوقتي باسم انا مش عاجبني وما بحبوش، اللي هو الايه؟ اللي هو الووتر فول، اعتقد الووتر فول حتى ما بحبش الترم ده، بس هو تراديشنال بروجكت مانجر. السمري بقى بتاع ايه؟ البرنس 2 البريتش ستراكشرال بروجكت مانجر ميثودولوجي ابليكابل تو اول تايبس اوف بروجكتس، ابليكابل لكل انواع البروجكتس زي البي ام بي. يعني الاداره ليست، خلي بالنا، الاداره ليست هندسه، المدير اي واحد في التكنيكال في مجاله لازم يتعلم اداره، لازم يعني، لان كل واحد بيكبر، بنبتدي تكنيكال اربع خمس سنين، وبعدين بتبتدي مدير حاجه صغيره، وبعدين بتكبر لغايه ما تبقى مدير مؤسسه كبيره. فالمانجمنت ده لكل انواع، لكل الناس، يمكن مهندسين يعني اكثر قدره على استيعاب المانجمنت اكثر من حد ثاني، لان هي قايمه على السيكونس، يعني سيكونشال ويز، يعني زي يعني زي الميثودولوجي، زي الهندسه تقريبا، التوصيف بتاعتها زي الهندسه بالظبط. تبيش ستراكشر بروجكت مع ميثودولوجي ابليكابل تو اول تايبس اوف بروجكتس وذ 7 برنسبلز و7 تيمز و7 بروسيسز وتيلر تو سيوت بروجكت انفايرمنت. يعني ايه الكلام ده؟ السيفن برنسبلز عباره عن ايه؟ كونتينوس بزنس جاستيفيكيشن، يعني انت وانت شغال في بزنس بتعمل جاستيفيكيشن وانت ماشي. انت قايم بيزيكلي المانج باي ستيجز، يعني ده اللي بيميز التمييز الاساسي لبرنس 2 هي ايه؟ مانج باي ستيجز. الباقي ده تفاصيل لهذا الكلام. ف كونتينوس بزنس جاستيفيكيشن يعني انت وانت ماشي في الـ في الـ في الـ في الـ في المشروع بتاعك تعمل جاستيفيكيشن طول ما انت ماشي، بتعمل تصحيح مستمر للعمل يعني. طيب learn from experience، احنا قلنا الميثودولوجي قايمه على الايه؟ على المانج باي ستيجز، فاللي انا بتعلمه في ستيج بيفيدني الستيج اللي وراها. define roles and responsibilities، اللي هي الادوار والمسؤوليات المحدده، كل واحد له دوره وله وله مسؤوليات. مارش باي ستيجز اللي هي ستيجز بنقول يعني بقطع البروجكت فيزز ستيجز، وباخد من كل ستيج الاوتبوت بتاعه بحطه انبوت للستيج اللي وراها. المارش باي اكسبشن الاداره بالاستثناء. بعدين فوكس اون برودكتس بتركز على المنتجات. وتكلمنا الكلام ده برضه في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللقاء الاولاني. يعني we have to take care that we are looking for products. For products. مثل الميثودولوجي بقى والتفاصيل دي كلها. The rule of thumb اللي لازم تبقى عارف، او اي project معاش او اي حد مش بيعرفها. Tailor to suit project environment. يعني برنس 2 يعني ايه برنس 2؟ دي مش برنس، مش امير. The project environment project management in controlled environment. Project in controlled environment. اللي هو يعني ده اللي جاب برنس 2 بقى دي، انا يعني ايه يعني مش داخل فيها قوي، مش عارف ايه الحكايه، انما واقع الامر هي برنس 2 دي الاختصار بتاع الكلمات بتاعتها، بروجكت مانجمنت ان كنترولد انفايرمنت. خلاص
7 principles continuous business justification learn from experience اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دلوقتي. هي اهم حاجه هنا الماتش باي اكسبشن هي دي اللي قايم عليها الميثودولوجي. وبعدين بندخل على الثالثه. طيب السفن تيمز بقى اللي هي تالي السفن برنسبلز البيزنس كيس 17 البيزنس كيس واي واي وي ار دوينج وات واي يعني وات ذا تارجت واي واي يعني وات وي ار ثينكينج لايك ذات اور وات وي ار دوينج يعني اورجانيزيشن هو ويل دو ات بعد بلانينج اورجانيزنج ليجو كنترول الكواليتي وات از ذا تيمز بتاعت الميثودولوجي اللي هي برنس 2 البلانز how how much when the plans دي اللي هي قلنا ان هي ايه في الـ في الـ في واخده اكبر عدد من الـ من الـ من البروسيدجرز مع البي ام بي. الريسك وات اف الحقيقه الريسك دخل في حاجات كثيره جدا في ال 10 سنوات اللي فاتت يعني او في ال 20 سنه اللي فاتوا يعني قبل ده ما كانش لسه واخد حقه قوي جوه الميثودز او الميثودولوجيز لكن دلوقتي هو موجود بشكل ظريف وريسك ماجرز من الموضوعات الجميله جدا جدا وان شاء الله نتعرض لها برضه. بس انا عايز اقول لكم حاجه بقى عشان تخلي بالكم احنا اما بنشتغل في حاجه او بنشوف حاجه مع بعض احنا بنشوفها من وجهه نظر الايه؟ البروجكت مانجر. انما انت عشان تبقى ريسك مانجر لازم تدخل تدرس بعمق بقى تاخد كورسات وتلاقي في الريسك مانجمنت. عايز تبقى كواليتي لازم تبقى عارف يعني اللي ما يعرفش كواليتي انا في مثلا كده بقوله دايما ان اللي ما يعرفش كواليتي مانجمنت ما يقولش انا بروجكت مانجر لازم يبقى عارف ان لازم يبقى عندك واحد كيو اي كيو سي متخصص ان هو اللي ايه هيدير لك الكيو اي كيو سي في البروجكت بتاعك او في المؤسسه بتاعتك او الى اخره. انما انت كاداره اولى لازم تبقى عارف يعني كل نقطه من دول. طيب تشينج مانجمنت لو حصل اي تشينج ايه الامباكت بتاعه؟ يعني لو حصل اي تغيير في الـ في الـ في لو انت بتعمل المشروع او الى اخره او تشينج عن السكوب اللي عندك او تشينج في ميثودولوجي او تشينج في اي حاجه فتشينج مانجمنت ده من الحاجات المهمه جدا برضو وده بقى برضو موضوع متخصص برضو ممكن تدخل فيه برضو وتتعمق فيه. البروجرس وير ار وي ناو ده اللي هو ايه المونيتورنج بتاع المشروع بتاعك. وير ار وي جوينج شود كاري اون ده اللي هو بقى ايه يعني نشتغل فيه بقى في الفاينانس نشتغل بال earning value يعني البروجرس بقى واحنا ماشيين يعني بنعمل ميتنجز بنعمل ريبورتنج الكلام ده من الاول لاخر. طيب ال 7 بروسيسز هو ايه 7 بروسيسز؟ البروسيس عباره عن ايه؟ نبقى عارفين برضه يعني ايه بروسيس. البيربوس بيبقى اوله البيربوس انا بعمل البروسيس ليه؟ هي بروسيدر بروسيسز بس تسميها كده مش تسميها كده. البيربوس بتاعي عشان اعمل بروسيدر الاوبجيكتيف الاهداف بتاعتي ايه؟ الكونتكست بتاعه والاكتيفيتي اللي انا هعملها عشان اعمل البروسيسز دي او البروسيدر ده. هي بروسيدرز الحقيقه. ستارتنج اب ا بروجكت بطبع عليه ايه؟ البيربوس الاوبجيكتيف والكونتكست الاكتيفيتي. دايركتنج ا بروجكت دي اللي بقى سبع نقاط اللي هي في الايه؟ البروسيسز اللي بيتبعها البرنس 2. ستارتنج اب ا بروجكت، دايركتنج ا بروجكت، انيشيتنج ا بروجكت، كنترولنج ستيج، فهنا مهمه جدا هنا كنترولنج ستيج. يعني هو بيشتغل ستيج باي ستيج. يعني ما بيعملش كل حاجه مره واحده، لا ستيج باي ستيج. مانجنج برودكت ديليفري اللي هو الدليفري، مانجنج ستيج باوندري برضه ان واوت. يعني الباوندري عباره عن بيدخل له داتا او بيدخل له اي انفورميشن بقى داتا وبتطلع ايه داتا ثانيه عشان تدخل في الايه في الستيج اللي وراها. كلوزنج ا بروجكت خلاص. بعد كده تيلورينج برنس 2 تو ذا بروجكت. هنا بقى دي النقطه اللي هي هامه جدا بالنسبه للبرنس 2 برضه نقطه مهمه جدا. يعني انت لو انت بتشتغل بالبي ام بي لو البي ام بي مثلا نقطه راحت ما عملتش في واحده من النولج ارياز ما نفذتهاش برضه انت ستيل اسمك بي ام بي. انما في البرنس 2 اذا كنتش تطبق كل البرنسبلز والتيمز والبروسيسز بتاعت البرنس 2 ما مش هيسموك برنس 2 ابلايرز او برنس 2 مانجر.
فالشريط بقى ايه؟ بعمل بيرنت برنسبل تو بروجكت انفايرمنت، ان انا بطبق او بفصل البرنسبل عشان البروجكت انفايرمنت، يعني هي بروجكت مانجمنت ان كنترول انفايرمنت، عاملين الانفايرمنت كنترول وانا بطبق فيها ايه؟ الميثودولوجي بتاعتي. طيب ابلاي ذا برنسبلز هاخد المراجعه دلوقتي، ابلاي ذا تيمز، ابلاي ذا اورجانيزيشن تيرمز اند لانجوجز، دي مهمه جدا. بمعنى ايه؟ لو انت في امريكا مثلا وفي تيرم معين، واحد مره اسمه كاستمر ومره اسمه كلاينت، يبقى لازم تنفذ التيرمز بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتك. لو انت في اي بلد ثانيه وفي مسميات بتختلف، يبقى انت بتستخدم الايه تيرم بتاعتك، واللانجوجز برضو يعني انت ممكن تستخدم الميثودولوجي دي في اي لانجوج في العالم يعني. Adapting the management product. المانجمنت برودكتس انت يعني ايه؟ اللي هي منتجات اداره تسليم المنتجات يعني. طيب adapting the rules، الرولز اللي هي ايه؟ اداره adapting the rules و adapting the processes. الحاجات دي كلها من الاول للاخر اللي هي بفصل بقول بفصل الميثودولوجي على ايه؟ على project environment. هنا بقى نبتدي نقطة مهمة جدا، وخلينا كده ايه كده نبص مع بعض ونهتم كده ونبص شوية. دي الـ IPMA International Project Management Association، الـ International Project Management Association، ودي عاملة الـ International Computers Baseline. الحقيقة كان في فيرجنز كتيرة يعني، أنا بيرسونال عديت على فيرجن 2 و 3 ودي فيرجن 4 دي اخر فيرجن. ودي ميزتها ان هي بتعمل لك ايفالويشن وانت بتعمل اساس لنفسك كبروجكت مانجر. في الاول كان في 4 كومبيتنسز، دلوقتي الكومبيتنس برضه كومبيتنس يعني ايه كومبيتنس؟ ناس كتير بتغير بيقول دي كفاءات، مش كفاءات دي، لا دي مقدرات. يعني تعرف نقول العفو عند المقدره، يعني انت بتبقى قادر على الحاجه المطلوبه، قادر انك تعملها، ودي هتبان بعد كده. الاول كان في اربعه كومبيوتر جروبس، ودلوقتي بقوا 3 كومبيوتر جروبس في الفيرجن 3، واخر فيرجن اللي هي فيرجن 4 اللي انا بعرض عليكم النهارده هي اللي هنشوف فيها الكومبيتنس دي، اللي هي المقدرات اللي لازمه عشان يتقال ان انا مدير مشروع، ومدير مشروع مش مدير مشروع عادي، مدير مشروع دولي. طيب هنا في ثلاثه جروبس للكومبيتنسز، في البرسبكتيف، البرسبكتيف دي اللي هي الحاجات الخاصه بال يعني هي الترجمه بتاعتها المنظوره، لكن هي الخاصه بالايه؟ لو انا مثلا معايا مشروع وانا جوه بروجرام، لازم ابقى عارف البرسبكتيف بتاعي مع البروجرام ومع البورتفوليو ومع الشركه. هنعرف الكلام ده كله واحنا بنستعرض هذا الكلام. والبيبل اللي هي الكومبيتنسز او المقدرات اللي انا مطلوبه مني عشان اتعامل مع البيبل. والبيبل دي طبعا دي اول ايتم في الايه؟ في الريسورسز الاربعه. لو احنا فاكرين من المفاتيح احنا قلنا ايه؟ الريسورسز الاربعه ايه؟ الفور ام. مان باور، ماتيريال، ماشينري، وماني. فالبيبل دي اهم حاجه في البروجكت مانجمنت، وده ما بنقول برضو وده ما هي ويل نون، البروجكت مانجر 70% من وقته ومن شغله بيشتغل في الايه؟ في الكوميونيكيشن. هنتكلم على الكوميونيكيشن كتير برضو في خلال اللقاءات اللي هنعملها مع بعض ان شاء الله. ثالث حاجه اللي هي براكتس. البراكتس بقى هي الخبره اللي هي العمل نفسه. ده هيبان كل واحده من دول متقسمه ثلاثه، وكل واحده من دول هيبقى لها كومبيتنس، هيبقى لها مقدرات، ودي هنتكلم عليها في خلال في السياق اللي هنتكلم عليه دلوقتي، ودي اللي ب ب ب ب ب ب ب بتوصف او بتبين انت كمدير مشروع لازم تعرف ايه ولازم تتعامل مع ايه. طيب ده احنا قلنا ثلاث حاجات، برسبكتيف والبيبل والبراكتس. طيب each of these groups is specified by split down the three types. عندنا ثلاث حاجات دلوقتي بتعملها مانجمنت، ودي ده برضو ده تجديد اساسي
في الاي بي ام اي ميثودولوجي. بيكلمك على بروجكتس، يعني البرسبكتيف والبيبل والبراكتس للبروجكتس. لو انت مدير مشروع بس. طيب لو انت مدير بروجرامز، البروجرامز دي عباره عن ايه؟ عده بروجكتس. او لو انت بورتفوليو، هنلاقي في الاخر برضو دي حاجه كويسه ان هم ميرلي كلهم زي بعض، بيزيد بند واحد في الاخر للبروجرامز والبورتفوليو. فانت طالما اخدت البروجكتس هيفضل لك بند واحد بس برضه هنتكلم عليه، وهنتكلم على البورتفوليو. احنا فاهمين العلاقه بين البروجكت والبروجرام والبورتفوليو. يعني البروجرامز ده عده مشروعات مشتركه في حاجه معينه، في كاركترستيك، في فانكشن، في جيوغرافي، في اي حاجه. البورتفوليو ممكن بيشتمل على بروجرامز، بيشتمل على بروجكتس. يعني ممكن يبقى مجموعه بروجرامز والبورتفوليو معمول بروجرامز مع بعض ومعاها بروجكتس، يعني بروجكت 1 بروجكت 2 بروجرام 1 بروجرام 2 بروجرام 3. البورتفوليو، البورتفوليو ده ميرلي تقريبا يعني هو اداره الشركه، بس انا بحطها كبورتفوليو علشان انا بتكلم على بروجكت مانجمنت مش على الايه؟ مش على الكوربريت مانجمنت. Agile is also added separately in this version 4. عمر الاي بي اي ما اتكلمت على الاجايل، يعني الاجايل برضو يعني الكلام زاد عليه. هو الاجايل بدا من حوالي مش كتير، يعني بحوالي هنقول 2011 او قبل كده، في رينج 2010 2011 بقى يتكلموا على الاجايل. يعني انا عندي افكار معينه، يعني مش بكمل، مش عايز اشوش افكارك، بس هي ايه؟ اسمها ميثودولوجي. والاي بي ام اي برضه هيبقى فيها المتطلبات انك ازاي تبقى اجايل مانجمنت، يعني ان انت تبقى بروجكت مانجر الاجايل بروجكتس. The personal attitude of the project manager is also considered in the assessment of the project manager. يعني انت الاتيتيود بتاعك كمدير، يعني الكلام ده مش موجود في الاي في الـ في الـ في الـ في البي ام بي ولا في البرنس 2. ما بيتكلمش على الاتيتيود بتاعت البروجكت مانجر، انما هنا لا بيتكلم عليه وهيبان في الـ في الـ في الـ في, الـ في النقط اللي هنتكلم عليها دلوقتي. طيب الكومبيتنس ديفينيشن، واتس كومبيتنس؟ اتس كولكشن اوف نوليدج، personal attitudes, skills, and relevant experience needed to be successful in a certain function. يعني أنا عندي function اللي هتبان بعد كده. ال computers اللي هي المقدرة دي عبارة عن إيه؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. ال knowledge بتاعك، ال personal attitudes بتاعتك، characteristics بتاعتك أنت ك attitudes ك ك ك ك ك ك كإنسان يعني، والسكيلز بتاعتك المهارات، والريليفنت اكسبيرينس دي تو بي سكسسفول سيرتن فانكشن. والريليفنت اكسبيرينس في الفانكشن دي لو انت كواليتي مانجر لازم يبقى عارف كواليتي، لو انت بروجكت مانجر يبقى انت عارف حاجات كتير جدا اللي هتبان بعد كده معانا. لكن دي التعريف بتاع الكومبيتنس. ناس كتير بتفتكرها الكفاءه، يعني مش عارف، بس هي الترجمه بتاعتها المقدره، المقدره على عمل شيء. طيب دي الايجيبشن 3 ايجيبشن سيرتيفيكيشن اي بي ام اي. انا مش الحقيقه مش عايز اتكلم كتير على 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 يعني، ولا انا متعصب للبي ام بي ولا برنس 2 ولا الاي بي ام اي. انا بتكلم ان جنرال، وبتكلم مجرد من 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 اي رغبه في نشر حاجه، غير ان انا بس عاوزين ان احنا ننشر الكالتشر بتاعه البروجكت مانجمنت او المانجمنت عموما، لان دي احد المشاكل الكبيره اللي احنا يعني ايه مقابلانا في 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 مستوانا يعني لاداره المشروعات بشكل علمي وبشكل عملي يعني. The Egyptian computer baselines are related and derived from the international computer baseline. الحقيقه دولت الاصل بتاع الريفرنس نفسه الامريكان، يعني اللي هو اللي طلع مش امريكان، دي اوروبيان على فكره، مش امريكان، بتطلع من سويسرا اصلا. فالمهم three groups of competences are described the perspective، خمسه competences دي اللي هي العلاقه ما بين انت بينك انت كبروجكت، وما بين ايه الليفلز اللي فوقيك لغايه توصل لايه للكمباني. البيبل اللي هي competences اللي هو 10 competences، ما عندك 10 competences
في المجال بتاع البيبل هو البشر. التالت البراكتس اللي هي البراكتس بتاعك اداره مشروع الكواليتي بتاعك زي نفس تقريبا نولج اريا وزياده شويه بتاعت البي ال بي فيهم 14 كومبيتنسز. هندخل ال 3 جروبس اوف كومبيتنسز ار ابلايد تو 4 كيسز. السي جروبس بتطبق للاربعه كيسز احنا كنا بنتكلم عليهم دلوقتي اللي هي البروجكت اللي دي البروجكت كومبيتنسز دول 28 واحده 28 كومبيتنس. البروجرام والبورتفوليو والاجايل بيبقوا 29 بيبقى في واحده في الاخر زياده عن الـ عن عن الـ عن البروجكت. فانت كبروجكت هنتكلم عليهم بالتفصيل برضو. نخلي بالنا بقى من الايه من اللي جاي نخلي بالنا هنا ونصحصح كده ون ايه ون ايه ونحاول لان ده الاساس بتاع كل اللي جاي اساس بتاع كل اللقاءات بتاعتنا اللي جايه. ففي البرسبكتيف عندنا 5 كومبيتنسز. اول كومبيتنس في البرسبكتيف ودي الحقيقه هامه جدا 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 اللي هي الاستراتيجي. الاستراتيجي دي اللي هي السياسه العامه لاي مكان. السياسه العامه لو انا في شركه لازم لها استراتيجي، انا رايح فين وجاي منين وحدودي فين واقول ايه من اخره. لو انا في اي مكان حتى على مستوى دول في استراتيجي، لازم يكون في استراتيجيه لاي دوله. واللي ما فيهاش استراتيجي نسب النجاح فيها ما بيبقاش ما بيبقاش عالي يعني. بتنجح لكن ما بيبقاش نجاح اللي هي المفروض يعني. وموضوع كورونا ده الحقيقه افاد العالم في حاجات كتير يعني. احنا النهارده معلش دي مش بره السياق، دي جوه السياق. افاجئ النهارده او امبارح ان بلد زي الصين طلعت شمس يعني بتدي كلين 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 انرجي لمكان كامل للمحافظه كامله بشمس صناعيه. دي كان لها استراتيجي يعني. الصين حاطين في دماغهم من زمان ان هم يبقوا ايه يقودوا العالم. احنا ما كناش عارفين هذا الكلام. لكن اكثر حاجه عندنا نقول ايه كوكب اليابان. اليابان كانت بتتكلم وبتقول واحنا متابعينها وشايفينها. انما الحقيقه موضوع كورونا ده كشف الصين وكشف الى اي درجه هي وصلت بالاستراتيجيك مايند بتاعها ووصلت لحاجات فوق مستوى الخيال. طيب فالبي 1 في البرسبكتيف اللي هي الاستراتيجي بتاعت المكان، لازم ابقى عارف كبروجكت مانجر ايه الاستراتيجي بتاعت المكان اللي بشتغل فيه، ولان انا كمدير مشروع لازم يبقى الشغل بتاعي هو الاستراتيجي دي وما اطلعش براها. ابقى عارف الاستراتيجي بتاعتي فين، ما اطلعش براها او ما اطبقهاش او الى اخره. النقطه الثانيه في البرسبكتيف governance والstructures and processes. حتى ايه حتى هتبان قدامنا برضو اللي هي الحوكمه والهياكل والعمليات. governance الحوكمه والstructures اللي هي الهياكل والبروسيسز العمليات. هتبان لنا دلوقتي كل واحده من دول هنتكلم عليها. دول الفايف كومبيتنسز بتاعت ايه؟ بتاعت البرسبكتيف اللي هي الحاجات الخارجيه اللي مش جوه المشروع بتاعي. نمبر 3 البرسبكتيف كومبلاينس ستاندردز اند ريجوليشنز. ابقى ايه متطابق مع او الامتثال للايه للستاندردز المعايير والايه والريجوليشنز اللي هي اللوائح. طيب الباور اند انترست ده نمبر 4 في البرسبكتيف في مجموعه الكومبيتنسز اللي تحت البرسبكتيف. نمبر 5 الكالتشر اند فاليوز الثقافه والقيم بتاعت المؤسسه اللي انا فيها او المكان اللي انا بتبعه. فدول الخمس نقاط بتوع الايه؟ بتوع البرسبكتيف. طيب هنتكلم دلوقتي على البيبل. البيبل احنا قلنا فيه 10 كومبيتنسز. تمام؟ سيلف ريفليكشن اند سيلف مانجمنت.
الاب بيتكلم على الايه، على المدير نفسه، السيلف ريفليكشن بتاعه اللي هو الانعكاس الذاتي والاداره الذاتيه، سيلف مانجمنت، بيتكلم عليه هو مع نفسه. يعني لازم انا كمدير المشروع، ودي حاجه على فكره برضو انت المفروض بتعمل لنفسك سيلف اسسمنت قبل ما اي حد يعمل لك اسسمنت، انت بتعمل لنفسك سيلف اسسمنت اكوردنج لايه بقى؟ للايه؟ للمجموعه المقدرات او زي ما قلنا الايه؟ الكومبيتنسز بتاعتنا. يعني المقدرات دي تكون عارفها، وعاده انت عشان تدخل تبقى يتعمل لك تقييم، تعمل سيلف اسسمنت لنفسك لكل نقطه من دول. فدي اهميه ان حضرتك كده قلت لكم ايه؟ اللي مهتم ويعرف حد مهتم ايه يحاول يلحقنا النهارده، ما قدرش يلحقنا يبقى يدخل بقى على اليوتيوب او يدخل على اي حاجه عشان ياخد الكلام ده. الحقيقه وكويس ان احنا اللقاء ده اتقسم اثنين، لانه يعني فعلا النهارده يعني هيبان تماما الواي بقى، هيبقى الامور واضحه لينا وللناس كلها. البيرسونال انتجريتي اند ريلايبيليتي، دي النقطه الثانيه، النزاهه الانتجريتي، الريلايبيليتي اللي هي ايه؟ الموثوقيه الشخصيه. نمبر 2 و3 دي ثالث نقطه مع في الكومبيتنس بتاعت البيبل. البيرسونال كوميونيكيشن، وزي ما اتفقنا الكوميونيكيشن خصوصا دلوقتي، الكوميونيكيشن دلوقتي بتبتدي من الفيس تو فيس كوميونيكيشن، فيها البادي لانجوج وفيها كل حاجه، تمر بقى على التليفونات، تمر على الرسائل، تمر على الفيسبوك، تبص على اللينكد ان، تبص كل دي انواع الكوميونيكيشن. فالكوميونيكيشن يشكل دايما، وده من زمان، الكوميونيكيشن بيستهلك 70% من وقت اي مدير. The fourth point or the fourth competence within the people, relations and engagement. العلاقات، engagement اللي هي ايه؟ المشاركة. engagement. المشاركات، العلاقات والمشاركات. الـ 2-5 leadership. leadership دي من أهم الموضوعات. يعني مش بقول أهم من أهم، لكن هي يعني مهمة جدا. يعني الليدر، لأن leadership دي أنت، أنت كبروجكت مانجر، أنت البروجكت مانجر ده منصب او مكان انت فيه، يو هاف تو بي ا ليدر. خلي بالنا، وفي في ان شاء الله في 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 برزنتيشنز، في لقاءات هنبين فيها الفرق ما بين الليدر وما بين المانجر. هو الليدر مانجر، بس مانجر بميثودولوجي تحبب الناس في الشغل وتحبب الناس فيه وتوصل ايه للكلام نفسه. طيب هنا بقى نمبر 6، التيم ورك. التيم ورك، اشتغل في تيم ورك ليه؟ دي برضه ده موضوع من الموضوعات الهامه جدا. يعني انت بروجكت مانجر، يو ار مانجينج بيبل، فطبعا انت لازم يعني في يعني مشكله عامه، انا مش عارف دي برضه ده خطا شائع في اماكن كتيره جدا، ان اي مكان او اي شركه او اي حته يروح ايه؟ جامع التيم وبعدين يدور على ايه؟ على بروجكت مانجر. الحقيقه دي يعني انا شايفها معكوسه. انا المفروض اجيب بروجكت مانجر، اختار هايلي كواليفايد بروجكت مانجر للبروجكت او للبورتفوليو او لاي حاجه يعني، وايه وده انا شفت الكلام ده بعيني من زمان، يعني ان بقى الشركه اللي فاهمه او اللي عارفه بتحدد البروجكت مانجر الاول، وهو بقى اللي بيختار التيم بتاعه، بيشارك في اختيار التيم، لان احنا التيم ورك ده هو اللي هيشتغل، اللي هيمثله البروجكت مانجر. وبرضه هنعمل لنا لقاءات وهنتكلم عليها في الاخر عن التيم بيلدينج. التيم بيلدينج برضه هام جدا ولازم كلنا نعرفه، لان محدش فينا يعني نبادي ويل مانج هيم سيلف، يعني في سيلف مانجمنت لكن عشان تطلع النتيجه مفيش حاجه اسمها انا عملت، لا احنا عملنا. طيب فالتيم ورك ده موضوع مهم جدا وهتكلم عليه، ولو بروجكت لايف سايكل برضو هنتكلم عليه برضو في لقاء، بيبقى في الاوائل ما بيبقاش في الاخر. الكونفليكت اند كرايسيس، الكونفليكت والكرايسيس دي، الكونفليكت والكرايسيس اللي هي الصراع والازمات. احنا بنجتمع، يعني انا ممكن عندي يعني انا يعني من المشروعات اللي انا يعني حضرتها مره كان عندي اكثر من 170 واحد في البروجكت، مشروع هنا جوه مصر، وكان ناجح جدا ومازلت مذكور بالخير، وبذكر الشركه بالخير، مش هنعمل دعايات برضه لحد،
لكن انت في جوه مجتمع في ناس بتشتغل مع بعض لازم بيبقى في كونفليكت اللي هي صراعات. الكونفليكت الحقيقه برضه معلش انا بخش على نقطه من دول بالتفصيل، هنصبر مع بعض النهارده شويه. ان الكونفليكت في بوزيتيف كونفليكت، بمعنى ايه؟ يعني انا كمدير مشروع بعمل بوزيتيف كونفليكت، بقول مثلا اللي هيخلص الاول مثلا هعمل له كذا، اللي هيخلص الاول اللي هيخلص شغله مثلا هديله مثلا مكافأة كذا وهكذا. يعني ده ايه؟ ده بوزيتيف كونفليكت، ان انا بعمل نوع من زي السباق. والسباق ده كونفليكت. الكرايسيس بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الازمات. الازمات دي بتحصل في اي حته بنشتغل فيها في كرايسيس. يعني موضوع كورونا ده كرايسيس. اي حاجه بتحصل فوق الاداره العاديه دي كرايسيس. مع كرايسيس مانجمنت دي لها سبيشال مانجمنت. يعني انا لما بتبقى كرايسيس ما بطبقش عليها نفس القواعد بتاعت ايه؟ بلان اورجنايزنج ليج وكنترول. لها قواعد. ان شاء الله يكون في عمر، ان شاء الله يكون في وقت، اذا شاء ربنا سبحانه وتعالى نجهز لكم حاجه على الكرايسيس عشان برضه تبقوا ايه؟ عارفين يعني الفرق بين الكرايسيس وبين البروجكت وبين الكلام ده من الاول. في ريسورس فولنس. الريسورس فولنس هي يعني لو عملت لها ترجمه كده مش هتبقى يعني ايه ريسورس فولنس ترجمه حرفيه، مش هتطلع المطلوب منها. انما لما هندرس النقط بتاعتها هنحولها، هتبقى اسمها ايه؟ القدرات الابداعيه. يعني ازاي اخلي الطقم بتاعي يشتغل معايا ويطلع كل قدراته الابداعيه في الموضوع. النيجوشيشن دي تسع نقطه مع البيبل. كل النقاط اللي احنا بنتكلم عن 10 نقاط دول مرتبطه بمين؟ بالبيبل. ودي هنخشها في التفاصيل بعد كده. النيجوشيشن بقى اللي هي الايه؟ التفاوض. التفاوض ده برضه ان شاء الله في برزنتيشن هنعمله مع بعض عليه، وهنشوف انواع النيجوشيشن ايه ونوصل ازاي والكلام ده كله ازاي. نمبر 10 results orientation، ان انا بحكم على الامور بالنتائج بتاعتها. يعني مش بالميثودولوجي، لا بالنتائج. يعني انا بقى الميثودولوجي لكن مش موصلني النتائج، هيبقى انا يعني ايه؟ ما يعني ما عملناش حاجه. يعني زي بقول لك ايه؟ يعني ايه رايك في يعني احنا ما عندناش فراخ، لكن ايه رايك في النظام؟ قصه حكايه قديمه كده شويه. يعني ايه؟ ان عملوا على الناس عملوا نظام كويس قوي قوي قوي، في الاخر ما فيش حاجه. يعني اطلع الدور اللي فوق عشان تلاقي ايه، واطلع الدور اللي فوق ما لقاش ايه، وفي الاخر قالوا له ايه؟ احنا بقى ايه ما عندناش فراخ، لكن انت ايه رايك في النظام؟ فطبعا ايه دي؟ طبعا ريزلت اورينتيشن طبعا لازم يبقى فيه ريزلت. انا السيستم اللي انا بعمله او الميثودولوجي اللي انا بعملها اذا كانتش لها ريزلتس ويل ريزلتس وجود ريزلتس ويل نون وكلير، يبقى انا يعني ايه؟ يبقى انا ما عملتش حاجه. كل ما يبقى كل اللي بنعمله ده زي ما نقول ايه، عندنا نظام لكن ما عندناش حاجه هتاخدها معاك. ناخد بقى في اخر في ثالث جروب اوف كومبيتنسز اللي هي براكتس. البراكتس دي فيها 14 كومبيتنسز. يعني احنا قلنا الاول كانوا الخمسه الاولانيين، وراهم ال10، وراهم قد الايه؟ ال14 كومبيتنسز الخاصه بمين؟ الخاصه بالايه؟ بالبراكتس. البراكتس دي اللي هي ايه؟ هنعرف دلوقتي الديزاين. او الديزاين دي مش ديزاين اللي هو الانجنيري، خلي بالك في الانجنيري ديزاين. لو انا مثلا مهندس ميكانيكا بعمل ديزاين لماشين، لو انا مهندس معماري بعمل ديزاين مثلا لتاور، لو انا انشائي بعمل مهندس انشائي بعمل التصميم الانشائي. لا، هنا ديزاين اوف ذا سيستم، ديزاين اوف ذا مانجمنت سيستم، مش ديزاين بتاع حاجه هندسيه، لا ديزاين اوف ذا مانجمنت سيستم. نمره اثنين. وده طبعا لو يا سيدي عندك قدرات انك تطبق البي ام بي اللي انت عارفها ومارسها بتاعك كويس قوي، يبقى انت عندك يعني ميثودولوجي جاهزه تقدر تشتغل عليها وتقدر تعمل فيها شويه تشينجز او شويه اي حاجه تنفع مع البروجكت بتاعك. لو انت في حته دي ميزه بقى ان انت واخد البروجكت مانجمنت بمزاج وواخده بحب، هتقدر كبروجكت مانجمنت تقدر تشغل اي ميثودولوجي وتقدر تعمل ديزاين ليك انت شخصيا، انت لنفسك تعمل سيستم تطبقه انت لنفسك وفي كل مشروعاتك لنفسك انت اللي بتعمله،
او لو انت مثلا بتشتغل في شركه اجنبيه، بتشتغل في جاكتر، بتشتغل في تكنيك، بتشتغل في تيودا، بتشتغل في اي شركه انترناشونال، لو انت اصلا دارس اداره صح او عارف المارج الاداره صح، هتقدر تقول في اي سيستم وتنتج فيه ثاني يوم. انما لو انت بتشتغل في حته بي ام بي وتاخد بي ام بي ممتاز، لان نفسك ثاني يوم برضه بتشتغل كويس. انما الديزاين هنا انت كمدير مشروع لازم عندك القدره ان انت لو انت تقدر تطبق البي ام بي وتخلي الناس كلها تطبق البي ام بي هيبقى كويس قوي. لو انت وبتقدر تعمل بقى سيمبل سيستم او ديزاين، تعمل انت ديزاين السيستم بتاعك، وبجيب دي ما بيجيش من الاول، من الاول خالص يعني، بتحتاج ان انت تشتغل مع بروجكت مانجر، وبتحتاج ان انت تكون عندك خبره ودارس. خلينا نكلم النقط دي وبعدين هنخش في الكلام ده كله بعد كده يعني. النقطة الثانية في البراكتس requirements, objectives and benefits، اللي هي المتطلبات والأهداف والمكاسب. طيب النمبر 3 سكوب، بدأنا نقول ايه، نتكلم على ايه الحاجات اللي موجودة في البي ام بي. لو عايزين في الـ في الـ في الـ في التكنولوجي اريا بدأ بايه؟ سكوب، سكوب مانجمنت، انتجريشن، مجموعة الحاجات دي، هتلاقي السكوب اهو at the time لو موجود برضه معانا في البي ام بي هناك. يبقى انت ايه السكوب، ازاي تدير السكوب، او how to ايه the competence related to the scope. وبعدين التايم، how to manage the time. وده ما بنقول برضه managing the time ما يعنيش البريمافيرا. البريمافيرا اتس تول، البريمافيرا ممكن تبقى في ايد واحد ممتاز هتطلع نتائج ممتازه، لو في ايد واحد ضعيف انا مش هطلع لك نتائج ممتازه زيك يعني. بريمافيرا، فاست تراك، شورت تراك، ام اس بروجكت، كلها دي تولز في ايدك. لو التولز دي في ايد واحد محترف هيطلع نتائج كويسه. ما طلعش، ما مش محترف، يبقى تبقى ايه، يبقى البار شارت بتاعنا بتاع زمان جميل، او انت بتعمل الاكتيفيتيز وبتحسبها بايدك كده 20 30 40 اكتيفيتي تحسبها بايدك، دي جميله جدا برضه. طيب النقطة الخامسة في الكمبيوترز بتاعت براكتس اللي هي الايه؟ الاورجنايزيشن اند انفورميشن، اللي هم التنظيم الاورجنايزيشن والانفورميشن اللي هي المعلومات. برضه احب اضيف حاجة هنا، ان الانفورميشن النهاردة احنا كنا بنتكلم على الريسورسز اللي هي الايه؟ الفور ام، مان باور، ماتيريال، ماشينري، ومان. انا بيرسونالي في اوائل الالفينات يعني 2000 2001 بدات يعني ادي محاضرات او لقاءات في الـ في الـ في الـ في البروجكت مانجمنت، حسيت ان الانفورميشن هتبقى اهم نقطه في اي اداره. اللي عنده انفورميشن يعني اللي عنده اي تي انفورميشن تكنولوجي قويه هي اللي هتساعده ان هو ينجح ويمشي مشروع زي الفل. اللي ما عندوش انفورميشن تكنولوجي ما اظنش ان هو هيصيب يعني نسبه نجاح كويس. فالانفورميشن تكنولوجي النهارده من اهم الامور، والدليل على ذلك برضو ان ناس كتير جدا جدا دلوقتي اللي بيدرسوا بروجكت مانجمنت واللي بيدرسوا بي ام بي واللي بيدرسوا برنس 2 غالبيتهم انفورميشن تكنولوجي، لان كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي بتطبق على يعني اكتر مشروعات في العالم النهارده. طبعا احنا الغالبيه مش حاسين، بتبقى مشروعات خاصه بايه؟ بالانفورميشن تكنولوجي، بالاي تي يعني. فالاورجنايزيشن اند انفورميشن. النقاط اللي جايه برضو بقيه النقاط تحت البراكتس، بقيت 14 نقطه. الكواليتي لو نسقى برضو في البي ام بي، اللي دارس بي ام بي هيلاقي ايه؟ النولج اريا الكواليتي. بعد كده الفاينانس كواليتي مانجمنت، وده ما بنقول ودي خبره الحياه. اللي ما يعرفش كي اي كواليتي اشورنس ما يقولش انا بروجكت مانجر. الكواليتي اشورنس هي الاساس بتاعت اي اداره، وهي اللي بتشيك على اي اداره، وهي بتحكم على اي اداره اذا كانت ماشيه صح او ماشيه او فيها نون كونفرنسز. ده هنتكلم عليها برضه، هل عاملين ثلاث اربع عروض على الكواليتي. طبعا الكواليتي ده بحر جميل يعني، بيبتدي من يعني في نصه كده في الايزو، وبعدين تحط كواليتي مانجمنت، وبعدين السكس سيجما، وبعدين اللين سكس سيجما.
يعني ليفلز كتيره، مش قمتها مش الايزو، الايزو ده مرحله في النص يعني ثالث او رابع مرحله في التطور بتاعها. الفاينانس مانجمنت ده مهم جدا وهام جدا، طبعا زي ما بيقول برضه ده لازم مدير المشروع يبقى فاهم كويس قوي الفاينانس، لان انت اي هدف في الدنيا اي هدف نتيجته في الاخر بتبقى ايه؟ بيبقى فاينانس، ولازم نعرف الفاينانس بتاعتها ماشيه ازاي. ودي برضه ان شاء الله في برضه احنا قاعدين على الاوريجنال فاليو وهنتكلم عليها وباقيها. الريسورسز زي ما كنا بنقول الريسورسز عباره عن ايه؟ الفور ام، وانا زودت عليها الايه؟ الاي تي، المان باور ماشينري، مان باور ماشينري وماتيريال والماني، والريسورسز الهامه جدا اللي هي الايه؟ الانفورميشن تكنولوجي. طيب البروكيورمنت اند بارتنرشيب. البارتنرشيب اللي هي ايه؟ والله لو انت شفت الترجمه بتاعتها هيبقى الايه اللي هي الايه؟ اللي هي المشتريات، هي مش المشتريات الحقيقه، هي التوريدات. البروكيورمنت دي بتشمل حاجات كثيره جدا، اعتقد احنا شرحناها المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على البروكيورمنت فيز اللي بتعمل فيها الكونتراكتس كلها بتاعت المقاولين، الكونتراكتس بتاعت الاستشاريين، ودي يعني ايه موضوع هام جدا، بيدخل فيه الكونتراكت مانجمنت، بيدخل فيه حاجات كتير جدا. طيب النقطه العاشره بقى في الـ في الـ في, الـ في البراكتس، بلان اند كنترول، اللي هو التخطيط والتحكم. فدي النقطه العاشره في الكمبيوترز، هيفضل لنا اربع نقط في البراكتس: ريسك اند اوبورتيونيتيز. ريسك مانجمنت برضه الريسك موجود دلوقتي في الايه؟ في التكنولوجي اريا. هنا انا معترض شويه على الريسك والاوبورتيونيتيز يبقوا مع بعض. في الحقيقه في الاستراتيجيك مانجمنت او في اللي هو الايه؟ السوات اناليسيس، سترينث وبيكنس، اوبورتيونيتيز اند ثريتس. هنا واخدين اوبورتيونيتيز حاطينها في الريسك، مع ان الريسك ده ما بيحملش شيء سيء دايما. الريسك ده الحاجات اللي ايه؟ الغير منصوره اللي انت متوقع انها هتحصل معاك. فالريسك ده ممكن يبقى اوبورتيونيتيز حلوه جدا، وبرده مش سر هقوله لكم، واكيد مش عارف مجال المقاولات عارف ان قطاع المقاولات كله مكسبه بيعتمد على او نسبه المكسب بتعتمد على مدى تحمله للريسك اللي موجود في اي مشروع. الستيك هولدرز اللي هي ايه؟ الستيك هولدرز الناس المشاركه في المشروع في المشروع بتاعك او في البورتفوليو او الى اخره، هم بيسموهم ايه؟ اصحاب المصلحه، هي الستيك هولدرز اساسا يعني ايه؟ ان هو ستيك وناس يعني مجموعه ناس، بس هو ايه الاتفاق ان هو ايه؟ اللي هم اصحاب المصلحه في المشروع، سواء اصحاب المصلحه بوزيتيف او نيجاتيف، ان كل واحد له عنده مصلحه معينه وايه، ولازم طبعا يبقى فيه ستيك هولدر اناليسيس لكل مشروع، ودي عاده برضه بتتعمل لازم تتعمل بيريودكال يعني. انا كنت اعرف ناس مشروعات بس من زمان يعني، كان لازم اول كل شهر يعمل ستيك هولدر اناليسيس من اول وجديد. حتى لو ما اتغيرش اي تغيير يحصل بتحط الستيك هولدر الجديد او الستيك هولدر هيبتدي ايه يتكلم عليه. بوينت نمبر 13 تشينج اند ترانسفورميشن. التشينج مانجمنت ده الحاجات الهامه جدا 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 جدا. ودي نقطة أنا برضو يعني ربنا ألهمني مرة وأنا بدي لقاء في السعودية عن تشينج مانجمنت، وعندي برضو موجود إن شاء الله هنعرضه عليكم بشكل مبسط جدا. على تحدي اللي طلع لي إن ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجة ستاتيك، مفيش حاجة ستاتيك. ربنا ما خلقش حاجة ستاتيك. اعتبرها من ذرة التراب اللي هي شوية هواء بيحركوها لغاية الأقمار والكواكب، هو يعني مفيش أي حاجة حاجة ستاتيك، كله ان تشينج، كله بيحصل له تشينج، سواء في الجيوغرافيكال أو تشينج في الـ في الـ في الـ في الكيس أو تشينج في السكوب أو تشينج في أي حاجة. دي هتكلم عليها برضو في موضوع منفصل يعني. هنا بقى سيلكت أند بالانس، دي النقطة ال 14 دي اللي هي خاصة بالبورتفوليو وخاصة بالبروجكتس أو بروجرام، يعني خاصة بالبروجرام مانجمنت وبالبورتفوليو مانجمنت، اللي هي النقطة ال 14، النقطة ال 14 دي مش هنلاقيها مع ايه؟ بالكمبيتنسز بتاعت البروجكت مانجر، هتبقى الكمبيتنسز بتاعت الايه؟ بتاعت البورتفوليو مانجر والبروجرام مانجر. مش هتكلم على الـ على الـ على الاجايل مانجمنت دلوقتي، لان انا يعني ايه؟ عايز اقعد عليها كويس واطلعها كويس عشان اعرف ايه يعني لكم.
او نتناقش فيها مع بعض. يعني طبعا كلكم اساتذه وعارفين اجايل وفي الكلام ده كله، لكن احنا ايه هنعرف بالظبط احنا في الستيب اللي جايه. يعني احنا بس نخش نحط نفسنا الاول في مجال ان احنا هاو تو بي انتر بروجكت مانجر، وبعدين هنتكلم اجايل. الاجايل ده جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من البروجكت مانجمنت سيستم الاجايل. والناس اللي بتشتغل من زمان، الناس اللي اشتغلت من قديمه يعني وكده، هيحس ان هو اشتغل اجايل من غير ما يحس في مشروعات كتير يعني. وانا حتى عملت اجايل كتير من غير ما اعرف. هنا بقى نبتدي بقى نتكلم ايه في الكمبيوتنس نفسها بقى. اول نقطه عندنا اللي هي الايه البرسبكتيف كومبيتنسز اند السبيشال كومبيتنس اند ايه اند اتس كي بي ايز الكي بيرفورمانس انديكيتورز. كي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعت ايه؟ بتاعت البرسبكتيف كومبيتنسز. احنا قلنا اول نقطه في البرسبكتيف كومبيتنسز اللي هي الاستراتيجي. خلاص استراتيجي تحتها خمس نقط، تمام. طيب الخمس نقط دول ايه؟ align with organizational mission and vision. دي اللي بنقول عليها، يعني انت لازم اللي هي التوافق مع المهمه والرؤيه التنظيميه بتاعت المكان او اللي انت بتعمله. ودي من اخطر الامور، يعني دي مرتبطه بالاستراتيجي. اول حاجه مرتبطه بالاستراتيجي، يعني انا لو انا مثلا مش عايز اقول محافظ، ده عشان ما حدش يتكلمني بالسياسه، انا بتكلم على السياسه، انا بتكلم على 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 تطبيق اداره. بلاش اقول كده، خليني اقول رئيس حي اقل شويه من ويجي في حته معينه يقول لك ايه افتحوا لي طريق هنا. الله، هو انت شفت من غير ما ابص للتخطيط الشامل بتاع البلد اللي هو فيها، هو افتحوا الطريق ده يبقى امر جه امر سيادي، وهو مش عارف ان الاستراتيجيك بلان بتاع مثلا المدينه بتاعته هذا الطريق مش موجود فيها، لان اللي عامل بيعمل استراتيجيك معاش بدون بيبقوا ناس متخصصين وناس كبار. والحقيقه اساتذه كبار واساتذتنا الاستراتيجيك معاش من دول مش اي حد بيقدر يعمل استراتيجيك معاش، بيبقى عنده خبره كبيره جدا ودراسات كبيره جدا. فالاستراتيجي اول حاجه، اول كومبيتنس وانت كمدير مشروع لازم تعرف تو الاين يور سيلف اورجانيزيشنال ميشن اند فيجن. طيب نمبر 2 في الكومبيتنسز في الاستراتيجي، ايدنتيفاي اند اكسبلويت اوبورتونيتيز تو انفلوينس اورجانيزيشنال استراتيجي. بتحدد وتستغل الفرص للتاثير على الاورجانيزيشن استراتيجي. يعني انت عندك استراتيجي في الاورجانيزيشن بتاعك، لازم انت نفسك تبقى محدد نفسك انت فين من الاستراتيجي دي، وان انت تعرف تستغل الفرص اللي فيها. يعني ممكن في الاستراتيجيك مانجمنت في حاجات لو انت مش واخد بالك منها ممكن ما يعني بتبني في حته معينه، بتعمل مشروع معين ضمن سياسه عامه، لو انت مش عارف كل السياسه العامه دي جوه الاستراتيجيه، انت لو انت عارفها كويس هتقدر تستفيد كويس قوي بكل نقطه. نقطه اقتصاديه، نقطه اعفاء من مثلا من ضرائب، نقطه مثلا مكافئات معينه اللي يعمل حاجه معينه، في حاجات كتير من دي لازم تبقى عارف الاستراتيجي بتاعتك عشان ايه تكسب منها كويس. تكسب opportunities منها يعني. نمبر 3، النقطة الثالثة في perspective competences، develop and ensure the ongoing validity of the business operation justification. ان انت تطوير وضمان الصلاحية المستمرة للأعمال والتحسينات التنظيمية. يبقى انت ايه؟ يعني بتطور دايما مع الايه مع الصلاحيه المستمره للاعمال والتحسينات التنظيميه لاي تنظيميه بتحصل. يعني بتبقى جواها بفهم ايه اللي بيحصل جوه التنظيم بتاعك. Determine, assess and review critical success factors. لازم تحدد وتقيم وتراجع الكريتيكال سكسس فاكتورز اللي هي ايه؟ اللي هي عوامل النجاح الحرجه. لازم انت تبقى عارف دي كل دي بنتكلم في الاستراتيجي لسه، احنا لسه قدامنا اربع نقط تانيين في البرسبكتيف.
غير النقط التانية. يا رب بس ايه، هنشوف هنقدر نصبر مع بعض لغاية فين. ووقت كلام موجه للباشمهندس عمر، لما تحس ان الدنيا يعني محتاجه تو تيك بريك 5 مينتس 10 مينتس، انا ما عنديش مشكله خالص، او نخرج بره يعني فري فري ديسكشن او فري 3 مينتس كده، ناخد نخرج بره الكلام الجد قوي ده. هو على فكره الكلام سهل وجميل وظريف، ويعني ما هوش صعب ولا معجزات ولا حاجه، يعني غير الناس اللي بتفتقد ان الاداره دي كهنوت، الاداره دي بسيطه جدا وربنا خلينا كلنا بيها، بس احنا اللي ايه اللي مقصرين في حق نفسنا، ما بنعملش التطوير لها. Determine, assess and review key performance indicators. حدد وقيم وراجع الكي performance indicators. الكي performance indicators دي تعني ايه؟ بتعني مؤشرات الاداء الرئيسيه. يعني لازم عندك قدره على تقييم مؤشرات الاداء الرئيسيه بتاعتك. بالمناسبه برضو انا عندي ريفرنس، يا رب الاقيه يعني موجود عندي سموير، واحد مصري مهاجر اعتقد مش عارف في الستيتس او في يوروب، عامل 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز لجميع الامور في الحياه. يعني انا نفسي الاقيه ان شاء الله، ونحاول نشوف طريقه ان احنا برضو من ايه يعني. والحاجات اللي انا فيها دي برضو تعتبر كي بيرفورمانس انديكيتورز، ولا بيسموها Competence Performance Indicators، لكن هي برضه nearly زي الكي Performance Indicators برضه، تقدر تحدد انت يعني ايه المفروض تطبقه وتطبقه لغايه فين. طيب ندخل بقى في الجفرنس، دي النقطه الثانيه في الايه؟ في البرسبكتيف، لا النقطه الثالثه في البرسبكتيف مش كده؟ لا دي النقطه الثانيه في البرسبكتيف. برسبكتيف نمبر 5 في النقطه الثانيه اللي هي ايه؟ البرسبكتيف governance structures and processes، اللي هي الحوكمه، الترجمه بتاعتها العربي الحوكمه، الستراكشرز والهياكل والايه والعمليات. دي النظام الاساسي يعني، بتبقى متعلقه اساسا بالكواليتي اشورنس يعني. نو يعني يبقى مدير المشروع بقى عليه بقى يعني يعرف ايه ال 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 الكومبيتنس اللي عنده، او المقدره اللي عنده بالنسبه للموضوع ده، الجفرنس ستراكشر بروسيسز. هم سبعه هنا. نمبر 1 نو ذا برنسبلز اوف بروجكت مانجمنت اند ذا واي ذي ار امبلمنتد. لازم تعرف مبادئ اداره المشروع والطرق اللي هي مطبقه بيها. لازم تعرف مبادئ اداره المشروعات وطريقه تنفيذها. Know and apply the principles of program management and the way they are implemented. يعني انت ما تبقى جوه project، معرض ان انت تبقى جوه program، عادة طبعا لان انا في مؤسسة او في portfolio، فانا جزء من ده كله، فلازم اعرف the principles بتاعت the program management and the way they are implemented. Know and apply the principles of portfolio management and the way they are implemented. يبقى انا وانا جوه project لازم ابقى عارف الحاجتين دول. الحاجات دي على فكره ما كانتش موجوده في النولج ارياز بتاعت الفيرجن 2 و3 قبل كده. ف يعني دي الحاجات اللي هي الجديده بقى، انك تبقى وانت بروجكت مانجر لازم تبقى عارف البرنسبل بتاعت البروجرام مانجمنت والوي ذا ار امبلمنتد والبرنسبل بتاعت البرفورم اكشن. الاين ذا بروجكت وذ بروجكت سبورتنج فانكشنز، اللي هي موائمه المشروع مع مع ايه مع المبادئ اداره المشروع وطريقه تنفيذها. نو ابلاي برنسبل بورتفوليو الاين بروجكت سبورتنج فانكشنز، اللي هي سبورتنج فانكشن اللي هي ايه وظائف دعم المشروع. يعني المشروع بتاعك بتدعم ازاي، مين اللي بيدعمه، نشوف بقى مين يعني طبعا المشروع عاده بيدعم من البروجرام، وبيدعم البورتفوليو، وبيدعم من الايه من الشركه اللي هو فيها. طيب align the project with the organization decision making and reporting structures and quality requirements. لازم اعمل alignment للبروجكت بتاعي يعني موائمة المشروع مع هياكل صناع القرار. يعني بيبقى في دايما في اي مكان صنع قرار، سواء بقى رئيس مجلس الاداره، مدير عام الشركه، العضو المنتدب، لازم decision makers
ولازم يبقى ايه يعني ايه نبقى عارفين اظبط نفسي معاه. مش قصه سيطره، لا قصه في اهداف، في طبعا اللي بيبقى في الليفل الاعلى، وانا بتكلم على الليفل الاعلى اللي هو اللي فاهم واللي عارف واللي عايز ينجح، يبقى له اتجاهات واتجاهات مظبوطه وهو شايف الفيو احسن من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ مش بقول سكند ليفل او بتاع، احسن من الايه؟ من الليفل اللي تحته، يعني اللي في البورتفوليو شايف اللي كل اللي في بروجرامز وده الوفق ما بينهم، اللي في البروجرام شايف البروجكتس وكل اللي فيهم، فبيبقى الرؤيه بتاعته وربطه الحاجات ببعض تبقى ايه اعلى من الثاني يعني. Align the project organization decision making and reporting structures and quality requirements مع الكواليتي requirements. طيب Align the project with human resource processes and functions. لازم البروجكت ده بتظبط مع ايه؟ مع البروسيسز اللي هي البروسيس اللي هي العمليات او البروسيدجرز والفانكشنز والايه والوظائف بتاعت الموارد البشريه، لان الاتش ار النهارده ما بقاش يلا اعلان وتوظيف كلام كله، بقت حاجه مدروسه وحاجه علميه وبيعرف تجيب ازاي ويعمل ازاي ويعمل ايه، بقت يعني له بيج باور في اي مانجمنت. Align the project with finance and control processes and function. بوائم المشروع مع ايه؟ البروسيسز العمليات او المفروض اللي هي بروسيجرز برضه اند فانكشنز بتاعت ايه؟ بتاعت الفاينانس والكنترول اللي هي التمويل والايه؟ والتحكم. طيب هندخل بعد كده على ثالث نقطه في البرسبكتيف. احنا قلنا البرسبكتيف فيها خمس مجموعات، ودي ثالث مجموعه. النمره الثالث الكومبلاينس ستاندردز اند ريجوليشن. الكومبلاينس ده الامتثال او التوافق يعني، والمعايير ستاندردز اللي هي المعايير، والريجوليشنز اللي هي اللوائح. طيب ايدنتيفاي اند انشور ذات ذا بروجكت كومبلايز وذ اول ريليفنت ليجيسليشن، يعني ان المشروع بيتطابق تماما مع ايه؟ جميع التشريعات الخاصه بيه. ما بقاش بعمل مشروع في حته فيها مثلا انت تبني مثلا على 40% من الـ من الـ من الـ من الارض وانت تعملها مثلا 50 او تعملها 35 انت ذنبك على جنبك. انما تبقى انت ايه؟ جوه الريليفنت ريجستريشن، جوه التشريعات الخاصه بمكان المشروع بتاعك وغيره وغيره، حاجات كثيره جدا. يعني في حتت معينه ممنوع تعمل مشروع مثلا جنب مستشفى مثلا او جنب مدارس او الى اخره بشكل ملاهي او الى اخره. فلازم يبقى في ايه؟ يبقى فاهم جميع التشريعات للمكان انت بتعمل فيه بروجكت بتاعك او اي حاجه متعلقه بيه. يعني في استيراد، في تشغيل عماله، في اي حاجه اللي هي الايه؟ الليجيسليشن اللي هي الايه؟ التشريعات. طيب number two, identify and ensure that the project complies with all relevant health, safety, security and environmental regulations. لازم نحدد ونضمن ان المشروع بيتوافق مع ايه؟ ال HSSE ال health, safety, security and environment. يعني دول موضوعين في الايزو دلوقتي. يعني اي شركه او مكان او بروجكت النهارده عشان يمشي ويشتغل صح عنده ثلاثة ايزو سيستمز لازم يشتغل بيها. أول واحد اللي هو بتاع السيستم نفسه اللي هو الإيه؟ اللي هو الايزو 9001 أو 9000. الثاني بتاع الانفايرمنت اللي هو الإيه؟ اللي ايزو 14000. الثالث اللي هو كان أصله 18000 وبقى دلوقتي إيه؟ 45000. ده ال 14000 وال 45000 هم دول اللي بيشكلوا ال HSSE. لان منطقي جدا ان انا عشان اعمل مشروع ما ينفعش يبقى على حساب صحه حد او على حساب السيفتي بتاعت حد او على حساب الانفيرمنت اللي حواليا ان انا او اتلفها يعني. فدي مهمه جدا انها لازم البروجكت كومبلايز اورينت هيلث سيفتي سكيورتي اند انفيرمنت ريجوليشنز. نخلي بقى الحاجات دي كلها، كل موضوع بذاته بسيط جدا جدا جدا. وحد يعتقد ان الكلام ده كله صعب ولا مثلا في مشكله ولا حاجه، الحاجه دي كلها لو انت if you are working in a good system هتلاقي الكلام ده كله ماشي معاك سيستماتيك.
الاورجنايزيشن بتاعك في الناس دي بتشتغل. انت مش حت... انت انت بس انت كبروجكت مانجر لازم تبقى عارف يعني ايه كواليتي بلان، يعني ايه سيفتي بلان، يعني ايه كونستراكشن بلان، يعني ايه انفايرمنتال بلان، يعني ايه اسسمنت، يعني الكلام ده كله بيبقى معاك الناس اللي بتعمل هذا الكلام. انت لازم تبقى فاهم وعارف حدودك، هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نوضحه في لقاءاتنا. اذا اشتغلت في حته يعني مقصره او مش قادر تفهم، لازم يبقى في مثلا في حته كتير تقول لك انا يبقى عندي مثلا كونتراكت مانجر ليه؟ ما انا عندي الكونتراكت بعمله والشروط القانونيه بتعمله والى اخره. لا، زي ما عندك كونتراكت مانجر دلوقتي في اي مشروع كبير، ما فيش حاجه اسمها ما عنديش بروجكت كونتراكت مانجر. الكونتراكت مانجر ده الكلام ده من زمان، من السبعينات والثمانينات من القرن اللي فات، بيبقى فيه كونتراكت مانجر. ما فيش جواب يدخل على البروجكت او على المؤسسه الا ما لازم يراجعه، ما فيش جواب طالع الا لازم الايه الكونتاكت مانجر يراجعه. انا شفت الكلام ده في بدايه، شفته في عمان زمان قوي، وبعد كده التطور بقى دلوقتي في كل مشروع في هذا الكلام، لان ممكن كلمه واحده في اي خطاب او مكاتبه تفرق كتير جدا 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 بالبروجكت، سواء تفرق في بوزيتيف او نيجاتيف. فالكونتراكت مانجر النهارده في ناس كتير ما بتبقاش مقتنعه، فانت مثلا عشان تشتغل او تعمل تضطر ان انت احيانا ان انت تقوم باي دور من الادوار لغايه ما ايه ما يجي حد، او لغايه ما ايه يعني ما يعني لازم انت كبروجكت مانجر تبقى عارف الكلام ده. وده ان شاء الله كل ده هنتكلم عليه، وكل ده هنوضحه ان شاء الله اذا ربنا اعطانا العمر واعطانا القدره ان احنا نكمل ان شاء الله مجموعه اللقاءات دي مع بعض. ان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا ايه نشوف هذا الكلام كله مع بعض. Identify and ensure that the project complies with all relevant codes of conduct and professional regulations. هنا دخلنا بقى في قواعد السلوك والrelevant codes. يعني في للاسف في حاجات كثيره جدا يعني مش عايز عم استرس قوي على الحته دي. في ناس معتقده مثلا ان المقاولات دي لازم يبقى في حاجات غلط كتير. بالعكس المقاولات اداره لو اتعاملت الاداره صح وما ما تحتاجش لاي غلط يحصل، بالعكس انت كل ما كانت الكواليتي بتاعتك مظبوطه، كل ما كنت ماشي بخلق وماشي باحترام وماشي بكوندكشن. وشركات كبيره على فكره كده، يعني شو الشركات الاجنبيه كتير اشتغلنا معاها، سواء يابانيه سواء امريكيه سواء فرنسيه سواء بريتش، اما تشتغل بمستوى معين اللي هي ايه كودز اوف كوندكت، اللي هي ايه اللي هي قواعد السلوك، اللوائح المهنيه بيرسونال ريليشنز، لازم في الحاجات دي تبقى متحدده وواضحه ومعموله كويس. Identify and ensure that the project complies with the relevant sustainability principles and objectives. Sustainability اللي هي ايه؟ اللي هي الاستدامه. الاستدامه دي معناها ايه برضو؟ في ناس يعني ايه مش عارف كلمه استدامه دي هي عدم استهلاك، اساس تعرفها عدم استهلاك الموارد الطبيعيه او الموارد في الجيل اللي احنا عايشين فيه. لازم نترك ما عندنا من امكانيات للاجيال اللي بعدنا مش طريقه منظمه. انا لا انا ملكي ولا انا متعصب لحد ولا حاجه، لكن يعني شفت فيديو قريب او صور قريبه كملك من الملوك اللي هي من زمان، يعني مش عارف برضه اقول حاجه عشان ما ايه ما اتهمش ان انا بقى انا ما بحبش حد، ولا انا همي كله ان احنا كلنا نبقى ان شاء الله على مستوى عالي من البروجكت مانجمنت. قفل منجم ذهب وقال سيبوه للاجيال اللي جايه. ما يبقاش الدنيا سايبه كده وكل واحد يدخل ويخلص ويعمل ويخطف، لا المول يبقى شكل ايه؟ شكل استراتيجيك وشكل ايه؟ سستينبل. نمبر 5 كل ده في الايه؟ النقط بتاعت الكومبلاينس والستاندرد ريجوليشن. ثالث نقطه في الايه؟ في البرسبكتيف عشان ما نسرحش. احنا كل ده بنشتغل في اول نقطه، في اول نوع من انواع الايه؟ الكومبيتنسز. اسس يوز اند ديفلوب بروفيشنال ستاندردز اند تولز فور ذا بروجكت. بتقييم واستخدام وتطوير المعايير والادوات الاحترافيه للمشروع. لازم ابقى مدير مشروع محترف عارف البروفيشنال ستاندردز والتولز بتاع البروجكت ايه عشان انا امشي صح وامشي كبروجكت مانجر ساينتفك وببساطه شديده. وانا صدقوني انا يعني بتكلم بخبره سنين، الاداره من اسهل وابسط وامتع العلوم
اللي تعرفها وتستمتع بيها. لازم كل واحد بعد 3 4 سنين لازم يخش فيها ويدرسها ويعرفها ويفضل يتعلم فيها ويعرف فيها لغاية ما يعني ما يعني ايه ما ربنا يعني ايه ياخد ودعته. يعني لازم الإدارة بتتطور كل يوم النهارده، وهي من أهم الأمور، وهي سبب نجاح الدول الكبرى وسبب عدم نجاح الدول اللي هي ما بتاخدش بيها. النقطة السادسة في الكومبلاينس ستاندرد اند ريجوليشنز، assess benchmark and improve the organizational project management competence. لازم تقيم وتقيس وتحسن الكفاءة بتاعت البروجكت مانجمنت الاورجانيزيشنال كومبيتنس بتاعتك. زمان على فكرة كان في ايام الكمبيوتر كانت متقسمة للاورجانيزيشنال وتكنيكال والى اخره، فلازم انت تكوين المشروع لازم انت تعمل اسسمنت وتحدد وتصلح الاورجانيزيشنال بروجكت مانجمنت كومبيتنس بتاعتك اللي متعلقة بالاورجانيزيشن. طيب الاثنين اللي جايين سهلين عشان نخلص بقى الجزء بتاع البرسبكتيف ونشوف كده هل انتوا يعني ايه يعني مستحملين ونقدر نكمل الباقي دلوقتي ولا ناخد 5 minutes بريك ولا حاجه. يبقى عمر باشا يعني ايه يعمل لهم من الستاتيست كده شوف ايه الاتجاه، واحنا يعني ايه احنا مع بعض. انا يعني ما بتعبش معاكم يعني او مع يعني 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 كل زمايلنا واخواتنا وابنائنا، انا ببقى مبسوط جدا وانا يعني في الحديث معكم. وطبعا انا بفضل تماما الحديث يبقى يعني ايه دبل واي يعني، بس يعني ايه او ربنا يبعت لنا الكورونا بقى عشان الواحد يفضل ايه يتكلم لوحده، وفي الاخر ان شاء الله بيبقى فيه كده سيشن هنتكلم مع بعض ونناقش ونشوف ان شاء الله. فالنقطه الرابعه في البرسبكتيف كومبيتنس اللي هم عددهم 5، اساس personal ambitions and interests of others and the potential impact of these on the project. تقييم الطموحات الambitions والمصالح الشخصية للآخرين and the potential impact وتأثيرها المحتمل على المشروع. يعني كل المشروع فيه تيم أو ناس بتشتغل عليه بصرف النظر عن هم جوه التيم internal أو external أو في جوه direct environment ولا في المايكرو انفايرمنت ولا في الماكرو انفايرمنت. كل ده هنعرفه برضه مع اليونيس الانفايرمنتس، ان كل واحد في اللي بيشتغلوا له اهداف شخصيه وله مصالح شخصيه. احيانا بتبدو تعارض مع مصلحه حد تاني. هنا بقى ايه الشطاره بتاعت مدير المشروع ان هو يقدر ان هو ايه يحل الكلام ده موجود من ضمن ايه كونفليكت مانجمنت. فلازم تبقى ايه يبقى عنده الباور انه يقدر مدير المشروع ان هو ايه يحل الامور دي، يبقى متفاهم وعارف ويحلها بشكل ان هو يصل لاهدافه ويرضي جميع الاطراف. هي نظريا مش ممكن ترضي جميع الاطراف، لكن عمليا ممكن لو انت التيم بتاعك مختاره صح وماشيين صح وكله باصص لنقطه واحده صح. وانا مش بتكلم كلام خيال ولا كلام لسه انا هتعلم انزل موقع ولا كده، لكن لا لو بروجكت مانجمنت اتكون بشكل صحي وكان البروجكت مانجر كان ممبر رئيسي في اختيار التيم بتاعه، يعني انا بفضل تماما كده. لان انت كبروجكت مانجر برضو لما بتيجي يعني از اكزامبل يعني انا مثلا بدات في قطر مثلا لما سافرت يعني تاني بلد هفتحها او حاجه في قطر، نزلت في مصر جبت ناس واشتغلوا معايا هناك واشتغلوا معايا شويه في قطر، انا سبتهم وطلعت بعد كده رحت على دبي. مشروع في دبي احتجت بلانر، صحوا البلانر اللي هو اللي كان شغال معايا فتره ما عايز فلان تليفون وكذا، صحوا من النوم الصبح في هنا واحد اسمه محسن القاضي عايزك تشتغل معانا انت تاخد كام؟ فوق صح وقال لهم انا عايز الرقم الفلاني، قالوا خلاص تيجي الاسبوع ده. مثلا كان بيشتغل معايا مثلا دوكمنت كنترولر، فمثلا يبقى ايه هاته. يبقى لما بتبتدي انت كبروجكت مانجر في اي مشروع لو انت عندك تيم اشتغل معاك قبل كده ده بيساعدك تماما ان انت ما تقعدش مده كبيره في التيم بيلدنج. وهنتكلم على التيم بيلدنج هنلاقي ان في مرحله الفورمنج وراها مرحله ستورمنج. الستورمنج ده بيبقى فيه مشاكل كتيره جدا ما بين الناس وبعضها،
لغايه ما تبقوا مع بعض، وهيبقى لنا بعد كده لما هنيجي نتكلم على التيم بيلدينج. هنا بقى assess the personalities and working styles of others and improve them for the benefit of the project. لازم تقيم الشخصيات اللي معاك والانماط بتاعتها working styles of others and improve them to the benefit of the project، وتستخدمهم لمصلحه المشروع. ما فيش حاجه اسمها مصلحه شخصيه، في حاجه اسمها مصلحه مشروع. مصلحه مشروع لو كلنا بصينا لها كلنا هنتبسط وهنسعد جدا مشروعنا بينجح مشروعنا. وللاسف يعني 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 المشروع لما بيبقى كده وبيبقى الناس بحب بي بي وفي على فكره برضه بالمناسبه برضه دي حاجه ودي معروفه من اوائل الالفينات، يعني 2001 2002 2003 اللي الاداره بالحب. ونخلي بالنا الاداره بالحب ما تعنيش ان انا متسيب، لا تعني ان انا كمدير مشروع بحب التيم بتاعي وبحب شغلي وبنجتمع مع بعض ونجتمع نفطر مع بعض نتغدى مع بعض نسهر مع بعض نتعرف اسريا، يبقى في بيننا علاقه. دي ودي انا بعتبر ان دي المكسب الحقيقي، انت بتكسب ناس بتظل على علاقه بيهم ابدا الحياه بعد كده، اللي هي الاداره بالحب. والاداره بالحب لا تعني التسيب ولا تعني ان اللي انت بتحبه ده هتفوت له غلطه، لا بالعكس، ده اللي انا بحبه ده مش هفوت له غلطه، بالعكس ده انا هساعده بشكل او باخر ان هو ايه يطور من امكانياته والى اخره. وانا بكلمكم عن تجارب، انا مش بكلمكم كلام نظري. انا يعني بنعمل لقاءات بنعمل محاضرات والى اخره، لكن انا الكلام ده كله ده طالع من السايت عصاره العمل في شركات كتير جدا. ومحدش يقول لي بقى الانسان المصري ولا الانسان العربي، الانسان المصري والانسان العربي احسن ملايين المرات من اي حد تاني. ده لا هو تعصب ولا هو مثلا اعتزاز حتى بالنفس ولا حاجه، انما زي ما قلنا اللي ناقصنا وبقوله تاني وقلت المره اللي فاتت وبقوله تاني واقوله ثالث ورابع، ثلاث حاجات يعني لازم اهتم بيها كمدير مشروع مصري او عربي او اي مشروع في الدنيا. ان هو اول حاجه اللانجوج، لازم الانك لانجوج تبقى يعني زي ما احنا هو مش كل الناس عارفه هذا الكلام، ان في ماذر انجلش لانجوج وفي فورن انجلش لانجوج. لو انت وصلت انك تبقى عندك الماذر انجلش لانجوج بقيت انت مسكت كل حاجه، يعني ممكن يبقى معاك 10 دكتوراهات وعندك خبره 1100 سنه انما ما انتش قادر تقدم نفسك وانت عارف تعمل باللانجوج. انا بقول الكلام ده يعني ما بقول لكم الكلام ده مش بقول لكم ان انا عندي الكلام ده، لا انا مش عندي الانجليزي الحمد لله ثالث لانجوج معايا، مانيش بس انا طالب من الشباب ان هو يبقى احسن مننا، لان النهارده اللغه السائده الحاكمه لكل العلم والمعرفه الان كلها الايه الانجلش لانجوج، فلازم ابقى بروفيشنال انجلش لانجوج. وهذا لا يعني ان انا العربي بتاعي ضعيف، لا يعني العربي بتاعي لازم يبقى نمبر 1، يعني لازم اعتزازنا بلغتنا اعتزازنا بقيمنا واعتزازنا بتاريخنا عاوزين نقول لك لازم عندنا هو نمبر 1 قبل اي حاجه، انما لازم نمبر 1. قلنا ان الانجلش لانجوج بتاعك لما بيبقى ممتاز هتلاقي نفسك بتطلب بيتجرى وراك اي انترفيو بعد كلمتين ثلاثه بتتاخد. نمره ثلاثه بيبقى عن اغلب الريفرنسز بالانجلش، فتبقى سهل عليك جدا ان انت ايه تقرا وتراجع زي ما تكون بتتكلم بالعربي. عشان كده هو ايه اللانجوج بتاعك كل ما تتمكن منها كل ما هتقدر ان انت تتطور تتطور بسرعه. النقطه الثانيه عشان ننجح ونستمر في النجاح، لان انا بعد ثلاث اربع سنين لابتدي اعرف يعني ايه بروجكت مانجمنت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، يعني ايه كومبيتنسز، يعني ايه كواليتي فانكشن، يعني ايه يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ان اي واحد عدى عليه ثلاث اربع سنين خبره هيبقى اسمه مدير حاجه، مدير موقع، مدير رئيس قطاع، مدير منطقه، يعني بقى اسمه كده اضاف على اسمه كلمه مدير، وهو مش عارف يعني ايه مدير، مش عارف فور فانكشن اوف مانجمنت ولا عارف هاو تو بلان التايم هاو تو بلان الريسورسز هاو تو بلان الكلام ده كله من الاول لاخر، لازم يبقى عارفه. انا مش بقول مش بتكلم على حاجات وكلام ده، ان شاء الله هتعرفوا مدى سهولته، بس احنا نمشي مع بعض ان شاء الله، ربنا يدينا عمر واحيانا لازم نوصل لهذه الدرجه ونعرف ان الاداره من اسهل واجمل الموضوعات اللي هي موجوده في الدنيا وسهله جدا، واي حد يعني ابتداء مثلا من ثانوي يقدر يبتدي يعرفها ويدرسها واي حد يقدر يعرفها. النقطه الثالثه بقى اللي بيقول عليه عشان تبقى
بروجكت مانجر وتنجح في اي حاجه، اي حاجه في حياتك، في شغلك، في اي حاجه، انك لازم تعمل كونتينوس امبروفمنت لنفسك، ما تقفش. زي ما بنقول دايما، ما حدش يتغر لا بماله ولا بعلمه ولا بمكانه ولا بسلطته. اللي يتغرب باي حاجه من دول ثق ان دي بيجيب نهايته، لان احنا كل يوم بنتعلم، كل يوم بن 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 لازم نعرف، لازم نتطور، لازم نعرف ولادنا، لازم نعرف ولادنا بيفكروا ازاي واحفادنا بيفكروا ازاي عشان نتعامل معاهم عشان نعرف نعيش معاهم. لازم نعرف الدنيا ماشيه ازاي والسوق ماشي ازاي. ما يطلعش مثلا زي البيم وانا اقول لا انا مالي ومال البيم، انا ماليش دعوه. طلع احنا كنا بنشتغل بسلاح دول زمان، لا اما يطلع بقى الكمبيوتر، لا لما يطلع، لا لازم تبقى متطور ولازم تبقى دايما باصص الدنيا ماشيه ازاي وفيها ايه. نرجع تاني مرجوعنا هنا، معلش انا اسف بس انا دايما باكد على الموضوع ده عشان الناس تعرف ان احنا الموضوع مش ان احنا بنجري ورا شهاده، او ان احنا مثلا طبعا الشهاده مهمه يعني ان شاء الله دي سهله يعني، دي اسهل حاجه تعملها انك تاخد شهادات، انما ان احنا بناخد الحاجه بحب وبناخد الحاجه ببساطه، لان فعلا اداره المشروعات من اسهل واجمل وامتع العلوم، وتتبسط جدا لما تحس ان انت بتعملها، وبتفتح لك اوبورتيونز كثيره جدا 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 في حياتك كلها في اي مجال. نمبر 3، اسس ذا بيرسوناليتيز اند وركينج ستايلز اوف اذر اند ايكول ذم فور ذا بنفيت اوف ذا بروجكت. دي كانت النقطه اللي احنا اتكلمنا معاها في نمبر 4. هنتكلم بقى على اخر نقطه في البرسبكتيف اللي هي الكالتشر اند فاليوز. تحتها ثلاث ايه؟ ثري كومبيتنسز، الكالتشر اند فاليوز. Assess the culture and values of the society and their implications for the project. لازم تقيم الثقافة والقيم بتاعت المجتمع وانعكاساتها على المشروع. يعني المجتمع اللي انت حواليك هيأثر على مشروعك ازاي؟ لازم عارف. انت بتعمل مشروعك مثلا في منطقة ريفية مثلا، لازم تعرف هيبصوا لك ازاي، هيعملوا لك ازاي. بتعمل مشروع مثلا في جوه الصحراء مثلا، انا ببالغ يس في الكلام. بتعمل المشروع في منطقه شعبيه مثلا، انا بعمل بجيب مثل حد شويه عشان ايه، يعني ان انت كبروجكت لازم تعرف ان اللي حواليك هيبصوا لك ازاي. يعني دي يعني مفهومه يعني. Align the project with the formal culture and corporate values of the organization. اوائم المشروع مع الثقافه الرسميه والقيم المؤسسيه للمنظمه. يعني سواء انا بشتغل في شركه، بشتغل في الحكومه، بشتغل في اي نظام، بشتغل في امم متحده، بشتغل في اي حته، لازم البروجكت اللي انا بعمله يبقى بخليه متوائم مع الكالتشر والكوربريت فاليوز اللي هي الايه، القيم المؤسسيه يعني. يعني الكوربريت اللي هي المؤسسه، الاداره العليا بتاعت المؤسسه او بتاع الشركه. اساس the informal culture and values of the organization and their implication for the project. لازم عندي القدره وانا مدير مشروع ان انا اقيم الثقافه والقيم غير الرسميه، informal culture and values. يعني الثقافه والقيم غير الرسميه للمنظمه. يعني بيبقى في حاجات غير معلنه. مش معلنه يعني سر، لا يعني عادي. احنا مثلا بنيجي بدري مثلا في الشغل عاده قبلها بربع ساعه، دي ما بتتكتبش، بس بيبقى ايه نوع من ان احنا انا كموظف او بشتغل في مكان، لازم انا معايا معادي الساعه 8 بشتغل، اقول لك مثلا في الشغل 8 الا ربع مثلا. ده انفورمال كلتشر. فاليوز، اي فاليوز موجوده غير رسميه واثرها على المشروع. هنا احنا خلصنا الخمس نقط بتاعت البرسبكتيف. في تهنيج ولا في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه سوري 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 سوري. بلبس بلبس. اوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 8 9 5. لا لا انا قصدي ده طبعا يعني. بلبس معلش انا اسف. يعني احنا ايه برضه بنطلع من راحه شويه عشان اخد ده بقى من اول، لان ايه هو الكمبيوتر يعني بيعاكس معايا شويه. previous 2.4 previous 2.3
previous 2.2 previous 2.2 دي كده previous 2.2 previous 2.1. هنا بقى البيبل هل في حد اللي عنده مثلا هل نقدر ناخد 5 دقايق كده ولا بنكمل عادي؟ استاذ عمر، استاذ عمر حضرتك معانا؟ ايوه استاذ، زي ما حضرتك تحب، زي ما حضرتك تحب. لا انا حابب، انا ما عنديش اي مشكله، مش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله، انا بس انا مش عايز الناس ايه يعني احنا بنتكلم جنرالي كده بشكل يعني الحقيقه يعني انا ماشي خلاص هنكمل ان دول البيبل دول 10 نقط. الحقيقه اللقاء ده من اغنى اللقاءات الموجوده في هذه المجموعه لانها بتحتوي على كل حاجه وبتحتوي على ايه الاسباب او ايه الاسباب اللي بتدعونا ان احنا لما افكر ابقى عايز ابقى بروجكت مانجر وابقى انترنال بروجكت مانجر هعمل ايه. فالموضوع يعني ايه هام وجميل وبسيط، على فكره بسيط، ما حدش يتخض ولا حد يقول ده احنا بقى يعني صعب ولا ابدا، كل حاجات بسيطه جدا 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 وتطبيقها ابسط من كده بكتير. وهتلاقي نفسك بعد كده لو تبتدي تطبق واحده واحده وتبص على اللقاءات بتاعتنا وتطلع على اليوتيوب برضو مفيش مشكله خالص، ادخل واتفرج وشير ولايك وقول وديسلايك، يعني خلي فينا كده اتصالات يعني دايناميك يعني. طيب هنتكلم عن النقطه الثانيه، هنقول لك عن 3 حاجات. الاول اول حاجه كانت حسين، بعد اذن حضرتك، مع حضرتك محمود معتز. انا محمود لو بس كنا عايزين بس ناخد راي الناس، لو يعني الناس موافقه ان احنا ناخد بريك تضغط يس yes. لو مش موافقه وعايزه ان احنا نكمل تضغط نو no. بحيث ان احنا نعرف بس العدد اللي حابب ياخد بريك او لا. يعني انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، وده اللي انا كنت بقول يعني شوف انتوا تحبوا ايه وانا تحت امركم. شوف اعمل شوف كده اعمل كده اسال كده شوف اللايكنج ان احنا نستمر، انا ما عنديش ادنى مشكله. ماشي يا محمود، ما بشانش محمود. هو تقريبا الناس بتقول ان احنا نكمل يعني يا دكتور، فلو كده اتفضل يا دكتور كمل. ممتاز ممتاز. يبقى احنا قلنا اللي كان عندنا 3 نقط اللي هم البرسبكتيف وخلصناها، اللي هي يعني الترجمه بتاعتها المقدرات المنظوره، وبعدين خلصنا ايه ال5 نقط بتاعتها. عندنا دلوقتي بقى ايه البيبل كومبيتنسز اللي هي الايه المقدرات الايه البشريه. طيب اول حاجه السيلف ريفلكشن اند سيلف مانجمنت اللي هي الانعكاس الذاتي والاداره الذاتيه. دول فيهم 5 نقط يعني كل نقطه من دول انت بتبص عليها انت بتطبقها ازاي او انت مستوعبها ازاي او انت ايه مقدراتك في هذا المكان. اول حاجه identify and reflect on the ways in which own values and experiences affect the work. يعني لازم احدد وافكر reflect وافكر في الطرق اللي بتتاثر بيها القيم والخبرات الذاتيه بتاثر على الشغل. يعني انا الخبرات اللي عندي يعني my own values واكسبيرينس الفاليوز اللي هي ايه القيم اللي عندي، مجموع القيم اللي عندي والخبرات اللي عندي هتاثر على الشغل ازاي. يعني لازم طبعا الحاجات اللي عندي ومحدش يقول ان هو ما اعرفش، يعني كلنا عندنا حاجات بوزيتيف وعندنا حاجات نيجاتيف، بس انا لازم ابقى ايه السيلف ريفلكشن والسيلف مانجمنت دي اول نقطه. يعني انا كمدير مشروع لازم اعمل اسسمنت لنفسي واعرف اقول انا فين واقف فين واتكلم ازاي، لازم ابقى عارفه كويس قوي، والا يعني ادير ازاي يعني اذا كنتش انا قادر افهم نفسي واقيم نفسي. يعني حتى ده مبدا حتى في الاسسمنت، انت لما تيجي تدخل تعمل اسسمنت تعمل لك سيلف اسسمنت كبروجكت مانجر بيقول لك ايه مش سيلف اسسمنت لنفسك، ده ايه شيت كده موجود انت بتدي نفسك درجه مثلا من 10 في كل نقطه، وبعدين بقى انت بقى ايه حط في درجه 9 او 10 من 10 وخلي بقى ايه المناقشه تحمى مع الاسسورز
وباذن الله يعني كلنا باذن الله في اخر لقاءاتنا دي هنحط مش اقل من 8 9 من 10 في جميع النقط اللي موجوده باذن الله تعالى. Identify and reflect on the ways in which own values and experience affect the world. لازم يبقى احدد وانعكس بالطرق اللي هي يعني my own values وماي اون اكسبيرينس هتأثر في الورك ازاي. تاني حاجه build self confidence on the basis of personal strengths and weakness. ببني ثقه بالنفس بس مش كده يعني في ناس ايه يعني بتبني ثقه بالنفس على اساس خاطئ يعني ده انا مدير مش عارف ايه لا self confidence مش ان انت مدير لا self confidence ايه اللي عندك؟ ايه المعلومات اللي عندك؟ إيه خبراتك زي ما كنا بنقول ايه الكومبتنس تعرفها في الاول خالص. On the basis of personal strengths and weakness. انا عارف كل واحد فينا ما حدش يقول لي انا ما اعرفش. عارف نقط القوه ونقط الضعف بتاعته. شطارتك كمدير مشروع ان اللي بيشتغلوا معاك ما يعرفوش نقط الضعف بتاعتك. اتعرفوا ان انت انسان عاطفي خد عندك. اتعرفوا ان انت انسان أنا آسف يعني مش قصدي مادي مش حت يعني إيه ما تخليش حد يعرف نقط ضعفك لكن أنت بينك وبين نفسك تبني ثقتك على قواعد القوة والضعف اللي عندك تحاول نقط الضعف تلغيها دي الشطارة أو تخفيها لغاية ما تتغلب عليها عشان ما حدش إيه يستغلها 2 1 3 حتى في ثلاثة أنا بقول لك إيه ما تحس يعني ما تخليش اللي بيشتغل معاك يحس بـ 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 بالسيستم بتاعك مش بالسيستم يعني بالبيهيفير بتاعك يعني مش اي بيهيفير مثلا نفسك بتتنرفز لا او اي بيهيفير انت ايه تسكت لا يعني تبقى ايه يبقى انت عارف كويس قوي انك ايه انك مش تمثل ازاي تمسك نفسك وازاي تظبط نفسك مع جميع المواقف يعني طيب build self confidence on the basis of personal strength and weakness Identify and reflect on personal motivation to set personal goals and keep focus. تحديد الدوافع الشخصية والانعكاس عليها لتحديد الأهداف الشخصية والحفاظ على التركيز. يعني فيها جزء معاك وجزء مع الناس اللي بيشتغلوا معاك. يبقى أنت عندك إيه؟ أنت بتعمل موتيفيشن لنفسك خلي بالك برضه يعني تقول لنفسك الله ينور مثلا وكده يعني مع الناس اللي بيشتغلوا معاك. To set personal goals and keep focus. Organize personal work depending on the situation and own resources. تنظيم العمل الشخصي حسب الموقف situation وحسب الايه ال own resources resources اللي عندي. الحاجات دي كلها self reflection and self management. الحاجات دي خاصه بمين؟ بيا انا كانسان او كايه؟ كمدير مشروع. Take responsibility for personal learning and development. تحمل مسؤولية التعلم والتطوير الشخصي. دي تتحمل مسؤولية قدام نفسك وأنا في رأيي برضه إن دي نقطة للي معاك في السايت. ده من فضل الله سبحانه وتعالى يعني مش عايز أتكلم يعني إحنا عجزنا يعني على الكلام ده لكن يعني أي مدير مشروع لازم يبقى عنده على الأقل ميتنج كل أسبوع مش بتاع شغل انت جامع التيم بتاعك كل نقول اخره من اكبر واحد لاصغر واحد اذا في حاجه اسمها اصغر واحد كل واحد بيعمل دوره وبنقعد نشرب قهوه مع بعض بنحط سناك كده سريع مع بعض يعني بنطري العلاقات بنقربها من بعض اللي بيبقى عنده حاجه او بتاع بيبقى يعني ايه وان انا مثلا نتكلم مثلا على حاجه معينه يعني اي موضوع معين في الشغل في اي حاجه اي موقف اتعمل وكان حد عمله كويس صار فيه كويس اشيد بيه ده الايه البيرسونال ليرنينج والديفلوبمنت بتاع التيم بتاعك او بتاع نفسك طيب هنا نتكلم بقى ايه على موضوع يعني هو عادي انا رايي ان هو عادي يعني ما هوش معجزه في ناس طبعا هتتهم ان انا متفائل لكن انا شايفه يعني البيرسونال انتجريتي اند ريلايبيليتي النزاهه والموثوقيه الشخصيه integrity نزاهه reliability اللي هي الايه الموثوقيه acknowledge and apply ethical values to all decisions and actions يعني لازم يبقى عندي
قيم اخلاقيه وطبقها على جميع القرارات والاجراءات. يعني في قيم، لازم يبقى في قيم، ما حدش يقول بقى مش عارف ايه ده انا اعمل ده انا اسوي او الكلام اللي هو ايه يعني زي كلام الساكت زي ابو السودانيه. لا، يبقى في اثكس، في اخلاق، في اخلاق في التعامل، وانك على خلق عظيم. انما الامه اخلاقه ايه؟ ما بخلت فامه ذهبت اخلاقهم ذهبوا. لازم يبقى في خلق، وخلق حسن، وخلق محترم ما بين التيم وبعضه وما بين الناس وبعضها عشان نصل الى نتائج كويسه. Promote the sustainability of outputs and outcomes. تعزيز وتقدير استدامة المخرجات والنتائج. Promote the sustainability of outputs. أن المخرجات والنتائج لازم تبقى مستدامة أو مستمرة. يعني نحاول ان احنا تبقى ايه مخرجاتنا دايما او النتائج بتاعتنا تبقى ايه مستمره، يعني سستينبل، دائمه مستدامه. يعني تيك ريسبونسبيلتي فور اون ديسيجنز اند اكشنز، يعني لازم اتحمل المسؤوليه عن القرارات والاجراءات الشخصيه. يعني انا باخد قرار حتى لو هو مبني على راي من حد او حاجه بقى قراري. يعني انا اسالت مثلا واحد بتاع السيفتي في موضوع معين وقال لي موضوع لا ده ما ينفعش غير كذا 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 وانا اقتنعت بيه، اما اخد قرار بناء عليه ما بقاش قرار بتاع السيفتي، بقى قرار بتاعي ماي اون ديسيجن. بتاع الكواليتي جه اشتكى لك مثلا قال لك والله الديبارتمنت الفلاني او الناس الفلانيين مش عاملين مثلا ريبورتنج مظبوط، مش عاملين كذا 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 كذا، انا بحقق في الموضوع واخد ماي اون ديسيجن. ما اقولش بقى ان ده بناء على حد، يبقى انا اللي باخد المسؤوليه بتاعت الاون ديسيجنز بتاعتي. Act, take decisions and communicate in a consistent way. التصرف واتخاذ القرارات والتواصل بطريقه متسقه. Consistent، متسقه مع بعضها، يعني القرارات بتاعتي والتصرفات بتاعتي تبقى بطريقه متسقه مع بعضها، ما يبقاش في تضارب ما بين حاجه وحاجه. يعني ده كلام طبعا بالممارسه وبالشغل وبالاستمرار سهل يعني ان شاء الله. Complete tasks thoroughly in order to build confidence with others. اكمال المهام بدقه من اجل بناء الثقه مع الاخرين. يعني انا اي شغل او اي حاجه عندنا لازم تبقى تتعمل بدقه وبحرص وبحذر، وعشان ايه؟ نبني ثقه مع ايه؟ مع الاخرين. ده البيرسونال انتجريتي اند ريلايبيلتي. طيب البيرسونال كوميونيكيشن، بروفايد كلير اند ستراكشرد انفورميشن تو اذرز اند فيريفاي ذير اندرستاندينج. انا لازم المشروع عندي الانفورميشن يبقى واضح. واضح ومنظم، ولازم اتاكد ان الناس فاهماها. يعني ما اعتمدش على ان ايه انا قلت مثلا يا اخوانا الموضوع كذا كذا كذا، احنا عندنا مثلا مشروع عايز عندنا تسليم مثلا يوم كذا 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 للحته الفلانيه. لازم اتاكد ان الناس كلها فهمت. طبعا بشكل محترف، مش بشكل مش تلاميذي بقى، لا يعني بطريقه لبقه، وتتاكد ان الناس اللي انت بتكلمهم عارفين كويس قوي انت عايز تقول لهم ايه بشكل صريح وبشكل ايه يعني متسق وسهل واضح. نمبر 2، فاسيليتيت اند بروموت اوبن كوميونيكيشن. لازم تسهل طريقه التواصل، لازم تسهلها وتعززها، لازم يبقى اوبن كوميونيكيشن. مفيش حاجه اسمها يعني مثلا انا مدير مشروع، في ناس شغال في الكواليتي مثلا، واحد في الطقم بتاع الكواليتي عنده مشكله شخصيه، عايز يشتكي، عايز يقول لك حاجه، لازم يروح لمدير المشروع. ما عملش اي مشكله خالص في كده. مثلا بتاع الكواليتي عايز مثلا له موضوع مع التكنيكال اوفيس، يروح التكنيكال اوفيس عادي خالص. واشجع ان هم في كوميونيكيشن واوبن كوميونيكيشن وواضحه وصريحه وكل حاجه. ما يبقاش في بقى ايه عملية ايه تحس في مشروع انت في ايه؟
في اسرار، لا ده انا مثلا عندي اثنين ثلاثه هم دول الاسرار بتاعتي معاهم، والباقي دولت يعني ايه؟ لا، كل ما كانت الكوميونيكيشن واضحه ومتشجع بروموتنج ان في اوبن كوميونيكيشن، ان احنا كلنا طبعا في حاجات خاصه يعني الكوست كنترول مثلا، مش كل الناس بتبقى عارفاه. الكوست كنترول ده سر من اسرار الشركه او سر من اسرار المشروع، وعلى فكره اي شركه اجنبيه بتيجي على الكوست كنترول بالذات وبتعمله بلغتها الاصليه. يعني لو اشتغل مع شركه صيني الكوست كنترول هيبقى بالصيني. لو شركه كوري بتبقى بالكوري، وهكذا. الكوست كنترول بالذات، لان اي مكان بيبقى عنده موضوع الماني بيبقى له يعني نوع من الايه، من السريه شويه يعني، او الشخصيه شويه. طيب نمبر 3، choose communication styles and channels to meet the needs of the audience, situation and management level. اختار الاساليب وقنوات الاتصال اللي هي تلبيه احتياجات الاودينس، الناس التانيه، الناس اللي معاك، والموقف ومستوى الاداره. يعني انا مش هكلم رئيس مجلس الاداره زي مثلا رئيس القطاع، زي مدير المشروع التاني اللي زيي، او زي الناس اللي شغاله معايا في فيرست ليفل او في السكند ليفل او في السكند ليفل. يبقى كل واحد عنده الكوميونيكيشن ستايلز والشانلز تو ميت ذا نيدز اوف اودينس، لو كل الناس، والموقف نفسه والمانجمنت ليفل. يعني كل واحد له طريقه معينه في الايه، في العرض، في عرض الموضوع، وحتى اختيار الكلمات واختيار الطرق واختيار الوقت انك تعمل كوميونيكيشن معاه. هو الكلام ده بسيط وسهل وجميل، بس هو يعني في الابلكيشن بتاعه عايز ايه، جهد شويه. وزي ما قلنا الكوميونيكيشن هي من اهم النقاط بتاعت مدير المشروع، بس دي احنا لسه في البيرسونال كوميونيكيشن، لسه هنوصل، هنمشي بعد كده نعرف الدنيا ماشيه ازاي. communicate effectively with virtual teams، يعني التواصل الفعال مع الفرق الافتراضيه، virtual teams اللي هي مثلا فريق الكواليتي، مثلا فريق السيفتي، فريق، لازم يبقى الكوميونيكيشن يبقى ايه، افكتيف، يعني تواصل فعال. employ humor and sense of perspective when appropriate. يعني ايه، ما انت بتتكلم في موضوع وجد جدا، مفيش مالك ايه تحدث نكته دعابه، يعني كلمه حلوه يعني، بس خلي بالنا، خلي بالنا من نقطه مهمه جدا. ما يعني ايه، ما يعني ما اقولش كلمه على حد مثلا ان احنا نضحك عليها، لا مش على حد، خلي بالنا دي، ده موضوع برضو خطر على بالي دلوقتي. يعني بقول كلمه نكته او ضحكه على موقف على حاجه، انما على شخص مثلا ان هو غلط غلطه مثلا وضحك الناس عليه او الى اخره اخره، لا ده ممنوع منعا باتا، خصوصا في الايه، في الاجتماعات العامه او الى اخره. لا، مهما كانت صغيره، مهما كانت، ممكن احنا كلنا بيحصل مننا تسقط مننا كلمات، بيحصل من اي حاجه، بس نقول نكته. يعني احنا حتى في احنا المصريين معروفين ان احنا، ما اعرفش احنا يعني فقدنا حاجات كتير من الحته دي دلوقتي، لكن المصريين عموما حتى في احلك مواقفهم، يعني ياما ركبنا طيارات تتاخر، تفضلوا متعزين ومتنرفزين وبتاع، وتلاقي المصريين قاعدين ايه، بيضحكوا بيهزروا، بيقول لك السواق اصله مش عارف ايه، نسي المفتاح الطياره، لا ده مش عارف ايه، يعني في نوع من الدعابه. يعني ساعات بتبقى متجاوزه ما بتعجبنيش، لكن انك تبقى عندك حته من الهيومر عشان يعني انك تخلي الجو العام، جو اللي حواليك في الكوميونيكيشن جو كويس، يعني جو في ضحكه. يعني البيرسونال كوميونيكيشن دي نمبر 2 و 3. البيرسونال كوميونيكيشن بروفايد كلير اند ستراكشر انفورميشن تو اذر اند فيريفاي ذا اندرستاندينج. احنا قلناها دي، امبلوي هيومر اند سيرفيس. ريليشنز اند انجيجمنت، العلاقات والمشاركه. دخلنا بقى في الايه، دخلنا بقى في الاطراف الثانيه. النقطه الاولانيه كانت مرتبطه يعني الى حد ما بالبيرسونال، الانسان نفسه يعني. هنا الريليشنز او الانجيجمنت، انيشيت اند ديفلوب بيرسونال اند بروفيشنال ريليشنز. المبادئه في توفير العلاقات الشخصيه والمهنيه. يعني ككل ما كانت علاقتك بالتيم بتاعتك قويه،
كل ما قدرت انت تتصل معاهم اللي يبقى فيه يعني مثلا اخر اسبوع مثلا قدرت تعمل لقاءات اسريه، قدرت تعمل مثلا يعني اي يعني لو في حد لا خلاص معلش. طيب انك تعمل مثلا بتجتمع في نادي مثلا، انا شايف مشروعات كثيره جدا، كنت بقى معايا خمس ست شركات مقاولات وانا مدير المشروع، كان لازم مثلا كل يوم سبت الصبح كل بنجتمع مع بعض وبنفطر وبنضحك مع بعض، وتبقى يعني تخلق روح من الحب، تخلق من الحب من الود بين الناس كلها وبعضها. المقاول اللي بيشتغل في مشروع جنبي ده مش عدو، بالعكس ده انت ممكن يبقى سند ليا، احتاج حاجه يحتاج بصرف النظر احنا من نفس بتاع يعني ايه، بقى بنخلق حاله من التوائم ومن الحب ومن العلاقات الشخصيه الممتازه اللي هي انت يعني ايه، حتى مع المنافسه يعني. ده درس انا بقوله انا اتعلمته من ابني، يعني ابني في شركه كبيره وكده، وكل الكومبيتيتورز الشركات الثانيه اصدقائه بتقابل معاهم وبيتعزموا والى اخره، فالكومبيتيتور بتاعك ما هوش عدوك، الكومبيتيتور بتاعك انت قدرت تكسبه وتبقوا اصدقاء وتبقوا اصحاب، دي حاجه كويسه جدا، لانك في لحظه ما عايزك تطلب منه حاجات طبعا شرعيه يعني وحاجات بتاع هيساعدك، مش هيستخسر فيك حاجه ولا هيدي لك حاجه توقعك ولا الى اخره. Initiate and develop personal and professional relations. Number two, خلي بالك دي النقطة الرابعة في البيبل. البيبل دول 10 نقط يعني 10 groups اللي هي المقدرات خلاص، ودي النمرة أربعة، يعني دي النمرة أربعة في البيبل اللي هي ثاني مجموعة، ودي نمبر إيه؟ 2 في نمرة 4. Build, facilitate and contribute to social networks. بناء يعني ايه؟ يعني بقى عندك الشبكات الاجتماعية، يعني انت مثلا دلوقتي في حاجات كتير قوي، في الواتساب، في الفيسبوك، في حاجات كتيرة جدا جدا، لازم ايه يبقى في دي نقطة كبيرة، دي محطوطة طبعا، بس هي مهمة جدا دلوقتي، ان طبعا ناس كتير جدا مع الفيسبوك بتعمل صداقات قوية جدا ممكن تسالهم في حاجات وتتكلموا في حاجات وممكن تلتقوا بعد كده بيرسونالي. يعني انا اتعرفت على ناس على الفيسبوك، في ناس منهم مره عملت لقاء مثلا في 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 في, في نقابه المهندسين هنا مثلا في اسكندريه، جانب البحر الاحمر مخصوص عشان نشوف اللقاء ويتعرف علي اكتر. فالسوشيال نتوركس دي نستخدمها بشكل بوزيتيف برضه، ويقابلنا ناس كتير ونزل بيقابلك ناس كتير كذا في مكانك، وغالبيه الناس بتبقى عارفه الناس تانية مش عارفاها فبتبان بطبيعتها، فبتقدر ان انت واحد الحاجات المهمه جدا برضه في الكوميونيكيشن نخلي بالنا، انا يعني اي علاقه كل ما سبتها طبيعيه كل ما تقدر تكتشف اللي قدامك اكتر. يعني انا ما امثلش دور مش عندي، يعني واشجع اللي قدامي ان هو يتعامل بطبيعته، فلما انت بتتعامل بطبيعتك وهو بيتعامل بطبيعته بتبقوا اصدقاء اسرع، بالتوافق بينكم بيبقى اسرع. بيفاس انتروبيت سوشيال نتوركس ديمونستريت امباثي ثرو ليسننج اندرستاندينج اند سبورت. ده بقى هيبقى لنا فين بقى في الكوميونيكيشن سكيلز اللي هنتكلم عليها بعد كده في لقاء بعد كده، ان انت ديمونستريت امباثي ثرو ليسننج اندرستاندينج اند سبورت، ان انت تظهر الثقه والاحترام من خلال تشجيع الاخرين على مشاركه ارائهم او مخاوفها. لا بتظهر الامباثي التعاطف من خلال الاستماع والفهم والدعم، يعني انت سامع وفاهم وبتدعم. يعني مثلا واحد بيتكلم في موضوع اظهر له مثلا انا فاهم انا سامع، يعني مش اقاطعه او افتح له حاجه، لا الليسننج ده مهم جدا، الليسننج غير الهيرنج، الهيرنج ده انا سامع، انما الليسننج ببين له بفيس مثلا ايموشن بحركه بكده، يبقى يعني انت يعني بتبين سعادتك اللي بيتكلم معاك او اللي انت بتسمع له ان انت فاهم وان انت مستمع وان انت من هذا الكلام، ما تتكسفش انك تبينها، بالعكس دي بتسعده وبتخليه يطلع احسن ما عنده. Show confidence and respect by encouraging others to share their opinions or concerns.
اظهر الثقه والاحترام، مشجع الاخرين لمشاركه ارائهم او مخاوفهم. انا شخصيا في مشروع من المشروعات كبيره جدا كبيره جدا، جاني مهندس من الكليه، ويوم ما جه كان عندي اجتماع، انا كنت ماسك المشروع الكلاينت، وكان جاي لي مدير مطلوب بشركه المقاولات اجنبي، بيقول لي اقعد في الاجتماع واسمع وافهم وقول رايك. من اول يوم وانت من اول يوم تعرف هذا الكلام، خلاص. في ناس كتير جدا لازم تشجع الناس اللي معاك، الناس اللي معاك انت كمدير مشروع بتكبر بيهم. يعني مدير المشروع الخايب، انا مش هسميه مدير مشروع خايب، انا يعني ده ما بيبقاش مدير مشروع. لازم تحترم كل الناس اللي معاك اولا، حتى في ظل النظام ان انت مش انت اخترت الناس، ان تم اختيار تيم لك بشر وبني ادمين. نجاحك انك تكسب كل هؤلاء الناس حتى لو كان فيهم حد مش ذا ستاندرد اللي انت عايزه، لكن شطارتك ان انت توصله ستاندرد ان هو يعني في لحظه من اللحظات يقول لك انا اسف انا ما كنتش كذا وعم بيت كذا. هذا كلام انا مش بقوله لا كلام خيال ولا كلام احلام، ده كلام حقيقي. ده كل ما تقدر ان انت التيم بتاعك تحبه ويحبك ويبقى فاتح قلبه معاك ويجي يعيط لك في وقت معين من حاجه معينه، من زميل، من حتى من حاجه خاصه، اما وصلت لكده يبقى انت هتنجح، هتنجح في علاقتك، هتنجح في مشروعك، وكسبت ناس لكل حياتك. فشو كونفيس اسبكت باي انكارجينج اذر تو شير ذير اوبينيونز اور كونسيرنز، ولازم يقول رايه بصرف النظر، ما سفهش هذا الراي. يعني احنا لو هنا اعتقد هنتكلم على البرين ستورمنج بعد كده في بعض اللقاءات. البرين ستورمنج ما فيهوش حاجه تكسف، انا بقول برين ستورمنج ان شاء الله رب اقول اي 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 راي، راي ولازم نتخذ بيه ونتناقش و الى اخره. ف show confidence and respect by encouraging others to share their opinions or concerns، لازم اشجع كل الناس انها تشارك وتتكلم وتقول. في للاسف مشكله عامه في المنطقه بتاعتنا، او يعني قابلني كتير، يعني ان انت مثلا قاعد في اجتماع، مثلا انا بدير الاجتماع، ففي واحد يقول ايه احنا يا باشمهندس مثلا لو احنا مثلا عملنا مثلا مجله حائط وحطينا فيها مثلا او منشور مثلا اسبوعي ويتحط فيه افكارنا وارائنا ووزعناه مثلا على الناس وشاركنا كمان نقول الاخر، ده انا بتكلم بقول مثل يعني، اقول له ايه ممتاز طب اعمله انت بقى. يعني مش معنى ان واحد بيقول راي ان انا ايه اشيله مسؤوليته، لا، يعني ده راي كويس قوي قوي ممتاز، ايه رايكم حضرات؟ مين بقى يقدر ينفذ هذا الراي؟ يبقى اللي عايز ينفذ بقى يرفع ايده لو هو نفسه، يبقى انا لازم يبقى في طريقه، مش اي حد يقول راي في حاجه البسه هو فيها. دي احد الحاجات اللي دايما احنا بنغلط فيها برضو، على فكره على اعلى مستوى، على اعلى مستوى اداري، يعني مش عايز يعني اتخطى حدودي، هتكلم على مدير مشروع، ان مثلا الناس بتخاف تقول على فكره كويسه او فكره ترفع الاداء، ما بترضاش تقولها من كتر ان هي بتشوف في الاجتماعات ان لو اقترحت حاجه هتم تكلفها بيها. ايه رايك يا باشمهندس لو احنا نعمل مثلا ايه كروت مثلا، يعني حاجات معينه. طب ماشي كويس قوي، ماشي يا ابو علي انت بقى اعمل الموضوع ده. لا، يعني هو ده راجل بيقول لك على راي عشان لصالح المشروع، فانت ما تاخدش الموضوع بقى تكلف بيه اللي قاله، لا دي فكره جت والله انت هتقول بقى والله يا حضرات ايه رايكم في الفكره دي، اللي موافق عليها طبعا لو هي فكره كويسه هيتوافق عليها، طب ايه رايكم؟ مين اللي ممكن ينفذها؟ طب هو واحد ممكن ينفذ ولا اثنين او ثلاثه او اربعه؟ يبقى انت بتفتح المجال ان اي حد يدخل في ايه في يطلع لك كل اللي عنده، ودي من اجمل الحاجات المشروع يقدر يعمل. يعني. هندخل على الليدرشيب. الليدرشيب دي من الموضوعات الجميله جدا، وان شاء الله هنتكلم عليها
وهنتكلم عن وفي الاول يعني مش هتاخر كتير يعني اللقاءات الاولى يعني الخمس ست لقاءات الاولانيه هنتكلم عن الليدرشيب. الليدرشيب دي حاجه جميله جدا. انت كمدير مشروع تتحول لليدر، ما تبقاش قصه اداره بقى يو ار فانكشن بلاننج اورجنايزنج ليج كنترول بس، لا انت ليدر. الليدر ده بيحبب الناس ان هي تنتج، بيحببها ان هي بتستمتع بالشغل، يبقى شغل بالنسبه لها مش مجرد انتاج ولا مجرد علاقه ولا مجرد وظيفه ولا مجرد حاجه، لا الليدر بيخلي الناس تبقى كلها محبه ان هي تشتغل، تسهر معاك تشتغل معاك. يعني طبعا لازم تعمل بروموشن للي يسهر واللي يشتغل، انما تخلي الناس تبقى ايه باصه للشغل وباصه لاهميته وباصه ان هي. ودي على فكره يعني في مشروع من المشروعات سكيب النقطة دي الحقيقة، يعني دي نقطة اللي هي واحد ما كانش مصري الحقيقة، يعني كنت ماسك مشروع في بلد من بلاد العربية مش بتاع الظروف، وكان صاحب شركة فلسطيني، فاستلمت المشروع كان بدأ يشتغل من واحد كان أعتقد فلسطيني سوري مش فاكر يعني كان جنسيته إيه. فلما بدأت أنا أعمل يعني أشتغل وكده بدأ يجيب لي مهندسين مصريين 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 مصريين، فقلت له مش عارف يا أبو إيه مش فاكر والله اسمه يعني. يعني انا ما بحبش ان انا يعني ان التيم بتاعي يبقى كله مصريين، يعني هو افتكر بقى ان انا يعني مش عايز مصريين، لا مش عايز مصريين، بس حتى دي نقطه رفيعه برضه في التيم نخلي بالنا. انت كل التيم بتاعك ما بقى فيه اختلافات في الـ في الـ في الـ في الديانه او في الـ في الـ في الجنسيه او الى اخره، وقدرت تجمعهم مع بعض كل ما تبقى ناجح جدا. ليه؟ دي نقطه برضو انا بنتهجها شخصيا في المشروعات الانترناشونال. انا بقالي طبعا مده يعني في هنا في 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 مصر، يعني المشكله دي مش موجوده. انت هيبقى عندك في الموقع هنود، فلبينيين، كوريين، مصريين، فلسطينيين، سوريين، كل واحد منهم له كاركترستكس وله مناسبات، يبقى انت بتضمن ان شغلك مستمر. يعني لو في مناسبه مثلا للمصريين عيد الثورة ولا عيد أي حاجة وما جوش مثلا، يبقى أنت بقية التيم بتاعك أنت موجود بقى، أنت مالكش دعوة أنت تهمك مشروعك. هيبقى عندك الطقم اللي معاك هيغطي لك شوية الناس اللي هي مش موجودة. وبالتالي مش عايز أقول يعني برضو أدخل موضوع الديانة، أنا الديانات أنا بالنسبة لي أنا يعني مش عايز أتكلم فيها يعني، إنما اختلاف الدين ما هوش سبب للفرقه، بالعكس بالعكس. يعني اما يبقى عندي عيد مثلا اخوه اقباط او مسيحيين بيبقى بيغيب عني مثلا خمسه سته، فبيجيني المسلمين اللي موجودين او الهندوس اللي موجودين، فانا ببالغ هيغطوا المجموعه دي، يبقى انت مشروعك هيستمر مش هيقف. فالاختلاف في الجنسيات وفي الثقافات والكلام ده كله ليس سبب صراع، لا شطارتك انت كمدير مشروع ان انت تخلي الناس دي كلها احنا كبشر نتحاب بصرف النظر عن انا انتمائي او ولائي او الى اخره. انا ولائي في الشغل للبروجكت وللهدف التارجت اللي انا عايز اعمله. فدي خبره برضو من الخبرات انا حبيت برضو انقلها لكم، هي جت كده بالقدرا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ تو ارجو ما اكونش خرجت بره السياق، فمحدش يقول بقى ده اصل ده مش عارف، لا الاختلاف في التيم وفي تركيبة التيم دي أحد أسباب إن أنت تستغلها كمدير مشروع في نجاحك، إنك تبقى إيه؟ ليدر. وهنتكلم على الليدر شيب إن شاء الله في سيشن لوحده خلال لقاءاتنا اللي جاية إن شاء الله. Initiate actions and proactively offer help and advice. لكل الناس أنت بتهلب بتخلق actions يعني بإجراءاتك وبتقدم المساعدة والمشورة لكل واحد، يعني كل الناس اللي عندك. Take ownership and show commitment. مش take ownership يعني هتمتلك حاجة، لا يعني أنت اللي هتبقى المسؤول عن المشروع بتاعك وتبقى المسؤول عن كل حاجة في مشروعك. يعني زي ما معروف يعني المسؤولية لا تفوض، اللي بيفوض إيه؟ العمل. او الـ يعني بفوض مثلا بيبقى عندي كيو اي كيو سي او مسؤول عن كيو اي كيو سي،
لكن انا لما تيجي في حاجه بقى تاتشنج الكيو اي كيو سي اللي في المشروع يبقى انا المسؤول. ما اقولش بلا اصل الكيو اي كيو سي بتاعي مسؤول، لا انا المسؤول، لان المفروض ان انا اكون اصلا. ودي في الديتيلنج بقى بتاعت هاو تو مانج، ان انا في اول مشروعي لازم اقعد مع كل واحد من التيم بتاعي يعرفني واعرفه كويس قوي. وانا يعني برضو يعني اصلا يعني بصراحه ما بحبش اتكلم عن نفسي يعني، لكن دي برضو حاجه جوه السياق. انا مهندس انشائي وماسترز في الهاي رايز، معايا مهندس انشائي. المهندس الانشائي اللي معايا انا بقعد معاه وبكلمه وبواصل معاه ومستواه قد ولادي، وقد يكون معلوماتي اكتر منه، لكن مناقشه انشائيه في موضوع بنتناقش فيها مع بعض، لو اختلفنا رايه هو اللي يمشي مش رايي انا كمدير المشروع. هو متخصص اكتر مني وفاهم. طبعا انا عمرها ما حصلت معايا ان انا اختلفت مع مهندس انشائي، لان احنا بنقدر ان احنا نوصل لحلولنا يعني، وان احنا بنتكلم مش رايي ورايك، احنا بنتكلم ماذا ما هو الحل او ماذا ينفع هذه القضيه الانشائيه اللي مقابلنا. معلش طولت عليكم في الحته دي، بس دي نقطه مهمه، وان الاختلاف صحي في اي تيم، مش اختلاف الاراء، مش اختلاف الشخصي او حاجه، لا. تيك اونر شيب اند شو كوميتمنت، لازم تظهر التزامك باي حاجه موجوده عندك. بروفايد دايركشن كوتشنج اند منتورنج تو جايد اند امبروف ذا ورك اوف انديفيدوالز اند تيم. توفير التوجيه والتدريب وتحسين عمل الافراد والفرق. يعني ان انا لازم ودي برضو بتحصل، لازم تكون حاصله في مشروع، ان الناس كلها تبقى فاهمه ان انت فاهم. يعني ما يجيلكش واحد مثلا بتاع بلاننج ويطلع لك المشروع مثلا سابق، وانت لو جيت بصيت وجيب واثبت لك بالارنت فاليو ان هو سابق والى اخره، ومش سابق ومتاخر. ودي حاجه من ضمن الاسرار، فكروني ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الارنت فاليو، ان انت ممكن يطلع لك ان انت مسابق وانت مش مسابق، انت متاخر. ودي كيس لذيذ قوي، بس ان شاء الله ما ندخل نتكلم في الارنت فاليو، نبقى ايه، نبقى فكرين نتكلم عليها. حد يفتكر بقى، انا مش هفتكر، انا ما دام عديت 25 سنه حاجات بتسقط مني يعني. المهم exert appropriate power and influence over others to achieve the goals. شوف هنا ايه بقى، exert appropriate power، يعني ايه؟ مناسب، يعني القوة المناسبة والتأثير على الآخرين. القوة النبع عن ايه بقى؟ مش عن ان انا المدير بقى وانا الكبير، لا، القوة عن ان انت متحمل المسؤولية. اللي معاك ده اخوك، زميل، صديقك، مش عايز اقول لك على حاجه، في حالات والدك يعني. انا واحنا في شبابنا قوي يعني، في الاول خالص، في الاول خالص كان بيشتغل معانا ناس قد والدنا، ده له احترام، زي ما بقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يعني النظره مش نفس، انا مدير المشروع بقى، ده انا بقى اللي رايي، وده انا المستبد، وده الكلام ده كله، هذا الكلام كله لا ينجح اي حاجه، مش حاجه تنجح ما تشتغل. ميك يبقى الابروبريت باور، يعني الباور مش الباور ان انا مركزي كذا وانا اللي لازم اعمل، لا، الباور الناتج عن الاحساس بالمسؤوليه، وان اللي معاك ده مسؤول منك. ان انفلونس اوفر اذرز تو اتشيف ذا جول، تحقيق الاهداف. ميك انفورس اند ريفيو ديسيجنز، اتخذ القرارات والريفيو ديسيجن وراجع الايه اللي راجع تنفيذها. دي حقيقه، دي مرتبطه وهنشوفها ان شاء الله برضو في المانجنج الميتنجز. لما بتعمل مانجنج الميتنجز، الميتنجز ده في ناس كتير جدا بتعتبر ان هو مضيعه وقت. طبعا هو مضيعه وقت لو انت ما انتش فاهم يعني ايه اداره ميتنج ولا شغال فيه ازاي. انما الميتنج له اجنده، له تايمنج، له طرق مناقشه، له محضر اجتماع بيطلع ديسيجنز فيه. فايه، تراجع هذا الكلام وتراجع دي. ده بقرب، ده اكزامبل من الاكزامبلز، لان الميتنجز انا بالنسبه لي الميتنجز احد التولز الممتازه لحل مشاكل كتير جدا في المشاكل بتاعه المشروع في وقتها يعني. تيم ورك برضه، تيم ورك انا بقى العمل الجماعي،
تيم ورك ده طبعا مهم جدا، وبرضه هيبقى له سيبريت ايشو هنتكلم فيه بعدين. عشان كده قلت لكم اللي بيحب حد وعايز يعرف النقط دي كلها من اول اخرها نيرلي تقريبا يعني ايه، يا اما متجهز لها اوريدي خلاص برزنتيشنز وجاهزين، يا اما اون جوينج ان انا مرتب لها ان شاء الله. يعني لقاءات ان شاء الله اذا احيانا ربنا هتبقى مستمره لغايه ما تقولوا ايه احنا ايه متشكرين. ونقطه ثانيه كمان برضو، احنا يا اما في خلال يعني لما نخلص ان شاء الله التيم بيلدينج ونخلص البرزنتيشنز هنعمل برضو هاو تو دو برزنتيشن في البرزنتيشن، هنبقى كل واحد هيختار نقطه، ودي انا في اي تريننج انا بعمله سواء تريننج مدفوع او مش مدفوع او الى اخره، دي مش دي او قصتي. يعني دايما بخلي اعمل نوع من البراكتس، ان انت كمدير مشروع لازم تعرف تعمل برزنتيشن، وفي بادي لانجوج هنتكلم عليها، وفي هاو تو بريبير، وهاو تو مانج الميتنج، وهاو تو مانج البرزنتيشن. هنطالب ان شاء الله بعد اذن الباشمهندس عمر ان هيبقى فيه هنطالب كل واحد ويلنج عنده استعداد ان هو يعمل برزنتيشن 10 مينتس 15 مينتس ولا حاجه 10 دقائق 15 دقيقه، بس بعد ما ياخد بقى هاو تعمل هاو تو دو ذا برزنتيشن اند هاو تو يوز ذا بادي لانجوج وهاو تو ايه تو دو ات. لان ما ينفعش مدير مشروع من غير الايه النقط دي. هنستاذن برضه الباشمهندس عمر ان احنا نعمل هذا الكلام، واللي عاوز هندي وقت معين ان شاء الله 10 دقائق ربع ساعه يعملها فيه، ونتكلم معاه فيري اوبن بحب متاع الحب، يصلح ايه ويعمل ايه علشان ينجح ويستمر ويبقى كسب حاجه من ضمن الحاجات اللي كسبها. تيم ورك سيلكت اند بيلد ذا تيم. شوف ايه سيلكت اند بيلد ذا تيم، يعني انت كبروجكت مانجر او ك ك ك ك ك كليدر لازم تساهم في بناء التيم. يعني بيبقى الاتش ار قاعد والبروجكت مانجر قاعد، الاثنين قدامه الاسسمنت بتاع اللي بيعمل له اختبار، وهو البروجكت مانجر بيختار معاه. بروموت كوبريشن اند نتوركينج بتوين تيم ممبرز. اي حد يشتغل في شركه اجنبيه خصوصا في قطاع المقاولات، اول حاجه بيقول له ايه؟ كوبريشن. كوبريشن يعني ايه؟ التعاون. اذا لم يحدث تعاون في مجال الكونستراكشن انسى انه هيتم كويس. كوبريشن اند نتوركينج بتوين تيم ممبرز. تيم ممبرز يبقوا مع بعض اخوات بصرف النظر عن الجنسيه او عن الدين او عن الاتجاه السياسي او الى اخره. كل ده على جنب، احنا قدامنا هدف عايزين نعمله بنعمله مع جنب مهما كان اختلافاتنا. يعني حتى اختلافاتنا بتبقى بوزيتيف وبتبقى كويسه، يعني ما فيش مشكله خالص. احنا بنتكلم تكنيكالي. سبورت فاسيليتيت اند ريفيو ذا ديفلوبمنت اوف ذا تيم اند اتس ممبرز. دعم وسهل وراجع تطوير الفريق واعضائه. يعني انا لو اللي دخل يشتغل معايا انا كتيم ممبر، انا كتيم ليدر او بروجكت مانجر، لو الناس اللي معايا دول ما طلعوش في اخر المشروع اساتذه، يبقى انا اللي غلطان. يبقى انا اللي غلطان، وانا بتكلم عن وقائع. يعني في ناس خدناهم بلانرز من مصر وصلوا ان هم بقوا اساتذه، وانا بقول له انت استاذي دلوقتي، وبكلمه بساله عن حاجات وقد ولادي. ما فيش لا يعيب، بالعكس. بس انت كتيم ليدر او كبروجكت مانجر لازم تخلي التيم اللي معاك يبص لكونتينوس امبروفمنت لنفسه واللي بيقف في مكانه. او اكبر خطا بيحدث من اي مدير مشروع ان هو يطلع فاكر ان هو هيطلع على حساب ان هو اضعاف الناس بتوعه. ابدا ابدا ما حدش يمشي بهذا النهج ابدا، ولا يهاجم حد تحتيه ابدا، ياخده بحب بتاع الحب. لان انت اوريدي انت معاك الباور بتاع انت اوثورايز، انت مسؤول. ده انت لازم هذا اللي معاك ده يطلع من تحت ايدك بروجكت مانجر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ياما ظلم تحت ايدينا اصحاب شركات من ولادنا ناجحين جدا جدا جدا، وفي مصر وفي خارج مصر، وانا بسعد بيهم اكتر من نفسي. يعني هم نجحوا ما شاء الله عليهم، وبفخر بيهم وبتباهى بيهم الحقيقه. Empower teams by delegating tasks and responsibilities. هنا بص الديليجيشن يبقى في ايه؟ في التاسكس والريسبونسبيلتيز والمسؤوليات. انما المسؤوليه لا، يعني المسؤوليه النهائيه عندي انا تيم ليدر وانا بروجكت مانجر، انا المسؤول عن اللي تحت ايدي واللي معايا. فلازم هو يبقى يوصل للايه؟
وياما ناس برضو في خلال حياتنا، يعني اول ما اشتغلنا مع بعض، واحد منهم صارحني قال لي انا اول ما اشتغلت معاك انا كنت يعني بقول مين ايه الراجل ده، خد الرسم ده وانزل نفذه، خد ادي فلوس اهي وانزل نفذ هذا المشروع. هو لسه بعد 5 6 اشهر جاني قال لي يا باشمهندس انا الناس اللي دفعتي اللي كانوا بينططوا عليا قبل ما اشتغل هنا انا بوقفهم قدامي تلامذه. خلي بالكم انا مش بتكلم بشكر في نفسي ولا حاجه، لا انا انسان عادي جدا 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 جدا. انما اللي عايز اوصل لكم حاجه، ان انت لما تبقى بروجكت مانجر التيم اللي معاك ده يا اما اخوك يا اما عمك يا اما ابنك يا اما حفيدك، لازم تتعاملوا بهذه المعامله، ولازم يبقى في حب، لازم يبقى في ود. ما تحاولش، ما تفتكرش ان انت لما هتكبر نفسك هتصغر واحد هتكبر نفسك، لا انت تكبر الناس كلها وانت تكبر معاهم. empower teams by delegating tasks and responsibilities، بتديله مسؤوليات واعمال ويبقى مسؤول عنها قدامك مش قدام الاكسترنال او قدام الابر ليفل. قدام الابر ليفل انا مدير المشروع انا المسؤول. طيب recognize errors to facilitate learning from mistakes، لازم احدد الاخطاء عشان اسهل التعلم من الاخطاء. ده انت هتتعلم منين؟ ده انا حتى دي نقطه حتى انا بقولها دايما للمهندسين في شبابهم او لما بيشتغلوا. هو انت لو كمهندس بدات تشتغل مثلا في تكنيك او في تشودا او في بروفري او الشركات الكبيره اللي هي مثلا الشركات الكبيره دينينغهام اي بي بي ديسوزا، الشركات الكبيره قوي دي، وكملت فيها على طول، هتتعلم منين؟ انت هتبقى صح، خلي بالك انا مش بقول انت هتبقى وحش، لا انت هتبقى ترس جوه جهاز كبير. انما لو اشتغلت في شركه تعبانه، يعني ده اللي بيجيب الشكوى منين؟ واللي احنا بنشتغل في شركه ولا فيها نظام ولا فيها مش عارف ايه وبتاع. انت بقى اتعلم ايه الاخطاء اللي انت لازم تتلافاها كل ما بتكبر. انا مش بقول لك روح شركه وحشه، لا، لو انت اشتغلت في مكان ولقيت فيه ديفكتس مخالفه للبروجكت مانجمنت رولز، ما تزعلش، ما تهاجمهمش، اتعلم الكلام ده كله. دو يور بيست ان انت بطريقه لابقه ان انت تصلح طبقا للنولج اللي انت كسبتها وطبقا للمعلومات اللي انت عرفتها وطبقا للي انت مارسته وعرفته. انما ما عدت بقى يعني رسالتي وصلت، يعني ريكوجنايز ايرورز وفاسيليت ليرنينج فروم ميستيكس، انت بتتعلم من الميستيكس. فلو اشتغلت في حته ما فيهاش ميستيكس يعني تعلمك مش هيبقى يعني ايه. ماشي. طيب كونفليكت اند كرايسيس، احنا لسه في الايه النقطه السابعه، احنا لسه قدامنا 3 نقط تانيين في البيبل. كونفليكت اند كرايسيس، انتسيبيت اند بوسيبلي بريفنت كونفليكتس اند كرايسيس، توقع وربما تجنب النزاعات والازمات. هو دايما احنا بشر، يعني اذا كانوا 2 اخوات اولاد سيدنا ادم وحصل في بينهم كرايسيس كبيره وواحد قتل الثاني، يعني الكونفليكت هتبقى موجوده. شطارتك كمدير مشروع ان انت يعني الاحساس ان انت تعمل تخلق نوع من الالفه ونوع من الرباط بين التيم بتاعك، وكلهم نبص لبعضنا ان احنا كل واحد له فانكشنز. وهنشوف برضو اما بنتكلم هنتكلم على التيم بيلدينج وهنتكلم على التيم فانكشنز، ان التيم بتاع البروجكت مانجمنت له 9 ادوار زي فريق كوره بالظبط. يعني فريق كوره القدم في 11 واحد، واحد واقف جون، واحد في خط في الباكات، وواحد في السنتر هافس، وواحد في الهجوم، متقسمين. ففي البروجكت مانجمنت في التيم نفس القصه برضه، في 9 فانكشنز هنتكلم عليهم ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الايه؟ على التيم بيلدينج. انتسيبيت اند بوسيبلي بريفنت كونفليكتس، على قد ما نقدر نحاول نبريفنت الكونفليكتس والكرايسيس، وان احنا ايه نخلي العلاقات سموث، واي حد يبقى ايه ان نقدر ان احنا كروز مارجنز تمتص هذا الكلام، وتقدر ان انت ايه وده هيبقى برضه في التيم بيلدنج، ان احنا في الاول بيبقى في بشكل كتير، لكن بالوقت بيحصل علاقات وبتظبط الدنيا معانا. Analyze the causes and consequences of conflicts and crises and select appropriate response. ان انت بتحلل اسباب ونتائج النزاعات والازمات واختيار الاستجابات المناسبه، يعني بنعمل ريسبونس بحيث ان هو يعني ايه
ريسبونس عادل. طبعا لو حد جاي على حد بشكل شخصي او بشكل مش لمصلحه الشغل طبعا ده لازم تكتل او تديليت او لازم يعني ايه، ما فيش حاجه اسمها انا لو 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 انا نفسي غلطت في حد او غصب عني مثلا، مش مغلط في حد بشكل او باخر، لو هو حتى بتاع الشاي لازم اعتذر، ما استكبرش، لا يعني خلي الجو اللي موجود لا يسمح بخلافات كونفليكتس ولا كرايسيس جوه التيم نفسه، وده احد اسباب برضه نجاحك كمدير مشروع. Identify and share learning from conflicts and crises in order to improve future practice. ده بقى اللي كنت بقول عليه دلوقتي، تحديد وتبادل التعلم من النزاعات والازمات من اجل تحسين ممارسه مستقبليه. يعني هتلاقي نفسك لما توصل يعني تعدي 25 زينا ان انت اتعلمت حاجات كثيره جدا 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 من اماكن انت شفت فيها مشاكل لا حصر لها. فلما تلاقي مشاكل اعمل البنيه التحتيه بتاعتك بقى عشان لما توصل تبقى بروجكت مانجر او بروجرام مانجر او بورتفوليو مانجر او كومباني مانجر او بروجكت مانجر او 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 دايركت مانجر او في التوب مانجمنت، تبقى انت فاهم الدنيا، تبقى انت عارفها من تحت خالص وفاهم المشاكل بتيجي منين وبتتحل ازاي. كونفليكت اند كرايسيس اللي هي ال 27، فاحنا خلصنا دي خلاص مش كده؟ ده خلصناها. طيب ريسورسفولنس، ريسورسفولنس لو جيت تلاقي تدور على الترجمه بتاعتها مش هتلاقيها حلوه يعني، انما انا يعني ترجمت انا لها دي اللي هي ايه؟ القدرات الابداعيه. وعلى فكره بالمناسبه برضو انا بيزيكلي بعمل البرزنتيشنز بالانجلش وبتكلم عربي. احيانا بحب ازود شويه في الانجليش لان انا عايز برضه زي ما اتفقنا انت ممكن تقوي الانجليش بتاعك بشكل شخصي، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم دلوقتي انت بتكسب برضه الايه؟ التكنيكال انجليش او التكنيكال تيرمز اللي تقدر انت تستخدمها، فدي بتعمل ان انا ايه ما بقولش عربي بقى وكده، لا مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض. ريسورسفولنس اللي هي الايه؟ القدرات الابداعيه. stimulate and support an open and creative environment، يعني اخلق بيئه مفتوحه خلاقه. خلي دايما الناس اللي معاك لو انت نجحت ان كل واحد يطلع اقصى ما عنده من افكار. وعلى فكره بالمناسبه برضو عشان برضو انا مش بشجع حد على حساب حد، ان في شباب بيبقى عنده افكار وآراء جميلة جدا في الموقع قد تكون ضد كل اللي انت اتعلمته وعرفته في حياتك، لكن فكر فيها كويس لان ده اللي بيقولوا عليه ايه؟ thinking out of the box، بيفكر بخارج الصندوق، لسه ما دخلش زي ما بيقولوا ايه؟ الفيرست اي. يعني انت لو دخلت مشروع شغال الفيرست اي بتاعتك هتكتشف حاجات كثيرة جدا جدا جدا. فلما يجي لك شاب مهندس جديد، انا بقول جديد خالص، ممكن نشوف حاجات انت مش شايفها، فانت ما تستهونش باي حد ولا تقلل من قيمه اي حد جاي في التيم بتاعك، سواء راجل كبير قد يقول لك حاجات هو اتعلمها وشافها انت ما شفتهاش، وده بيحصل كتير جدا معايا دلوقتي دايما حتى مع النيو جنريشن اقول له على حاجات مخالفه تماما للي بيحصل وانا نفذتها بايدي، ومع هذا الجنرال انفايرمنت مش عارفها، فيبص لك كده باستغراب فاكر انت بتكلمه كلام خيال او خيال كلام مش ابليكابل يعني. انما دايما انت كبروجكت مانجر كليدر قدر واحترم اي حد بيشتغل معاك. استميت سبورت ان اوبن كريتيف انفايرمنت. الكريتيف انفايرمنت ده هيخلي كل الناس تحط اقصى ما عندها، وهتلاقي افكار كتير جدا بتطلع. وبرضه مش عايز اتكلم عن نفسي، حاجات كتير جدا ربنا قدرها لنا في حياتنا وخدنا عليها براءة اختراع وطبقناها بفضل الله سبحانه وتعالى، لان احنا كنا بنشتغل في ايه؟ في بروبر انفايرمنت ان شاء الله. Apply conceptual thinking to define situation as strategies. تطبيق التفكير conceptual thinking. conceptual اللي هو ايه؟ تفكير يعني مفاهيمي لتحديد المواقف والايه والاستراتيجيات.
يبقى انا بفكر تفكير علمي ومنهجي. Apply analytic techniques to analyzing situations, financial and organization data and trends. تطبيق تقنيات تحليلية عشان تحلل المواقف، تحليل analyze situations والفاينانشال اللي هي البيانات المالية والتنظيمية والداتا ترندز. دي عشان كده انا سميت دي ايه؟ القدرات الابداعيه اللي انت في كل مجال بتقدر انت تبدع فيه او بتخلي اللي بيشتغل معاك يبدع فيه وتطلع بحاجه تنفعك جدا جدا مفيده جدا وتفيد الترند بتاعك ان انت بتحسن نفسك كمدير مشروع. نمبر 4 بروموت اند ابلاي كرييتيف تكنيكس تو فايند الترناتيف اند سوليوشن. تعزيز وتطبيق تقنيات ابداعيه لايجاد بدائل وحلول حلول يعني حلول ابداعيه يعني. Promote a holistic view of the project at its context to improve decision making. بعزز النظره الشامله للمشروع holistic view للبروجكت والايه والسياق بتاعه عشان احسن ايه عمليه صنع القرار. Negotiation ده برضو موضوع هام جدا وهنتكلم فيه برضه بقى له سيشن على بعضه. انا يعني الحمد لله الناس معانا يعني كده، ولا في لو في حد في مشكله او اي حاجه. طبعا انا لو قعدت في محاضره دلوقتي كان زمان شفت بقى اللي هعمل ايده كده اللي كده اللي خلاص يعني ايه البادي لانجوج بيتكلم قدامي. بس انا دلوقتي يعني قاعد يعني كورونا بقى هي السبب، بس معلش ان شاء الله يعني احنا برضو نستفيد بال 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 بالوضع اللي احنا فيه ونوصل لبعض. احنا نوصل لبعض دلوقتي بشكل اوسع، معلش الموضوع ما بيبقاش زي ما بنبقى مع بعض في لقاء ويبقى بسؤال وجواب والكلام ده كله، لكن ان شاء الله بنعمل اقصى جهد ان احنا يعني ايه نوصل المطلوب. نيغوشيشن دي اللي هي الايه؟ تفاوض. التفاوض ده له خطط وله تفكير وله حاجات كتير جدا. العاده النيغوشيشن بيبقى حاجات مختلف عليها. مقاول الذي داخل التفاوض في اسعار، بيتفاوض في كليم، بيتفاوض في شراء ارض، بيتفاوض في اي مشروع يعني في المفاوضات دي. فبتبقى دايما ايه لها اساليب ولها طرق هنتكلم عليها ان شاء الله في ايه في سيبريت برزنتيشن. Identify and analyzes the interest of all parties involved in the negotiation. يعني في negotiation في جميع أطراف المفاوضات، كل واحد في دماغه حاجة وعايز يكسب حاجة أو إلى آخره. الشطارة لازم الأول أحدد وأحلل كل واحد إيه المصلحة بتاعته، يبقى فاهمها عشان إيه ما أبعدش عنها أو ما أجيش عليه أو إلى آخره. Develop and evaluate options and alternatives with the potential to meet the needs of all parties. ان انا بطور واقيم الاوبشنز اللي هي الايه الخيارات والبدائل. Options خيارات والبدائل with the potential to meet the needs of all parties. ان انا احاول اخلي ارضاء لجميع الاطراف. لو وصلت للحته دي يبقى انت نجحت في حل النيغوشيشن بتاعك، ان كل واحد ماشي راضي حتى لو هو تخلى مثلا عن جزء من اللي كان في دماغه. ده الكلام ده انا بفترض ان ايه ان الناس كلها باصه لحاجه واحده، باصه لنجاح المشروع وباصه لنجاح الايشيو اللي بتناقشوا فيه. انما لو حد حسيت ان هو بيتكلم حاجه شخصيه بقى وبيكبر المسائل ده يو هاف تو ستوب هيم، يو هاف تو ستوب. يعني تحس ان في واحد اجريسيف بقى وعايز يظلم حد وهو انا بقى المدير الكبير بتاع مثلا التكنيكال اوفيس وده لازم يسمع كلامي وده لازم مش عارف ايه ودخل في حاجه شخصيه ماشي. ايثكس طبعا انت كبروجكت مانجر لازم تقف بمنتهى العدل وبمنتهى الصدق وبمنتهى الولاء، واللي كان عاوز يظلم ده هيحترمك انت بعد كده، مش اللي انت نصفته، لا اللي كان عاوز يظلم هيحترمك. ديفاين ان نيجوشيشن ستراتيجي in line with own objectives that is acceptable to all parties involved. حدد استراتيجية للتفاوض بتتماشى in line with own objectives
مع الأهداف الخاصة، وتكون مقبولة لجميع الأطراف الموجودة يعني. Reach negotiated agreements with other parties that are in line with own objectives. التوصل إلى اتفاقيات تفاوضية مع أطراف أخرى تتماشى مع أهدافك الخاصة. يعني أنت حتى كبروجكت مانجر أو كبورتفوليو مانجر أو كبروجرام مانجر بيبقى ليك أهداف معينة. لو في حد له خلاف معاك أو إلى آخره، استقبل هذا الخلاف وناقشه ووصل معاه لإيه؟ لرأي. وزي ما قلت لكم برضه المتخصص له درجة. يعني أنا كمدير مشروع فاهم أنا فاهم كونتراكت مانجمنت كويس قوي وخبير تحكيم دولي وإلى آخره، إنما حاجة خاصة بالمشروع وفي البروجكت بعقد معين وهو فاهمه وعارفه وعاشه وفاهم أبعاده والمكان ده كله ومحلله، الخلاف بنوصل فيه مع بعض لحاجه. لو اختلفنا قوي ومفيش حل، رايه هو اللي يمشي، مش رايك انت كمدير المشروع. معلش سامحوني، لان المتخصص لازم يبقى هو اصدقه. يعني انا ستراكشر انجينير متخصص في المباني العاليه اعلى مستوى، انما لو انا اختلفنا في الديتيله في حاجه مع ستراكشر انجينير، ستراكشر انجينير ايه؟ ستراكشر انجينير فاهم مش هاوي. لا، وانت برضه شطارتك ان انت وانت بتختار التيم بتاعك تختار تيم هايلي كواليفايد. تمام؟ طيب. Detect and exploit additional selling and acquisition possibilities. الكشف واستغلال اي احتمالات اضافيه للبيع او الاستحواذ. هو طبعا الترجمه دي يعني ايه؟ Additional selling and acquisition possibilities، اللي هي الاحتمالات ان انت مش selling يعني بيع، يعني ان انت بتظهر مشروعك وبتظهر ان الريزلتس بتاعتك بشكل ايه، الاحتمالات بتاعتك تبقى باينه بشكل كويس يعني. طيب نمبر 10 دي اخر حاجه بقى، الريزلتس اورينتيشن. لما اجي اقول لك دايما ده ايه، ده المدير ده او المهندس ده ريزلت اورينتد، يعني هو بتحكم عليه بايه، بالريزلتس بتاعته مش بالبروسيس. يعني طبعا البروسيس مهم جدا، انما البروسيس ده لو ما وصلش الريزلت، زي ما قلنا برضو ايه رايك في النظام، احنا ما عندناش فراخ لكن ايه رايك في النظام، يعني احنا ما عندناش منتج لكن النظام حلو، ده يعني زي اللي لان النظام اذا كانش بيساعد على ان انت توصل لريزلتس، فريزلت اورينتيشن اللي هو دي اخر نقطه في البيبل. ايفالويت اول ديسيجنز اند اكشنز اجينست ذا امباكت او بروجكت سكسس اند اوبجكتيف اوف اورجانيزيشن. تقييم جميع القرارات decision والاكشنز والاجراءات against their impact on project success، اللي هي ايه، يعني اي حاجه هتاثر على المشروع او على الاهداف المنظمه لازم اقيمها واعرف اولها ايه من اخرها ايه عشان ما تاثرش على مشروعي لو انا شايف ان في تاثير على المشروع. البالانس نيدز and means to optimize outcomes of success. الموازنه بين الاحتياجات والوسائل لتحسين النتائج والنجاح. لازم يبقى في بالانس في النيدز في الاحتياجات. عايز اقول حاجه في الفاليو انجينيرنج. الفاليو انجينيرنج قد تكون لسه ما انتشرتش قوي، لكن هي في هنا في الشرق الاوسط وبدات على فكره في السعوديه، الناس اللي على ايد دكتور من الدكاتره العظام هناك اسمه عبد العزيز الطيشان. الفاليو انجينيرنج دخل من زمان 82، ومع هذا الى الان برضه في ناس كتير فاليو انجينيرنج ممتازين. انا برضه حضرت سيشنز فيها فاليو انجينيرنج وكل حاجه، ممكن نعمل عليه سيشنز برضه معانا في يوم نعرفه ايه، بس من وجهه نظري كبروجكت مانجر وانا لازم ابقى فاهم يعني ايه فاليو انجينيرنج. فالفاليو انجينيرنج موضوع مهم برضه، يعني شفته دلوقتي واحنا بنتكلم على الكلام ده كله. انت الراجل بيعمل نوع من البالانس ما بين الفانكشنز وما بين الكوست، يعني بيوصل لك الكوست الاوبتمايزيشن بنفس الفانكشنز اللي هي اللي انت عامل بيها المبنى او عامل بيها المشروع بتاعك. بروموت اند سيل ذا بروجكت از بروسيسز اند اوتكمز، ترويج وبيع المشروع وعملياته ونتائجه، ده الترجمه الحرفيه. لكن انت لازم برضه ايه، يعني بتظهر مشروعك بتظهر البروسيس بتاعته والاوتكمز بتاعته بشكل كويس. ديليفر ريزلتس اند جيت اكسبتنس، تقييم النتائج والحصول على القبول والاعتماد.
دول الحاجة اللي هم ايه الاثنين دول. احنا دلوقتي دخلنا في الايه في البراكتس. يعني انا مش عارف، انا محرج، انا شخصيا ما عنديش مشكله. احنا في البراكتس دي فيها 15 نقطه ووراها، يعني احنا محتاجين يمكن حوالي ساعه الا ربع كمان. هل نستحمل؟ باشمهندس عمر، باشمهندس محمود، يا استاذنا نستحمل؟ زي ما الشباب بيحب. انا مجاهد مع حضرتك، انا مع حضرتك للصبح حبيبي، ربنا يخليك. طب الجنرالي كده يعني، في شايف في مجموعه ممتازه يعني موجودين فول انترستد. احنا قدامنا من نص ساعه ساعه الا ربع، هنكمل 15 نقطه دول وي دو ماي بيست ان هنجري فيها، لان دي براكتس هتلاقي كل الناس عارفينها. وبعديها هنتكلم عن ايه؟ عن الموضوعات بقى اللي احنا هتيجي بسرعه جدا، يعني نص ساعه ساعه الا ربع. هل نكمل؟ هتبقى طويله قوي عليهم ولا ايه النظام؟ ماشي هو الحال؟ تقريبا اغلب الناس عايزين يكملوا. طب اتس اوكي اتس اوكي، بس يعني انا مش عايز احس ان انا يعني ايه يعني بصراحه يعني انتوا اللي فتحتوا نفسي يعني الله يكرمك. انت عارف لا حقيقي، خلي بالنا يعني اي 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 لقاء بيبقى ارسال واستقبال، يعني ممكن الارسال يبقى قوي جدا والاستقبال مش قد كده، انما واضح الاستقبال دلوقتي اقوى من الارسال حتى، لان الناس انترستد ان هي ايه، شايف من فضل الله العدد كويس والناس يعني ايه مستحمله يعني. فانتوا السبب في توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المحاضره دي او في اللقاء ده يعني. طيب هنتكلم على ثالث نقطه والاخيره، ثالث مجموعه من الكومبيتنسز في البتاع دي، هتمشي سريعه شويه. ليه بقى؟ لان دي براكتيكال كلها بقى، هتفهم دلوقتي. يعني عندك ايه البروجكت ديزاين اللي هو تصميم المشروع، عندك الاكنولج برايورتيز اند ريفيو سكسس كريتيريا، بتعرض الاولويات ومراجعه معايير النجاح، ريفيو ابلاي اند اكسشينج ليسنز ليرن فروم اند وذ اذر بروجكتس، ان انت بتطبق وبتراجع وبتطبق كل الدروس اللي حصلت معاك قبل كده في الاذر بروجكتس. هتلاقي الموضوع سهل هنا لان دي براكتس بقى اللي عدت علينا كلنا، بس يمكن ايه مش واخدين بالنا ان هي بتساعدنا في تطوير نفسنا كمديرين مشاريع. Determine complexity and its consequences of the approach، تحديد التعقيد وعواقبه على النهج. هنا complex مش تعقيد الحقيقه، complex هنا التراكيب يعني. يعني complex project ممكن فندق تقول عليه complex project، oil field تقول عليه complex project، مستشفى complex project، فيها حاجات ايه علاقات يعني كتير يعني. سيلكت اند ريفيو، طبعا غير مشاريع الفضاء بقى ومشاريع الشمس اللي افقتها، الشمس الصناعيه اللي افقتها الصين، دي كل دي كومبلكس بروجكت اوفر تفكيرنا حتى احنا يعني ايه، يعني مش عايزين نتكلم عليها. سيلكت اند ريفيو ذا اوفر اول بروجكت مانجمنت ابروتش، select and review، حدد وراجع الاوفرول النهج اداره المشروع العام، الاوفرول بروجكت مانجمنت ابروتش، ديزاين ذا بروجكت اكزكيوشن اركتكتشر او اركتكتشر، اركتكتشر دي الفرنسيه والاركتكتشر دي الانجلش يعني. انت بتعمل البروجكت اكزكيوشن بتاعك بتعمله الاول خالص، بتعمل كونستراكشن بلان وبروجكت مانجمنت بلان، وبتعمل هيلث اند سيفتي بلان، وبتعمل بروجكت مانجمنت بلان، كل البلانز بتتعمل الاول خالص دي بتتعمل ايه من الاول خالص للمشروع، وبتبقى ايه دول اللي بيبقوا الاساس بتاع الشغل بتاعك يعني. ده البروجكت ديزاين يعني، بتعمل كل السيستمز وكل البلانز بتاعك اللي انت هتشتغل عليها كمشروع. ريكوايرمنتس اند اوبجكتيفز، دي النقطه الثانيه في براكتس. ديفاين اند ديفلوب ذا بروجكت جول هيراركي، بتحدد وتطوير التسلسل الهرمي لهدف المشروع. Identify and analyze the project stakeholder needs and requirements. كل الستيكهولدر اللي في المشروع. هنتكلم برضو على بيئات المشروع المختلفة، هيبقى عندك الانترنال انفايرمنت بتاعت البروجكت نفسه، الناس اللي بتشتغل في المشروع والشركة وإلى آخره، الممولين الكلام ده كله، وبعدين في المايكرو انفايرمنت اللي فوقيها، البيئة الخارجية اللي وراها، السياسة والكلام ده، وفي بعد إيه؟ المايكرو انفايرمنت اللي هو كبير خالص، السياسات الدوليه بقى والكلام ده كله. Priorities and decide on requirement and acceptance criteria.
بالاولويات وتحديد المتطلبات وايه واكسبتنس كريتيريا، ده بتبقى موجوده في ايه؟ في الايه؟ في الكواليتي اشورنس سيستم. السكوب هنا بقى، كل واخدين بي ام بي قالوا الكلام ده سهل، او اللي واخدين برنس 2 او اللي اشتغلوا ما خدوش شهادات خالص اشتغلوا هيبان. السكوب ده اللي هو ايه؟ السياق اللي هو حجم الشغل اللي في المشروع. ديفاين ذا بروجكت ديليفرابلز اللي هو تحديد ديليفرابلز بتاعت البروجكت اللي هي مخرجات المشروع، انت المشروع هتخرج منه ايه يعني؟ النتيجه النهائيه بتاعته. سيرش ذا بروجكت سكوب، البروجكت سكوب برضه بيتحدد هيكله النطاق بتاعه. ديفاين ذا ورك باكجز اوف ذا بروجكت، ورك باكجز طبعا احنا دايما اما بنيجي بنعمل بريك داون للبروجكت دي هيبان برضه في البريك داون. الاليمنت الاخراني خالص اصغر حاجه يا اما بنسميه اكتيفيتي يا اما بنسميه ورك باكج، دي ديبند بقى انت بتشتغل ازاي ومع مين والى اخره. استابليش اند مينتين سكوب كونفيجريشن، لازم ايه؟ تكوين النطاق، بعمل وبحافظ على النطاق نفسه السكوب اللي هو بتاع الشغل. التايم مانجمنت برضه لازم تبقى فاهم فيها مانجمنت، عشان كده بقول لكم دي هتمشي بسرعه ليه؟ عشان احنا كلنا عارفينها، كلنا عارفين التايم مانجمنت ده برنامج زمني وبنتابعه بقى كل اسبوع كل يوم كل شهر عشان نشوف ان احنا ماشيين طبقا مع التايم بتاع المشروع. Define the activities required to deliver the project. بحدد الاكتيفيتيز اللي هخلص البروجكت. Determine the work effort and duration of activities. هنا بقى ده اللي هو الايه؟ السكيدلنج. الورك ايفورت والديشن اكتيفيتيز، ودي هنشرحها وبشكل مبسط جدا. يعني هنشرح التايم والريسورس مانجمنت على مثال سهل وبسيط وجميل جدا وهتشوفوه. وكل الكلام ده كله خلي بالكم مش هنتكلم على اي حاجه كومبلكس، مش هتكلم على كمبيوتر، مش هكلمك على 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 بيم بالديتيلز بتاعتها بتاع، مش هكلمك على بريمافيرا، مش هكلمك على شورت تراك وعلى فاست تراك، لا هتكلم انا بايدي كمدير مشروع اعمل ايه واوصل لايه، عشان اي يقف قدامي اي باكج بعد كده او اي فانكشن ابقى انا كبروجكت مانجر عارف اولها من اخرها واعرف اتجاوب واعرف اوجه اللي هيشتغل معايا. اذا كان حتى شيخ السكيدولر انا كبروجكت مانجر وانا مش معرفش بعرف بريمافيرا خلي بالنا، بس انا هنتكلم على بريمافيرا تعملها بايدك ازاي، وده السيستم ده انا بعمله من زمان من ايام كنت بدرس الكلام ده زمان. يعني يتم دلوقتي اخد انديشن اكتيفيتيز، ديسايد اون سكيدول اند ستيج ابروتش، سيكونس بروجكت اكتيفيتيز، سيكونس اكتيفيتيز اند كريت سكيدول، مونيتور بروجرس اجينست ذا سكيدول اند ميك اني نيسيسري ادجستمنت. ده اللي هو ايه؟ التايم مانجمنت بقى اللي انت بتحدده اللي هو بلاننج اورجنايزنج لود كنترول للتايم اللي هو التايم مانجمنت، وده سهل وعادي. اورجنايزيشن اند انفورميشن، اسس اند ديتيرمين ذا نيدز اوف ستيك هولدرز ريليتنج تو انفورميشن اند دوكيومنتيشن. كل ده الاورجنايزيشن تقييم وتحديد احتياجات اللي هو الستيك هولدرز تو انفورميشن اند دوكيومنتيشن، ده هيبان لنا برضو بعد كده انا بحتاج ادي ايه مثلا للتيم بتاعي في السايت، وبحتاج اخد ايه من الـ من الـ من البروجرام مانجر لو انا جوه بروجرام، او من الكوربريت مانجر لو انا تبع شركه مباشره. استابليش انفراستراكشر بروسيسز اند سيستم فور انفورميشن فلو، الانفورميشن فلو لازم يبقى واضح. ديفاين رولز اند ريسبونسبيلتيز ان ذا بروجكت، دي باينه كل واحد الرول بتاعته باينه والريسبونسبيلتيز جوه المشروع. Infrastructure processes and system of information flow. الفلو بتاع المعلومات ماشي ازاي؟ لان انا كمدير مشروع مش كل اجتماعاتي هتبقى مع كل التيم، ممكن اخد الفيرست ليفل بتاعي الكواليتي تكنيكال اوفيس الاتش اس اي الرقم كنترول الكلام ده كله، وهم بقى ايه؟ ده بيبقى انفراستراكشر بروجكت، وفي بقى دي بروسيسز لازم يبقى في ايزو سيرتيفيكيشن، لو ما فيش ايزو سيرتيفيكيشن يبقى عنده بروسيسز برضه ان هي يبقى عشان الانفورميشن فلو يبقى ماشي صح، ماشي فيرتيكال وماشي هوريزونتال برضه. هيبان الكلام ده لما نتكلم على الايه؟ على بروجكت اورجانيزيشن شارت. امبلمنت مونيتور اند مينتين ذا اورجانيزيشن اوف ذا بروجكت، دي اللي هي تنفيذ مراقبه الشغل والحفاظ على الاورجانيزيشن بتاع البروجكت، الاورجانيزيشن بتاعه اللي هو لك التنظيم بتاعه والعلاقات ما بين الهوريزونتال والفيرتيكال. النقطه اللي جايه دي من اهم النقاط، هو نعمل الكواليتي. اللي ما بيفهمش في الكواليتي كويس بقدر ما انت بتفهم في الكواليتي برضه ما تقول انا مدير مشروع شاطر. يعني الكواليتي مش بتكلم كواليتي كنترول، الكواليتي كنترول ده جزء من الكواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس دي ربطالك
كل العلاقات وكل البروسيسز اللي موجوده في المؤسسه بتاعت الافكار بتاعك من اعلى واحد لايه الاصغر واحد يسميه زي ما كنت عندك كبير وصغير. كل واحد على قد مسؤولياته. يعني مسؤوليات رئيس مجلس اداره وزي ما بنقول دايما اقول ما فيش مشكله احنا في اثكس عادي. لو انا عندي واحد بتاع شاي وقهوه بيتقن عمله في مشروعي وبيجيب لي مثلا القهوه بكوبايه الميه الساقعه قدام الضيوف وشكل بريزنتبل وبتاع احسن من رئيس مجلس اداره تعبان. يعني الانسان التقييم بتاعه مش مقارنه. يعني مش ده لابس بدله مثلا بيير كاردان وده لابس بدله شعبيه، لا ده بيؤدي الفانكشن بتاعته تو ويتش ليميت او تو ويتش كواليتي. ديفلوب مونيتور ذا امبلمنتيشن اوف اند ريفايز كواليتي مانجمنت بلان زي ما كنا بنتكلم شويه كواليتي مانجمنت فور ذا بروجكت. Review the project and its deliverables to ensure that they continue to meet the requirements of the quality management. أنا في ناس بتعمل quality plan وتحطه في الدرج أو في الرف، ده ما ينفعش، مش quality plan، ده ورقة بتتكمل بس شكلا عشان يبقى أنت عملتك، مش عشان إن أنت تبقى اسمك يعني نفذت كلام الفعالة اللي لازم تعمل quality plan. الquality plan لازم حاجة تطبق، أنت هتشتغل إزاي؟ والكلام ده كله هنتكلم عليه إن شاء الله لما نتكلم عن quality. Verify the achievement of project quality objectives and recommend any necessary corrective and preventive actions. الكواليتي نفسها في السيستم نفسه ده بتكلم هنا كواليتي اشورنس corrective and preventive actions. Plan and organize the validation of project outcomes ensure quality throughout the project. ال validation بتاع project outcomes لازم تبقى ايه؟ جوه البروجكت كله من الاول للاخر. ده الكواليتي من الموضوعات الجميله جدا. واعتقد معاها هيبقى ليها ثلاث اربع لقاءات على الكواليتي. الفاينانس برضو كل الحاجات دي كلها دول من ضمن الايه؟ التن نولج اول اريا في البي ام بي. فاللي بص على البي ام بي او بص على برنستو او بص على اي سيستم او اي منهجيه يعني مش هيحس ده، كلنا بنعيشين الكلام ده. الاستمت ده برضو اللي احنا بنقول عليه ايه؟ اللي هو هنقول فاينانس مانجمنت زي اي حاجه اللي هي كلمه مانجمنت لازم حاجه يبقى بنعمل ايه؟ Planning, organizing, leading or control. For planning, you know, estimate project cost. Our hack, the planning. Establish the project budget. I بعمل budget. أو بعد ما رسي عليا بعمل budget بتاعه اللي أنا هعمل عليه cost control بعد كده أقول آخره. وبعض الناس كتير مش تعرفش إن أنا بعد ما برسي على المشروع بعمل budget عشان بعمل cost control بقى. أنا وأنا بدرسه وأنا في أول المشروع داخل أخده ما 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 يعني بيبقى فاكتورز كتيره، انما انا بنفذ بقى خلاص فبيبقى كل حاجه زي ما بيقولوا ايه وقت الكاش الغالي يبقى ببلاش، الحاجه اللي كنت بدرسها ب 10 ب 100 جنيه مثلا وانا بنفذ بقى هاخدها ب 80 او 85 او شطارتي بقى مع الايه؟ مع السبلاير او مع المقاول اللي هشتغل معاه. سكيور بروجكت فاندنج دي نقطه في منتهى الاهميه ان انا لازم اعمل الكاش فلو بتاعي كاش ان كاش اوت، دي من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ البروجكت فاندنج ده للاسف في السوق يعني كان برضه المقاولات هي اكتر حاجه واصعب حاجه بيشتغل من الكلام ده اللي هو بيقول لك تلبيس عمم. انا لو بعمل عمل البروجكت فاندنج صح يعني بين الكاش ان والكاش اوت مش هتضيع مني المسائل، انما لو انا يلا بينا والمخلصات تتاخر والفلوس تتصرف زياده وكان بيقول اخره مشروعي معرض ان هو يقع. وبرضه القاعده العامه عشان برضه نبقى فاهمين مفيش مهندس بيوقع مشروع، اللي بيوقع المشروع يا اما سوء اداره يا اما سوء اداره الماليه الحاجتين دول، انما التكنيكال ما بيوقعش مشروع ابدا الا اذا كان بقى اللي ماسك المشروع بقى ما عندوش فكره عن تكنيكال اوفيس ولا عن اي حاجه خالص، لازم الكلام ده يكون موجود فيه. انما اللي بيوقع المشاريع اساسا اللي هي الايش الماليه او اداره المشروع. Develop, establish, and maintain a financial management and reporting system for the project. Financial management ده لازم يبقى موجود. الـ earned value لازم يتعمل. والله والـ earned value من أسهل ما يكون، وهتشوفوه إن شاء الله في لقاء من اللقاءات اللي جاية. من أسهل ما يكون، يعني محدش يتخض بقى ويلاقي تيرمز قد كده لا. من أسهل ما يكون وهتشوفوه إن شاء الله وهتعرفوا إن الـ project management كله عمومًا يعني موضوع من أجمل ما يكون ومن أبسط ما يكون. المهم انك تكون حابب وحابب انك تطور نفسك وحابب انك تعرف يعني تطور نفسك ازاي. Monitor project financials in order to identify and correct deviations from the project plan.
انت وانت بتشتغل بتعمل الفاينانس بتاعك للبروجكت، التمويل بتاع المشروع بتاعك بتبقى عارف بقى، يبقى عندك الكوست كنترول وعندك الكاش ان، كان كاش ان كاش اوت، وده برضه عمله سهل جدا. انا يمكن ما عملتش برزنتيشن لها بس سهل جدا، انا عندي كيسز انا عاملها، مئات الكيسز عاملها، اقدر انزلها برضه في البرزنتيشن، بحيث انت برضه انت كبروجكت مانجر عارف الفاينانس بيدور ازاي من اول خالص، من اول ما بتعمل الكوستنج لغايه ما بت ايه ما بتخلص البروجكت بتاعك وبتسلمه بكل التيربس كل حاجه. لا والله في برزنتيشن هتكون موجود في الاول ان شاء الله. الريسورس دي كنا بنتكلم عليها دلوقتي، الريسورس اللي هم ايه؟ ال 4M، 4M بلس اي، 4M مان باور، ماتيريال، ماشينري، ماني. من عندي انا زودت ايه؟ الاي تي. هو طبعا ما حدش زودها بس انا مزودتها في 2000 كده 2001 لما بدات ادي اعمل بهذا الشكل. ديفلوب ستراتيجيك ريسورس بلان تو ديليفر ذا بروجكت. بقى لازم عندك ستراتيجيك ريسورس بلان. الريسورس بتاعتك الاربعه بتبقى مدروسه ومحطوطه صح. خلي بالنا خلي بالنا، انت كل ريسورس بتتحط وبتتحط بمنتهى البساطه، كل اكتيفيتي جنبها البار تشارت بتاعها. طبعا الكمبيوتر يعملها اوتوماتيك اللي بالبريمافير، لكن بايدنا هنستعرض معاك ازاي تحطها، ازاي تحط فلوس على 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 على, على, على اوفر تايم بتاعك. احنا بنحطها متساويه، لكن هي لما الكمبيوتر بيجي يشتغل دي الميزه اللي فيه، انه بيحط اكوردنج تو ايه؟ تو البرودكشن اللي حصل في الفتره بتاعتك. ان احنا بنحطها بايدينا عشان نعرف بس ازاي هاو تو بوت ذا ريسورس، او هاو تو يعني بنعمل ريسورس مانجمنت. هي سهله جدا وجميله جدا. ديفلوب ستراتيجيك ريسورس بلان تو ليف ذا بروجكت. ديفاين ذا كواليتي اند كوانتيتي اوف ريسورسز ريكوايرد. الكواليتي والكوانتيتي الريسورسز. وفي حاجه برضه في الكواليتي مهمه عايز اقولها برضه، انت في الكواليتي ما تعملش كواليتي اوفر اللي انت متفق معاه، بيسموه جولد بليت. يعني انت ممكن تعمل حاجه اوفر عشان جولد بليت، عشان كده يعني محدش طلب منك ان انت تعمل حاجه ممتازه. يعني انت مثلا الخشب بتاعك خشب مثلا اي بياض، مثلا خشب زان، ما تروحش تجيب له مثلا خشب بيتش باين. انت بتدي له على قد الكواليتي انت متفق عليها. حتى في الكواليتي بتاعت البيبل، انت مثلا مطلوب منك مثلا كواليتي مانجر لمشروع صغير قد كده مثلا، ما تروحش تجيب له واحد بي اتش دي، ما تروحش تجيب له واحد خبره مثلا 30 سنه، لا. الكواليتي ان اكوردنس للايه؟ للكونتراكت، او ان اكوردنس للاتفاق اللي انت عملته. ايدنتيفاي ذا بوتنشال سورسز اوف ريسورسز اند نيجوشيت ذير اكوزيشن. حدد البوتنشال ريسورسز، الريسورسز اللي هي الايه؟ البوتنشال ريسورسز اللي هي المصادر المحتمله للموارد التفاضل الحصول عليها. يعني انت ايه يعني الحديد، الخشب، الاسمنت، الحاجات اللي هي ايه الهامه جدا، وتفاوض والحصول عليها وتجيبها طبعا باحسن الاسعار وباحسن الاوقات، لازم تدار بشكل يعني ايه علمي ودقيق. يعني allocate and distribute resources according to defined needs. ده اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، هنشرحها باذن الله، هنستعرضها على مثل هتلاقوه بسيط جدا، وهتعرف ازاي تحط تعمل ريسورس allocation بايدك على البار تشارت يعني بمنتهى السهوله. evaluate resource usage and take it any necessary corrective action. لازم انت وانت بتشتغل بتراجع الريسورس بتاعتك اللي انت اشتغلتها وتعمل كوركتيف اكشن. يعني انا ممكن انا في حته معينه اكون حاطط مثلا حته محتاجه مثلا خمس افراد عشان يعملوها، وانا بشتغل لقيتهم سته او سبعه، يعني بتعمل اندر استيميشن للايه؟ للريسورس، فاضطريت ازود الاثنين، يبقى لازم اخد نسيسر اكشن كوركتيف اكشن ان انا ازود الاثنين دول، او مثلا اخليهم يشتغلوا اوفر تايم. لو هم خمسه وما عنديش اثنين يبقوا سبعه، اديهم اوفر تايم عشان ما يبطل خمسه البرودكشن بتاع السبعه، او العكس، او انا اكون حاطط ايه؟ ريسورس زياده عن المطلوب. فدي البروكيورمنت. البروكيورمنت يعني خلي بالنا، البروكيورمنت البروكيورمنت بمعناها دي التعاقدات او مرحله التوريدات. البروكيورمنت دي بيبقى فيها الكونتراكتس
او كونسيبت ايفالويشن عشان شغلنا على باثمز. لا احنا ما اشتغلناش البروكيومنت لسه، احنا كنا احنا لسه احنا ايه ما اتكلمناش عليها لسه، ما اتكلمناش على البروكيومنت لسه. طيب I agree on procurement needs. الناس بتاعت procurement، انت عارف في procurement بيبقى عندك كذا حاجه، بيبقى عندك عايز مقاولين بتعمل دي هنتكلم عليها برضه لما نيجي نتكلم على الـ على الـ PMO responsibilities. بتبقى عايز مقاولين، بتبقى عايز استشاريين، بتبقى عايز موردين. فدي لها سيكونس بقى، هتبقى سهله قدامنا، نفس السيكونس تقريبا ازاي تعمل تطلب عروض ويجي لك العروض وتقارن بيها وتختار والكلام ده كله. Contribute the evaluation and selection of suppliers and partners. يبقى لازم يبقى فيه ايه تقييم واختيار للموردين وللشركاء. Contribute to the negotiation and agreement of contractual terms and conditions that meet project objectives. بعد حتى ما بوصل لافضل الاسعار او افضل العروض، الافضل على فكره مش جمل الاقل، نخلي بالنا دي هيبقى لها طريقه برضه هنتكلم عليها بعدين. Supervise the execution of contracts, address issues and seek redress where necessary. براجع تنفيذ العقود ومعالجه القضايا وطلب التعويض عند الضروره، ده اللي بيعمله مين؟ اللي هو الكونتراكت مانجر. يعني كلمه procurement مش توريدات، مش مشتروات زي ما هي بتترجم عليها. طيب التخطيط والتحكم بلان اند كنترول. البلان هنا مش السكيدول، خلي بالنا البلان ده اللي هو التخطيط، يعني انا كمدير مشروع او كبلانر باصص للمشروع هيخلص امتى وازاي ومين والكوست كام والكلام ده كله للاخر. Start the project and develop and get agreement on the project management plan. بعمل project management plan في الاول خالص، هشتغل ازاي، هنكتب التنظيم بتاعي يمشي ازاي، البروسيسز ازاي، البروسيدر ازاي، الكلام ده كله ازاي. Initiate and manage the transition to a new project phase. يعني ان انا بدء واداره manage the transition to a new project phase، يعني بتبقى phases. دي بتبان قوي الحته دي مع الـ مع ال 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 برنش 2، البرنش 2 قايم على الفيزز، فبتبان اول فيز بتبان هنا، انما هي ممكن ما تظهرش قدامك، تبان في حاجه اسمها ايه؟ مايل ستون. يعني مايل ستون هو ايه؟ يبقى انت يعني خلصت الاساسات، الاساسات دي مايل ستون، يبقى خلصت الاساسات وابتدي اشتغل بقى في الايه؟ في السوبر ستراكشر مثلا يعني. Control project performance against the project plan and take any necessary remedial action. انا بشتغل على ايه؟ على project performance، وبشوف والله ايه بقارن اللي اتنفذ بالاجازه البروجكت بالمشروع. وبرده هنتكلم برده حد زي ما قلت لكم، حد يفكرني لما نيجي نشتغل في الايرنز فاليو بان احنا نشرح هذا الكلام، ان انا ممكن الايرنز فاليو طلع لي المشروع ماشي كويس لكن هو ما بيبقاش ماشي كويس، بيبقى سابق في حتت معينه. يعني ايه؟ يعني بيبقى سايب اكتيفيتيز على كريتيكال باث للناس اللي هي ماشي بابعدها، وشغال في حاجات يعني المفروض تتنفذ بعد كده، فيبان الشكل اللي عمله اكتر من الفاليو اللي هي المفروض يوصل لها. دي حاجات دي اكتشفناها في الشغل، مش اكتشفناها في من الكتب يعني. فدي ان شاء الله نفتكر نتكلم فيها ان شاء الله وقتها باذن الله. ريبورت اون بروجكت بروجريس. البروجكت بروجريس ده الحد الاقصى له اسبوعيا. البروجكت اللي مالوش بروجكت بروجرس ريبورت اسبوعي ما تعتقدش انه هينجح معاك النجاح المطلوب. نخلي بالنا الكلام ده. قول لكل اسبوع يبقى عندك كي بيرفورمنس انديكيتور للمين ايتمز، وانت وده الكلام ده ليس خيال وليس من كتب، ده كلام من مواقع ومن شغل ومن تطبيقات، ان شاء الله هنتكلم عليه في وقت يعني. اساس جيت اجريمنت اون اند امبلمنت بروجكت تشينجز. ما فيش بروجكت في الدنيا اتخلق ولا نزل ما فيهوش برودكت تشينجز. لازم برودكت تشينج سواء في التايم، سواء في الكوست، سواء في السكوب. لان اي حاجه بتطلع لك في السكه، انت بتشتغل في اساسات طلع لك حتى مثلا فيها صخر، يبقى الصخر بقى دي بند جديد طلع لك انت مش واخد بالك منه. انت بتعمل اي حاجه طلع لك اي بند، بتعمل تكييف مثلا كان بيشتغل، كان التكييف مثلا كان شغال زي مثلا زي دبي شغالين ب ب اير كونديشن بيجي له من بره، شركه اسمها شركه كده بتورد التكييف، قال لك لا انا اعمل شيلرز من جوايا واعمل سيستمز بتاعي، ادي فاريشن تاني.
فايه اي برودكت تشينجز يبقى لازم تبقى تتعامل بشكل برضو مارجن تشينج برضو هيبقى له يعني الكلام ده كله انا بقوله ليه ويمكن بالتفصيل وبقول لكم ده اهم موضوع ليه في 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 الميتنجز كلها من هو خلال دي يبين لك انت كبروجكت مانجر فعليا انت بتعمل ايه ومطلوب منك ايه. يعني النقط دي كلها انا مش مخترعها ولا انا كاتبها، لا انا واخدها من الاسسمنت اخر انواع اسسمنت للبروجكت مانجر او البورتفوليو مانجر او للبروجرام مانجر، مش من عندي عشان يعني مش بدعي نفسي ان انا اللي عملت الكلام ده، لا انا جايبه نقله زي ما هو وبشرحه ومترجمه معايا عشان برضو ايه يعني يبقى احنا يعني موصلين المعلومه اللي هي للناس يعني توصل يبقى بروجكت مدير مشروع دولي ازاي كلوز. وعلى فكره مش لازم يكون مشروع دولي، هو انت ممكن محلي بس تشتغل بنظام انترناشونال وبنظام يؤهلك ان لو اي حد عايز حاجه في اي مكان انت يعني شو اوف يور سيلف وعارف او عندك يعني النولج وعندك البراكتس وعندك كل حاجه انت تعملها. وهتلاقي حاجات من دي في مشروع بعضها بيتنفذ وبعضها ما بيتنفذش، ما تزعلش من اللي ما بيتنفذش بس تخلي بالك انك تعوضه بشكل اخر وهكذا. Close and evaluate a phase of the project. طبعا ده مهم جدا، بيبان في حاجه اسمها مايلستونز بيشتغلوا في البروجكت سكيدولينج او في البرنس 2، دي فيز واضحه وصريحه وبتاخد الفيز ان والفيز اوت زي السيستم اناليسيز اللي هو ايه بتاخد الان بتاع المشروع وتاخد الاوت بتاعه تطلعه في الورا وهكذا، يعني زي السيستم اناليسيز بالظبط بيبقى ايه الفيز اوف ذا بروجكت. هنا خمسه ريسك اند اوبورتيونيتي، هنا عندي شويه اعتراضات على الكلام ده لكن هنقوله برضه نشرحه بسرعه جدا. Develop and implement a risk management framework. انت لازم تعمل risk management ليك. في ناس بتخسر وقت في risk management وفي شهادات risk management. انا طبعا ما بعملش دعايه لاي حاجه لكن risk management برضه ان شاء الله موضوعه سهل وباذن الله برضه نحضر لكم حاجه للبروجكت مانجرز مش اللي عايز يبقى متخصص في الريسك. يعني لو عجبك وعايز تخصص في الريسك يبقى انت يعني ايه انت يعني صاحب الشأن انت حر في نفسك، انما اللي بنقوله ده للبروجكت مانجر. Identify risks and opportunities، انت لازم انت لو دير مشروع تعرف هو طبعا عاده دلوقتي بيبقى في اي مشروع يعني موضوع الريسك بقى اهم جدا سواء في الايزو سواء في الـ في البي ام بي سواء في البريس 2 الريسك متاخد دلوقتي كايه. وعلى فكره الريسك مش كله وحش، الريسك ما هو ممكن تحول الاوبورتيونيتي يعني واخدين بالكم يعني الريسك ده يا يحصل ما يحصلش يا مثلا الدنيا تشتي يعني انت مثلا انا عامل حسابي ان هيبقى في شتاء بناء على مثلا اللي هو جدول بيسموه ايه الجدول اللي احنا بنشتغل عليه كده في اسكندريه ده بيقول لك جدول النواه، الريسك بتاعي ان الدنيا هتشتي بألحق نفسي الم الشغل اللي بره الدنيا ما شتيتش خلاص يبقى انا ده حاجه عندي حاجه كويسه. الريسك اللي عندي ان مثلا سعر الحديد هيزيد وحطيت سعر اعلى شويه في البتاع ما زادش وبقى كويس او قل، يبقى انا الريسك بتاعي ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى ايه نيجاتيف. Assess the probability and impact of risks and opportunities. لازم احدد probability، يعني لما بتيجي نعمل ريسك اناليسيز عندك حاجتين، انت بتايدنتيفاي الريسك وبتايدنتيفاي البروبابيلتي بتاعته عشان ايه البروبابيلتي والامباكت بتاع الريسك على عليه وبتضرب دي في دي عشان تطلع الفاليو ده. الريسك مانجمنت ده برضو موضوع لذيذ وسهل وظريف جدا لكن هو دلوقتي بقى له شهاده وبقى موضوع يعني موضوع جميل صراحه. Select strategies and implement response plans to address risk and opportunities. انت بتختار برضو الاستراتيجيز بتاعتك بتحددها وبتنفذ الخطط لمواجهه المخاطر والفرص. بيبقى عندك استراتيجيه وفي برضو في الريسك له اربع درجات هنتكلم عليها برضو ان شاء الله بعد كده. Evaluate and monitor risks, opportunities and implemented responses. بتقيم وبتراقب المخاطر والفرص والاستجابات المنفذه بتاعتك. برضو زي ما بنتكلم انا بتكلم على مدير المشروع. يعني واحد يبقى متخصص في الريسك هيخش بده في العمق وانت كمدير مشروع بتعمل ايه؟ هيبقى عندك ريسك مانجر
وانت بتاخد نتيجته بتحطه ايه من ضمن حاجتك. هنا الستيك هولدرز ده موجود بس كورس ده موضوع مهم جدا برضه. Identify stakeholders and analyze their interests and influence. كل واحد في خاص بالمشروع له حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف. في واحد بيستفيد من المشروع وفي واحد هيتضرر من المشروع. في واحد ملوش دعوه بالمشروع او في واحد له سك يعني اي حاجه اي واحد له علاقه بالمشروع. ودي هتبان ان شاء الله في اللقاءات اللي احنا هنتكلم عليها. ودي مرتبطه دايما هتلاقيها باينه في ايه؟ في الانترنال انفايرمنت بتاع المشروع اللي هي البيئه الداخليه. خلي بالك الانفايرمنت بمعنى البيئه مش الايكولوجي. الايكولوجي دي البيئه اللي هي الايه؟ الايكولوجي اللي هي الشتاء والحر والكلام ده كله. انما البيئه هنا تعني البيئه الحقيقيه بتاعت البروجكت. وماكرو ومايكرو انفايرمنت برضه ده موجود ان شاء الله هنتكلم عليه. Develop and maintain stakeholder strategy and communication plan. بعمل communication plan لاي مشروع في اوله وفي كل ستيك هولدرز وتليفوناتهم وفي اي ملاحظات اي حاجه تبقى موجوده. والاستراتيجي هتتعامل مع بعض ازاي؟ engage the executive sponsors and higher management to gain commitment and to manage interest and expectation. لازم ابقى مرتبط مع executives مع الليفل الاكبر مني سواء انا بقى لو انا في البروجكت او في البورتفوليو او في البروجرام مع مع التنفيذيين ومع السبونسر اللي هو الرعاه بتوع المشروع والهاير مانجر ان انا يعني ايه تو جين كوميتمنت ان انا يعني احصل على التزام واداره المصالح والتوقعات ان انا اتصرف في الموضوع يعني انا كمدير مشروع اتصرف في هذا الكلام انجيج انا يعني طبعا في حاجات بتبقى مع الستيك هولدرز في ستيك هولدرز ما تقدرش انت تتعامل معاها يعني جهاز حكومي اقوى مني واقوى من اي حد وزير لو وزير بتاعه مش هتكلم مع وزير هتكلم مع مين؟ حد بقى من الهاير مانجمنت الكلام ده كله من الاول لاخر يعني في ليفل معين انت كمدير مشروع ما تقدرش توصل له فانت بتوصل له عن طريق مين؟ الهاير ليفل. طيب engage with users partners and suppliers to gain their cooperation and commitment. انت بترتبط بالايه؟ بالمستخدمين والشركاء والموردين اللي كانت تعاونهم والتزامهم. organize and maintain networks and alliances. شلون يعني تنظيم النتوركس اللي هي ايه الشبكات يعني الكوميونيكيشن يعني مجموعه الشركات مجموعه كذا. الالاينسز بقى دي ده نظام انا شفته شخصيا برضو شفت في ابو ظبي يعني ده اللي انا شفته يعني ده اللي انا عشت فيه اللي هو بتيجي عندي في لحظه من اللحظات المشروع ده يبقى فيه الاينس ما بين صاحب المشروع والبي ام او والديزاينر والمشرف والكونتراكتورز والسبلايرز بيبقى في نوع من الالاينس بيتفقوا مع بعض بشكل او معين او باخر وكل واحد منهم له ايه؟ له شير او له اي حاجه في هذا الكلام. طيب احنا في النقطه ال 12 دلوقتي اللي هي الستيك هولدرز اوجانيك امتين نتوركس انا دلوقتي هتكلمنا عليه ده خلصناه. تشينج اند ترانسفورميشن احنا فاضلين خلاص دي اخر نقطه للبروجكتس وبعد هتبقى عندنا نقطه واحده اللي هي خاصه بالبروجرامز والبورتفوليوز. وهنا يعني انا بشكركم جدا على تحملكم بصراحه الموضوع الحقيقه موضوع جميل وشائق وهقول لكم على حاجه هذا الكلام انا مش غرورا ولا حاجه بس انا يعني ايه وقع قدامي وانا جمعته وعملت هذا الكلام عشان اوصله لاكبر عدد ممكن لان الكونسبت بتاع اداره المشروعات اختلف اختلاف شديد في 20 سنه اللي فاتوا وتطور اكتر من مره وهي برضه بتديني فكره من دول ان انا اعمل ايه اوري او اعمل برزنتيشن عشان تعرف التطور حصل ازاي ان دي اخر ما وصل اليه الاسسمنت او تقييم مدير المشروع او مدير البورتفوليو او مدير بتاع ده مش من عندي برضه باكد لكم هذا الكلام عشان ما حدش يقول بقى ان انا يعني انا لا ده مش من عندي مفيش كلمه واحد محطوط هنا من عندي بالعكس في حاجات انا معترض عليها هنا في هذا الكلام لكن بقولها لان هي دي امانه. Change and transformation assess the adaptability to change of the organization. يعني لو اتغيرت حاجه في الاورجنايزيشن بتاعت الشركه اللي انت فيها لازم تبقى جاهز ان انت يعني ايه هتبقى لازم تتكيف معاها. يعني مثلا اتغير رئيس مجلس الاداره اتغير رئيس القطاع لو السيستمز واضحه ومحدده
وعندك سيستم ايزو سيرتيفايد مثلا او يوروبيان سيرتيفايد بالسيستم ناشونال سيرتيفايد ما هتبقاش مشاكل كبيره قوي. انما لو واحد جاي بقى الحاجات اللي بتغير الانظمه كلها بتغير الحياه كلها عشان تغيير انسان يبقى بتبقى مشكله كبيره. اساس ذا تايب تو تشينج اوف ذا اورجانيزيشن، لو تغير حاجه في الاورجانيزيشن فوق يبقى انت لازم تحضر نفسك انك تقدر تقيم القدره على التكيف مع تغيير رئاسه المؤسسه. Identify change requirements and transformation opportunities. تحديد متطلبات التغيير وفرص التحول. انت تقدر تحول السيستم بتاعك، يعني انت تفيدك برضه ان انت تقدر تعمل change معاك في مشروعك عشان ايه؟ يتوافق مع ايه؟ مع مع الـ مع الاورجنايزيشن بتاعك يتوافق. لو البورتفوليو اتغير المدير بتاعه ولو البروجرام اتغير المدير بتاعه يبقى انت عندك القدره انك تغير في مشروعك. هذا الكلام. Develop change or transformation strategy. بتعمل تطبيق استراتيجية تغيير أو تحول. Implement change or transformation management strategy. تنفيذ استراتيجية إدارة التغيير أو التحول. دول النقط اللي فاتت كلها كانت خاصة بالبروجكت. طبعا بالبروجكت وبالبروجرام وبالبورتفوليو، احنا عرفنا الفرق ما بين الثلاثة. النقطة دي هي النقطة الوحيدة اللي هي تختلف مع الايه مع الـ مع الـ لا اعتقد في نقطة ثانية لسه كمان في نقطة ثانية اعتقد لا. يبقى احنا عندنا واحده البورتفوليو واحده للايه للبروجرام. يبقى هي البورتفوليو احنا عايزين نعمل قبلها اوبا معلش انا اسف شوف بس يرجع تاني. يعني النقطه اللي جايه دي عشان كده انا مرقمها بالرقمين. لا هو نط بريفيوس ده البورتفوليو في قبل البريفيوس ده البورتفوليو. انا عايز اعمل بريفيوس تاني. يا سلام بريفيوس. طيب ده البروجرام مانجمنت. يعني هما حتتين ال 314 هيبقى موجود للبروجرام مانجمنت. البروجرام مانجر اللي هو بيحتوي على مجموعه مشروعات، والتاني هيبقى ايه؟ للبورتفوليو مانجمنت اللي هو فيه بروجرامز ممكن يبقى فيه ايه؟ بروجكت لوحده. سيلكت اند بالانس فور بروجرام مانجمنت انالايز ذا كاركترستكس اوف كومبوننتس. يعني اعرف احلل الخصائص بتاعت ايه؟ المكونات بتاعته اللي هي الايه؟ البروجكتس. Prioritize components based on the program's priorities. بعمل prioritize بقى الكومبوننتس. يعني في حاجه اسمها زي في الماتريكس اورجانيزيشن انها يبقى ريسورسز. ممكن اخلي مثلا معايا مشروعين ثلاثه اخلي لهم مثلا كيو اي كيو سي واحد بس، او واحد بتاع الاتش اس سي مانجر واحد، وهكذا. Components based on the program priorities. Analyze to predict and predict the future performance of the program. بعمل تحليل وتوقع الاداء المستقبلي للبرنامج. Prepare and facilitate program decisions. بحضر وسهل قرارات البرنامج. دي النقطة اللي هي 14 برضه هي بس دي البورتفوليو بقى. زي ما قلنا البورتفوليو عبارة عن إيه؟ عبارة عن يا إما مجموعة programs يعني program 1, program 2, program 3, program 4 وproject 1, project 2. يعني البورتفوليو بيبقى فيه يا إما programs ويا إما programs وإيه وprojects. Identify programs. Or projects. يعني بيقول ايه program او project ده portfolio. Or ideas that could be included in the portfolio. او اي افكار اللي في البورتفوليو. Analyze the characteristics of programs and projects. يعني لازم اعرف خصائص programs و projects. يعني ما ينفعش ادير portfolio على طول وانا مش فاهم ايه programs و projects. ما ينفعش. لازم ادير الاثنين. Prioritize the programs and projects based on the organization priorities. وانا بعمل برضه برايورتيزيشن طبقا يعني انا مثلا بعمل بديل بورتفوليو بتاع شركه او بتاع مؤسسه او بتاع حكومه، يبقى انا
بعمل prioritization اللي هو prioritize اللي هي الاولويات اللي على اولويات المنظمه اللي انا ايه بعمل لها هذا الكلام. Program and project delivery oversight اللي هي الاشراف على تنفيذ البرامج. Delivery oversight future performance. لا دي الاشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع. Analyze and predict the future performance and portfolio. بحلل واتوقع الاداء المستقبلي للبورتفوليو لان انا مدير بورتفوليو. Prepare and facilitate portfolio decisions. القرارات بتاعت البورتفوليو. هنا يعني الحقيقه كتر الف خيركم اللي جاي كله بقى ايه كلام يعني سهل وبسط كلام يعني ريفريشنج يعني ده ايه ده rule of thumb pragmatic approach بتاع الميتنج ده. يعني احنا كلمنا الكلام ده كله من الاول لاخره ليه؟ ناس هتيجي بقى تقول لي والله بص يا باشمهندس ده الكلام الكبير ده والكلام ده كله احنا مش محتاجين له، احنا شغالين بقالنا 20 سنه وخلصنا مشروعات كثيره جدا. We are working since long time and finalized a lot of projects and successful projects without من غير project management knowledge ده ومن غير الكلام اللي انت عمال وجع دماغنا بيه ده، واحنا حاطين الفيل ده we don't need this project management knowledge. يعني انا حاسس انا شغال بقالي 20 30 سنه ولا ليا في الكلام ده ولا اعرفه ولا سمعت عنه. انت جاي دلوقتي بعد 20 30 سنه هتقول لي ان في نولج وفي 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 اللي هيقول لك كده تعرف ان هو ده يعني ايه محتاج جهد انك تقنعه. يعني انا بالنسبه لي اشتغلت بال 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 بالخرسانه يدوي، اشتغلت بالحسابات على الصوابع وبالسلايد رول. لو ما اتطورتش وكملت 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 كان من زمان النهارده ما اقدرش اقف في سايد جنب واحد لسه متخرج جديد من الكليه. فانت كمهندس او كمدير لازم دايما تتطور ولازم تعرف نفسك وتعرف كل حاجه جديده. يعني برضه دي حاجه خاصه، يعني انا ابني لما اتطور وبقى مثلا بقى مدير منطقه كامله في شركه كبيره، شركه كبيره جدا في الخليج. قلت له خلي بالك نفر وخد دكتوراه في الاداره. قلت له اوعى تسمح لحد تحت ايدك يعرف حاجه انت ما تعرفهاش، مش حاجه متخصص فيها، لازم تعرفها، لازم تعرف الام بتاعها ايه والاوت بتاعها ايه. يعني وانت بتكبر اوعى تنسى جدول الضرب، اوعى تنسى الكواليتي اشورنس، اوعى تنسى التكنيكال اوفيس، اوعى تنسى الاتش اس اي. لازم يبقى في ايدك دايما اللي بيشتغل تحت ايدك يبقى عارف ان انت فاهم. طيب some of the answers will be اللي اسالني بقى يقول لي احنا مالناش دعوه له ايه. How many projects have we already estimated its duration correctly and finished on time؟ هقول يا باشا انت كم مشروع في حياتك حسبت التايمنج بتاعه صح؟ قلت ده انا هخلصه في سنه وخلصته في سنه فعلا. طبعا شو هيرد عليك؟ لان دي حاجه مش سهله خصوصا في المنطقه. انا من فضل الله سبحانه وتعالى في حاجات كتير جدا خلصتها اون تايم وقبل التايم بتاعها. مشروعات كبيره مش صغيره. How many projects have we estimated its cost and compared it with the actual one and found it good؟ في كم مشروع انت عدلت الكوست بتاعه وجيت تقارن في الاخر ولقيته كويس؟ اشك ان فعلا ناس كتير عامله كده اللي اذا كان ماشي بشكل معين. دي rules of thumb pragmatic approach for this meeting. وجيت اقول لك اما انا كسبان طول عمري a lot of money هتقول له ايه بقى؟ انا انت كسبت النهارده في المشروع ده يا شيخ انا هقول 10%، ودي طبعا ده مستحيل. انت تاخد 10% مش من راس مالك، 10% من قيمه المشروع. طيب لو انت خدت 10% مين يقدر يقيم بالظبط ان المكسب بتاعه اذا ما كانش تنظم الكوست بتاعه ما بقاش 15 يا سيدي ما بقاش 12، هو 2% من قيمه مشروع بكام مليون قليله، انما انت لو عملت جود كوست مانجمنت هتوصل للمكسب اللي انت خططته واللي انت عملته. How many meetings have you already attended and you felt that it was a waste of time؟ كل واحد النهارده في مشروع حاطط في دماغه ان الميتنج ده ودي كانت بتتقال لي وش انا وانا في قطاع المقاولات ما عنديش يوم يعدي وانا بروجكت مانجر لازم اعمل ديلي ميتنج مع كل الناس مش العمال ولا لا الكيو تي سي البلانر الكونستراكشن مانجر وفي عنده ديبارتمنت مانجرز هيبقوا موجودين معايا في الميتنج ده. يعني يقولوا لي يا باشمهندس انا مش عارف، قلت لهم اخوانا تعالوا لي نقعد مع بعض. على فكره في كل المنطقه العربيه انا بتكلم على مصر او على فرنسا، ما بتكلمش في بره غير مصر في المنطقه العربيه. لازم ديلي ميتنج في المقاولات لان اي مشكله اقول لهم يا اخوانا بص تعالوا هنقعد مع بعض.
مفيش مشكله، خلاص يعني 5 دقائق يبقى شفنا بعض وسلمنا على بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انما لو في مشكله نحلها واحنا واقفين، لان المشكله لو حصلت معايا النهارده وحلتها النهارده مش هتكلفني حاجه، لو اتاجلت تاني يوم هتكلفني صم، اليومين هتكلفني اكتر، تالت يوم هتكلفني اكتر، رابع او خامس يوم ممكن تكلفني اكتر بكتير جدا من اللي كانت تكلفني لو انا حلتها في ساعتها. فالديلي ميتنج في المقاولات اوعى حد يستهون بيه، وده مش لعبه. الميتنج ما بيتعملش عشان انا اقعد اقول خطب كمدير مشروع، الميتنج بيتعمل عشان كل واحد في الموجودين يجي يقول لي عاوز ايه، كلنا مع بعض اهو، ممكن واحد ببساطه شديده يحلها. وانت بتدي سكه مقاولات بعد كده ان شاء الله نبقى نفتكر نتكلم على برضه موضوع شركات المقاولات. فالمانجمنت ميتنج از فيري امبورتنت. انا مش بعمل ميتنج كده والسلام ولا عشان نتسلى وعشان نضحك، لا، ده ميتنج بسكيدول. او لو السايت ميتنج بنتكلم مع بعض، احنا كنا مخططين النهارده وعملنا ايه وايه المشاكل اللي قدامنا، ممكن يبقى واحد ناقصه حاجه صغيره قد كده الاقيها عند واحد ثاني في الموقع. برجماتيك او فور ذيس ميتنج، هاو ماني بروبلمز هاف ارايزن بتوين اس اند اور باسز اور اور كوليجز اور بيرسونز وركينج اندر اس. اند وي ثوت ليتر ذات يو كود افويد سش بروبلمز if you used to behave in another way by studying communication او aggressive behavior. كل واحد لو قعد فكر كده على المشاكل اللي حصلت فيه في حياته سواء مع رؤساء له او مرئيسين له، لو درس communication صح ودرس organization behavior صح، لا يمكن حتى كانت ممكن تقول the fact that the project could be managed lacking some of the previous 28 items but it will be like a stick or handicapped person, both are living in not a wild way. يعني احنا درسنا دلوقتي 28 ايتم في الكونسس في جروبس، ممكن حاجه تسقط منك حاجتين ثلاثه المشروع هيخلص. بس ده هو دلوقتي مش في واحد رجله مكسوره وعايش، في واحد بعين واحده وعايش، في واحد ماشي بطقم اسنان، في واحد ما عنده مثلا لغط في القلب وعايش، هيبقى المشروع عايش مريض او هانديكاب. انما عشان اصل لمشروع ماشي بشكل صحي وانتهى بشكل صحي ويطلع منه مبسوطين، لازم هذا الكلام اتكلم عليه يوصل ويتعمل. مش هشكركم لسه. الرود ماب بقى في بروجكت مانجر، من الكلام اللي فات ده كله احنا هنعمل ايه بقى؟ هنتكلم على كذا حاجه. المين سبجكتس اللي هي اوريدي جاهزه تو ستارت. The main real reason for project failure and the easy solution for the to prevent and cover projects. اللي هو تعثر المشاريع في المراحل المختلفه للمشروع. ده جميل جدا. دي الموضوعات اللي احنا هنتكلم عليها. The project management office scope of work ده موجود، ده جاي في اللي جاي. project management office scope of work ده عملناه بالانجليزي، وبعدين لما كنا في بلد عربي وقال لك لا احنا لازم كله بالعربي ترجع، ما هو وصلناه للعربي وكده ماشي وكده ماشي، وان شاء الله هنعمل introduction to project management يعني تقديم للبروجكت مانجمنت، واعتقد ان هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. يعني بعد كده communication management of meeting and presentation، ده بالعربي الكوميونيكيشن والمانجمنت اوف ميتنجز، اداره المشروعات واداره الايه presentations. نمره 6 الكواليتي مانجمنت سيستمز، دي فيها ثلاث اربع محاضرات. ادي كواليتي يعني دي مجموعه الحاجات اللي احنا ان شاء الله ربنا احيانا ودانا عمر هنتكلم عليها. The organization for quality. اتعمل ازاي؟ التايم اند ريسورس مانجمنت يوزنج نتورك دياجرام كالكوليشنز. دي هتفاجئوا ان هي مشروع جميل وسهل وظريف واتعمل بالايد، تعمله كله بايدك، لا عايز كمبيوتر ولا عايز حاجه، وهتعرف فيه يعني ايه فورد باك سبستيوشن وباك سبستيوشن، يعني ايه ديلي ويعني ايه القص ويعني ايه ريسورس الوكيشن، الكلام ده كله بايدك. انت كبروجكت مانجر لازم تبقى عارف هذا الكلام. لا سكيدولر يقول لك انا عملت وانا سويت ومش عارف، لا. نمره 9 ده اللي جاهز. تيم بيلدنج والليدر شيب كنا بنتكلم عليه من شويه. قلنا في بارت 2 بارت 1 لو هنشوف يعني هتمشي ازاي، لان احنا لما بنبقى مع بعض انتوا بتفتحوا نفسنا لايه؟ بتفتحوا بنفتح حاجات وبسببكم. انا يعني سعيد 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 جدا يعني والله. project environment and stakeholder analysis، ادي الصور الانالست دخلت اهي. والبروجكت انفايرمنت اللي هي زي ما قلنا المايكرو انفايرمنت الماكرو انفايرمنت والانترنال انفايرمنت، ده بارت 1 وده بارت 2. هنشوف هذا يقدر يتعامل ازاي. ادي 12 موضوع.
project management implementation استخدام البلاتفورم project management planning and allocation of project general layout element ده ازاي تعمل لو انت عندك مشروع construction وعايز تعمله السيركيليشن بتاعه والسايت بتاعه تعمله ازاي عشان تمشي يبقى السايت بتاعك سيف ويقدر السيركيليشن بتاعك يمشي مظبوط وتبقى الانتاج بتاعك يمشي مظبوط. project success and failure criteria الكريتيريا اللي هي يعني success and failure criteria يعني ازاي اقيم النجاح وايه وعدم نجاح المشروع يعني. دوكيمنت مانجمنت ده من الموضوعات الهامه جدا 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 وان شاء الله جاهز يعني بريزنتيشن كويس ده هياخد مننا وقت بس عايز ايه نبقى مصحصحين له قوي لان الدوكيمنت مانجمنت الحاجات المهمه جدا لان انت اي كليم اي مشكله بتحصل بعد المشروع ما بيخلص هي الدوكيمنت هو اللي بيعمله عشان كده يعني دايما لما كنا في بلد بالدول العربيه يقول لك ايه اوعوا تقدموا كليم ضد شركه اجنبيه بره البلد اللي احنا فيها مش هقول البلد عشان ما يبقاش يعني ما يبقاش معرض لحد خلاص واقع الامر انا رحت قلت لهم يا اخوانا انتوا السبب بسيط جدا ان يعني ما حدش ما بينجحش في, في 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 اي كليم او يعني اللي هو كليم اللي هو بيبقى نوع من في اربيتريشن اللي هو التحكيم ممكن برضه بنتكلم على التحكيم شويه لان انت المشروع خلص خلاص يبقى اللي فضل انت الكيس بتاعك بتبقى قايمه على ايه؟ على الدوكيومنت مانجمنت اذا كنت انت عشان مرجوم بقول كلمه زي كده ما بالك بقى انت داخل في كليم او داخل في اربيتريشن طب اقول لك كاش الدوكم بتاعتك واضحه وصريحه بتخسر طبعا كليم او تخسر اربيتريشن المارج تشينجز ده حلو جميل وظريف السوشيال بيرسبشن ده مهم اللي هو داخل برضه في الكوميونيكيشن سكيلز الموتيفيشن سيلف مانجمنت بيلدينج بروجكت اورجانيزيشن شارت كل دي حاجات يعني في حاجات موجوده في كتب وحاجات مش موجوده كونفليكت مانجمنت ده عربيك عندنا التايم مانجمنت برضه موجود افكت اوف ذا شارت اون ذا بيهيفير برودكشن اند بيرفورمانس ده ما شفتوش في حته ده من فضل الله ده ربنا سبحانه وتعالى راضي ان انا اتكلم عليه يعني اوجنيشن شارت تاثيره ايه؟ يعني انت عندك هل هو افقي هل هو راسي هل هو ماتريكس بيأثر لك على البرودكشن ازاي؟ الكواليتي مانجمنت برنسبل دي ثالث محاضره الاوسع ثلاث كواليتي سيستمز دي رابع محاضره. انا شاكر جدا 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 ليكم ولصبركم وانا قلت لكم الاول دي يعني ده لقاء جميل ومحتاج صبر وانا سعيد جدا انا شايف قدامي 73 مشارك سعيد بيكم جدا سعاده لا حدود لها وده دليل ان احنا فعلا يعني حابين وان شاء الله ونكمل مع بعض وبشكركم جدا جدا لتواجدكم معانا مش هقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الا لما الباشمهندس عمر بقى يطلع ويشوف لو في اي سؤال اي حاجه لسه لو في لسه فيكم نفس انا جاهز ومعاكم زي ما انتم عايزين وتحت امركم. انا شاكر جدا ليك. جزاك الله خير يا دكتور واسمين ان احنا طولنا على حضرتك كتير ابدا ابدا والله يا باشمهندس عمر انا سعيد جدا والله بهذا اللقاء بس هو ده الاساس لكل اللي جاي عشان كده كان لازم يبقوا مع بعضه ده بالعكس نقول لحضرتك على حاجه ده المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت كانت موضوع محاضره مع هيئه في السعوديه يعني عملتها هنا برضو من اونلاين بس ما كانتش بالتفصيل ده لان هناك احنا بندي بس محاضره وبنخلص انما هنا احنا في برنامج وان شاء الله ربنا يقدرنا ونحن نعمله نوصل للنهايه وفي الاخر نلاقي 75 انترناشونال بروجكت مانجر طالعين من هذه اللقاءات ويا ريت يبقوا 750 وانا تحت امركم تحت امركم يا استاذ عمر الله يكرمك يا استاذنا جزاكم الله كل خير لو في حد عنده اي سؤال يفتح المايك المايكات مفتوحه لو حد عنده اي سؤال او اي تعليق يعني اي حاجه يعني نفتح بس ان احنا ايه برضه نتعرف على ابنائنا وزمايلنا اللي موجودين معانا يعني هو اي حد عنده تعليق لحاجه مفيش احراج احنا كلنا واحد خلي بالكم يعني دي كل دي حاجات احنا يعني اتفضل شو نصحنا يا استاذ عمر يعني استاذ حسين جزاك الله الف 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 خير يا سيدي على هالخبرات هتشرف بحضرتك الله يسلمك معك احمد الصيفي دكتوراه بالهندسه بالمانيا
ما شاء الله ما شاء الله. دي جيتس الحمد لله. يا فين دانك ما شاء الله حبيب القلب. شكرا جزيلا يا سيدي، يعني انقصني باخر كلمه ان قلت لو مداخله، لان الاسئله رح نخبيها للايام الجايه ان شاء الله، بس يعني كلام من ذهب. الله يبارك فيك ويطول لنا بعمرك على هالخبره وعلى على هالهمه العاليه بانك توصل هيك لابنائك واخوتك المهندسين من خبراتك المبين من الزمن، الخبره الطويله. الله يبارك فيك ويطول في عمرك. كنت حبيت اعمل مداخله اني حتى ما يضيع الموضوع منا، انت اشرت للدكتور كان قصدك الدكتور رشاد البارودي، واسم الشركه كي بي اي ميجا ليبراري. هاي اذا حدا بيحب يستفيد. ببدايه كلامك كنت عم تسال عن الدكتور يلي عنده ال 36000 مو 17000 كي بي ايز، 17000 صاروا 36000. والله لا بحضرتك بقى خد عنواني وابعثها لي ان شاء الله. هو راح ابعث لك ان شاء الله العنوان لاستاذ عمر سليم، بركي كمان بيحاول مع الدكتور رشاد بارودي هيك محاضره قيمه كمان بهذا الموضوع. ما شاء الله ما شاء الله، ده كتاب من الكتب العظيمه يعني انا يعني سعدت بيه جدا واستفدنا منه في حاجات كثيره. ويعني احنا عندنا برضه نقص شويه هنا في المنطقه في موضوع الكي بي ايز، يعني مش فده موضوع مهم جدا، هام جدا يعني الحقيقه. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه، ومبسوطين جدا. راح نسميها سهره يوم الاحد اكثر من دوره. حبيبي ربنا يبارك فيك. شكرا دكتور، شكرا دكتور، جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا. لو في حد عنده اي اسئله ثانيه؟ مش هنسمعه، اتفضل. الله يجزاك خير حضرتك على المحاضرة، يعني كانت محاضرة شيقة جدا. بس بالنسبة لموضوع الادد فاليو، حضرتك قلت ان في حالة ممكن يبان المشروع، ممكن يكون المشروع متأخر بس يبان ان هو متقدم عن طريق الادد فاليو. ايوه، لو هنت بس عن الموضوع دوت لحد ما يبقى في محاضرة ان شاء الله بعد كده لو ينفع، يعني جزاكم الله خيرا. هقول سهلة جدا، اشرح بحضرتك الاول. اسم حضرتك ايه؟ محمود المقدم، مهندس مدني في السعوديه. محمود مشروع يعني وكده، بس حاجه صغيره يعني 10 مليون يعني حاجه. لا حبيبي لا، بص المشروع يبدا من ان انت تنزل شغل، فيعني ماشي انا سعيد بسؤالك ببساطه شديده. انت ممكن بتيجي تعمل ايرنت فاليو بتاع مشروع، ممكن انت تكون عملت شغل مش عارف، بس بعد التاريخ اللي انت بتعمل فيه الارنز بقى، فاهمني؟ فلما تيجي تقارن اللي هو الاكتشوال بالبلانت، هتلاقي ايه الاكتشوال اكثر من البلانت. انت فاهمني حضرتك؟ يعني انا دلوقتي ممكن قوي ان اكون مش على المسار الحرج وقدام شويه لسه ما اتعملش، انت بتاخد الفاليو بتاعته. صح معايا؟ انا ده حصل عندي في المشروع حضرتك، ان انا بالنسبه للمسار الحرج بتاعي في نوع معين من الشغل، بس انا عندي مشكله فيه بسبب العميل وبتاع، فانا تقدمت في تنفيذ بقيه البنود. ايوه، تلاقي ان النسبه بتاعتي زي الاكشن زي ما حضرتك قلت، زي البلاند بالظبط. وتبان احسن. يجي يبص على المسار الحرج يلاقي في مشكله. ازاي؟ ايوه ما هي دي، عشان كده بقول الموضوع ده ما اتحطش في كتب لسه، بس انا بحب انقل برضو ايه يعني اللي قابلنا واحنا ماشيين. برضو هتلاقوني برضو ايه بخرج بره ما هو في الكتاب، الموائمه ما بين الساينس والابلكيشن. ودي يعني دي واجب علينا كلنا، يعني ان احنا لان ده هيتنقل كتب بعد كده. يعني بتاخد الكلام ده الناس الافراد العلماء الدكاتره اللي حاضرين معانا بياخدوا الكلام ده بقى بيحطوه بقى بشكل يعني ايه عشان نقل المعلومه يعني بشكل. وصلت الرساله يعني حضرتك؟ وصلت تمام. طيب الله يجزاك خير يا فندم. واياكم يا حبيبي ربنا يخليك. شكرا. لا جزاكم الله خير يا دكتور، و
يعني شاكرين لحضرتك المعلومات القيمة ديت، إن شاء الله يعني الناس كلها استفادت منها، وبندعي لك بكل خير إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. وإياكم حبيبي، وإياكم. الله يكرمك سيدي. ألف شكرا، جزاكم الله خيرا، وتعبناكم معانا يعني النهارده، بس سعيد بوجودنا مع بعض. لا لا، احنا تعبنا حضرتك وسهرناك. الله يكرمك استاذ، جزاكم الله كل خير. لا والله يا لا والله انا سعيد جدا، وربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا يا حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس.